بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد في تغطياتنا الحصريه والشامله للبطوله 19 العربيه طبعا لكره الطائره سيدات، والتي تقام على صاله رقم 2 باستاد القاهره. الاهلي حامل اللقب في نسختها ال 18 اللي اتلعبت منذ عام شهر ديسمبر 2016، وفاز بها النادي الاهلي بلقاء او في نهائي ايضا كان يجمعه ويجمع مجمع البترول الجزائري. النهارده الجوله الاخيره، مش هنقول المباراه الاخيره لان هي بتتلعب من دور واحد فما فيش ادوار، هو النهارده الجوله الاخيره في مباراتين هيتلعب نادي سبورتنج. الاول خليني نقول نتذكر الساده المشاهدين ان اللي كان بيشارك في البطوله خمس فرق، والبطوله كانت من يوم 17 ليوم 22. النهارده اخر ايام البطوله، الخمس فرق المشاركين: الاهلي المصري، سبورتنج المصري، مجمع البترول الجزائري، الصفاقسي التونسي، وشباب صحافه السوداني. النهارده المباراه الاولى الساعه 6، يعني تقريبا بعد ساعه منذ الان، هيبقى بين الصفاقسي التونسي وشباب صحافه السوداني. المباراه غالبا هتكون من جانب واحد، الصفاقس هيلعب المباراه للفوز وهينتظر نتيجه الاهلي ان شاء الله ومجمع البترول التي ستقام ان شاء الله الساعه 8. المباريات اتاخرت بقت 6 و8 عشان مباريات كره القدم في الدوري، عشان نسمح لاغلب المشاهدين او اغلب متابعين كره الطائره بمتابعه المباريتين. خلينا الاول طبعا قبل ما نروح نتناول اول مباراه بالتحليل ونتكلم عن البطوله بشكل عام وتحليلها الفني، خلينا نرحب بضيوفي في الاستوديو، نجوم الاستوديو التحليلي طبعا كابتن منى عبد الكريم، طبعا احد رموز هذه اللعبه ونجمه النادي الاهلي السابقه لكره الطائره. اهلا بك. شكرا جزيلا، ده نورك. وطبعا ومعايا كابتن انجي الشامي، لاعبة النادي الاهلي ونجمة النادي الاهلي السابقة ايضا، واخت طبعا آية الشامي، احسن لاعبة في افريقيا دلوقتي. اهلا بيك يا انجي. اهلا بحضرتك كابتن هيثم، منورانا. ميرسي، ربنا يخلي حضرتك. طبعا ومعايا ضيفي كابتن محمد شعراوي، طبعا رئيس قطاع الناشئات لكرة الطائرة بالنادي الاهلي، واحد طبعا نجوم النادي الاهلي السابقين لكرة الطائرة. اهلا بيك يا كابتن، منورنا. اهلا كابتن هيثم، منور قناة النادي الاهلي. وجودك ربنا يخليك. خلينا النهارده يعني هنتكلم شوية بفنيات، يعني هيكون في احصائيات، هيكون في ارقام، هيكون في تحليل اللاعبين اكتر. خلينا نتناول مباراه، اول مباراه لينا، مش هنستعجل ونتناول مباراه النادي الاهلي. في مباراه ستقام بعد ساعه من الان تاني ما بين شباب صحافه السوداني، شباب 20 صحافه السوداني، والفريق صفاقس التونسي. خلينا يعني اروح لكابتن منى. كابتن، اكيد حضرتك تابعت البطوله منذ البدايه. تابعتها الحقيقه. وشفت كل الماتشات حتى لو النادي الاهلي مش طرف فيها. صحيح. طيب كلميني على المباراه الجايه، شايفه ازاي؟ يعني نحب نسمع رايك. المباراه اللي احنا هنتابعها بعد شويه مباراه الصفاقسي التونسي وشباب 20 صحافه السوداني، مباراه يعني منطقيا هي من طرف واحد، من طرف النادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي النهارده بيدخل المباراه دي هيكسبها صحيح، لكن حتى لو كسبها ما عندوش امل في المنافسه على الاول والثاني. الاول والثاني بينحصر المنافسه بينهم في اللقاء الاخير اللي جه في القرعه، لقاء الاهلي المصري والمجمع البترولي الجزائري ان شاء الله. لو الاهلي كسب المجمع البترولي الصفاقسي ممكن ياخد تاني. لا عشان هتبقى الفريق التونسي خسران مباراه والفريق الجزائري خسران مباراتين. بالظبط. فكده الفريق التونسي ياخد تاني والجزائر تبقى تالت. انا بتكلم على اللقب. اللقب لقب الاهلي خلاص، نفس اللقب مفيش. الاهلي عنده اربع فرص للفوز باللقب. صحيح. يكسب اي نتيجه 3-0 3-1 3-2 او يكسب او ياخد شوطين من المجمع البترولي الجزائري، في الحاله دي هيقدر ياخد اللقب. لكن المجمع البترولي الجزائري عنده فرصتين فقط، وهو طبعا انه يكسب المباراه او 3-0 او 3-1 3-2 لا 3-2 لا، الاهلي ياخد شوطين هنا في الحاله دي يتوج الاهلي بطل. بالظبط، لانه اللي بيكسب 3-0 او 3-1 بياخد 3 نقط كامله، اللي بيكسب 3-2 بياخد نقطتين، والخاسر بياخد نقطه. فمن هنا قدر المجمع البترولي الجزائري انه ياخد نقطه من مباراته مع الصفاقسي التونسي رغم انه خاسر. النهارده الصفاقسي التونسي لو كسب هذه المباراه هيبقى في رصيده 8 نقاط، هينهي البطوله ب 8 نقاط. المجمع البترولي حتى الان عنده 8 نقاط قبل اللقاء، فلسه عنده فرص انه يزود رصيده، والاهلي عنده 9 نقط، فهنا بيبقى في الصراع بين الاهلي والمجمع البترولي. صحيح. طب وحضرتك شايفه يعني ممكن الصفاقسي النهارده طبعا بيلعب للفوز في المباراة، مباراة الاهلي اللي اتبعه، شايفاها ان هو
هو حاسس ان عنده امل ولا الموضوع منتهي؟ هو شايف ايه؟ يعني اللاعبات صرحوا في كذا يعني جريده او كذا موقع ان البطوله محسومه للنادي الاهلي، شايف الكلام ده حقيقي ولا الملعب هو اللي بيتكلم؟ الملعب اكيد هو اللي بيتكلم، الكره الطايره فيها المجهود اللي في الملعب هو اللي بيحدد شكل المباراه هيبقى ايه. ممكن فريق يبقى بادئ المباراه كويس جدا لكن ما قدرش ان هو يكمل على نفس المنوال، وانت كابتن هيثم كنت لاعب سله وعارف انه يعني الكفاح بيبقى من اول لحظه لاخر لحظه. انا بقول ليه السؤال ده؟ لان في يعني مش عايز في ارتياح شويه واريحيه عند الناس ان شاء الله هناخد البطوله، لا انا بقول ان الموضوع في الملعب وخلينا ما ننقلش ده. لا الموضوع في الملعب النهارده، المباراه صعبه، اتمنى انه الاهلي يبقى في كامل تركيزه، لانه لو في كامل تركيزه ما بيبقاش فيه منافسه حقيقيه قدامه. النهارده فرقه الجزائر عندها مؤهلات حلوه جدا في الملعب، عندهم الاستقبال كويس، الديفنس كويس، بيشغلوا مخهم كويس في الملعب، فبيقدروا يتصرفوا في الكره التصرف الصحيح. فاتمنى ان الاهلي يتجاوز كل الايجابيات اللي في فريق الجزائر النهارده. او المجمع طبعا شايفك عايزه تقولي حاجه برضو. هو انا بتكلم بس اللي فرقه الجزائر فرقه مش سهله خالص. انا يعني احنا لعبنا قدامها كتير، حافظنا كويس جدا زي ما احنا حافظينهم كويس جدا. فهي النقطة بس اللي احنا لازم يبقى في التركيز بتاعنا احنا بيبقى اعلى شوية، علشان من احنا الفرقتين حافظين بعض فالموضوع بيبقى اصعب شوية. صحيح. من اللي صحيح. احنا فرقة احنا مش عارفينها هم مش عارفينها. بس يعني خلينا نقول ان الصفاقسي جايب اثنين اجانب، جايب برازيلية واوكرانية، فريق المجمع البطولي الجزائري مش جايب اجانب. بس الفريق هو حافظنا احنا كاشخاص كلعيبه ككل واحد فينا بيعمل ايه، ده احنا محفوظين زي ما هم، زي بالنسبه لنا برضو هم محفوظين. يعني احنا عارفين مين بيعمل ايه فين ازاي، وكابتن حمدي طبعا بيبقى قاعد قبل الماتش بيبقى عامل لنا السكاوتنج قبل كل ماتش، فبنبقى احنا حافظين مركزين على كل نقاطهم قوه الضعف بتاعهم. صحيح. يعني الماتش هيبقى تكتيكي يعني المقام يعني الأول. ان شاء الله. لا طبعا يعني ان شاء الله احنا الاهلي هيبقى حاسم ان شاء الله اللقب يعني، بس برضو هم يبقى سنه التركيز احنا محتاجينها يعني محتاجين. دايما بيبقى محتاجين التركيز في الملعب يعني. صحيح يا كابتن محمد، يعني اتفقنا في الراي برضو ان المباراه الاولى ان شاء الله مباراه يعني شباب صحافه السوداني، شباب 20 صحافه السوداني وفريق صفاقسي التونسي، محسومه من طرف واحد، وان الصفاقسي عايز يكسب عشان ينتظر نتيجه الاهلي ومجمع البترول. والله هو في فروقات كبيره جدا ما بين الفريقين، فرقه بدون خبرات وبدون لعيبه محترفين واول مره تشارك في معترك دولي زي كده، وفرقه دايما بتشارك في بطولات دوليه وعندها اثنين محترفات على مستوى عالي وعندها تكتيك في اللعب، فده بيدي الافضليه للفرقه التونسيه على الفريق السوداني. الفريق التونسي فيه مميزات كثيره، عنده ضريبه كويسه، عنده معدين كويسين، الاثنين الاجانب كويسين جدا، ارساله قوي، بلوكه برده كويس، فاكيد المباراه. احنا تابعنا الفتره اللي فاتت برده عندهم يعني ميزه حلوه بامانه، شفناها الماتشات، فعندهم الضرب الخلفي من يعني اكتر فرقه، احسن فريق بامانه في المباراه، اكتر فرقه بتضرب من مركز 6 ومركز 2 صحيح ومركز 1، بيضربوا كتير جدا من بره وده بيصعب شويه موضوع الدفاع والبلوك في نفس الوقت. وغير كده كمان هو رفعاته كلها بتبقى بعيده عن الشبكه بحوالي متر، ده بتفتح زوايا الملعب على البلوك. صحيح. فعايزه الناس تكون عندها نوع من التايمنج والتوقيت مظبوط عشان البلوك بالذات. يعني النهارده ان شاء الله مش صعب، موضوع سهل. لا الموضوع سهل بالنسبه للفريق التونسي، ماتش سهل، وانا يعني واثق ان هو هيلعب بنص قوته او بالمجموعه اللي ما شاركتش، اغلبيه اللعيبه اللي ما شاركوش. طب كابتن مع حضرتك تشكيل الفرقتين يعني نبتدي نقول، لان طبعا اكيد الاخوه العرب بيتابعوا شاشاتنا، فطبعا يهمنا ان احنا ننقل لهم الحدث كامل، فعايزين طبعا لو مع حضرتك اسامي فريق. بالنسبه لقائمه صفاقسي التونسي عندنا رقم 2 خلود صمود، نمره 4 شروق القلعي، نمره 5 عزيزه الصامت، 6 جهيم محمد، 7 فاطمه الخراط، 10 بولينا لينيكوفا اللي هي المحترفه الاولانيه، و13 كارولينا بيرينو دي المحترفه الثانيه، ريم مساوي 14، 15 نهى الكبير، 16 نهى بوراوي، 17 نهاد بوراوي، تقريبا الاثنين اخوات 16 و17 الاثنين ليبروهات، الاثنين اخوات بالظبط.
والنهايه النمره 15 دي هي كابتن الفرقه 18 احلام الربيعي او الترابيعي. طيب ويعني بيتهيألي الحمد لله ما كانش عندهم مفاجآت، يعني ما فيش حد اتصاب الحمد لله، اللعيبه كلها كامله. يعني مجمع البترول فيه اصابه امبارح للعيبه، وهي الوحيده الاصابه الوحيده في فريق الجزائر، وده يعني نقدر نقول دي حاجه لصالح النادي الاهلي. طبعا احنا ياسمين احنا ما نتمناش الاصابه لحد، بس احنا عايزين نشوف ماتش كويس بالظبط، وان شاء الله هيكون ماتش جيد الاهلي والمجمع الجزائري ان شاء الله. كابتن منى، نقدر نستعرض فريق الصحافه السوداني مع حضرتك؟ اكيد. اولا انا بحييهم جدا، يعني رغم ان هم يعني في المرتبه الاخيره، لكن السودان غابت كتير جدا عن المنافسات على مستوى الانديه والمنتخبات في كل البطولات سواء عربيه او قاريه، فانه النهارده نشوف فريق سوداني بيشارك وسيدات كمان وسيدات، والامور في الرياضه السودانيه فيها امور كتيره، يعني محتاجه امكانيات ماديه ومحتاجه حاجات كتيره، والنهارده فريق سيدات بيشارك في البطوله العربيه، دي حاجه جميله جدا ويحسب للاتحاد السوداني ولنادي شباب شيل صحافه السوداني. أمال عبد العزيز رقم 2، شذا بابكر رقم 3، إيمان أحمد 4، رقم 5 سجدة محمد، رقم 6 مناسك جمعة، 7 رقية عبد الرحمن، 8 آيات عيش، 9 مرافي موسى، 10 فاطمة قدال، 11 هالة زكريا، 12 ابتسام النجاتي، و13 جواهر عبد الله. صحيح. طب الجهاز الفني برضو لو نقدر، الجهاز الفني الكابتن معتصم محمد مدير فني، عمار ابراهيم مساعد مدرب، وحاتم النور بكر مساعد ايضا، ودول الجهاز الفني. احنا برضو ما قلناش الجهاز الفني للصفاقسي، المدرب محمد الترابلسي طبعا الاسم الكبير، صحيح، ومساعد المدرب ايه التركي، ومساعد المدرب الثاني حمدي خنوس. يعني الحقيقه كانوا امبارح في زياره للاهرامات على فكره، والكابتن محمد الطرابلسي وقع من على الحصان. كان بجد نشوف النهارده اصابه للمدرب ولا طب نطمن عليها يا جماعه لا طبعا، يعني ايه بس ان شاء الله خير، يعني بسيطه بتهيألي ولا لا خير ان شاء الله، ان شاء الله مش هنلاقيه مصاب ولا حاجه النهارده. لا ان شاء الله خير. طب يعني برضو خلينا نقول ان مشاركه فريق سوداني دي نحط عليها بشكل كبير يعني التقدير والاحترام. في نفس الوقت نادي سبورتنج الحقيقه دايما بنقول ان نادي سبورتنج ظهر بمظهر مشرف الحقيقه في البطوله دي، وقلنا ونادينا مجلس اداره مرارا وتكرارا خلال الاستوديو التحقيقي طوال البطوله انه لازم يحط يعني اهتمامه ويصب اهتمامه على الفرقه دي. حضرتك يعني موافقانا في الراي ولا لا؟ بالنسبه لسبورتنج، اولا الاعمار السنيه لفريق سبورتنج من 17 ل 24 سنه، ودي في الكرة الطايرة يعني بتعتبر نواة لفريق كبير إذا تم الاهتمام به. ثالثا العناصر دي، ثانيا العناصر دي ما تمش إعدادها للمشاركة في البطولة العربية بشكل كبير، هو الإعداد العادي هنا المحلي وبس، لو في إعداد بالظبط. ونادي سبورتنج مش من الأندية اللي بتعتمد على الأجانب في على مستوى السيدات، لكن يمكن بنشوف في الباسكت أو في ألعاب أخرى ممكن يبقى في أجانب بيشاركوا، لكن لسه ما وصلش نادي سبورتنج لمرحلة إنه يعني يجلب لاعبين أو لاعبات أجانب لفريقه. الفريق الحالي فريق متجانس جدا، لو تم التركيز عليه هيبقى في المستقبل له مستوى وشكل تاني خالص، لان العناصر المميزه موجوده. كابتن وقفش عليك تاكيد المعلومه دي، بيرفضوا حتى استقدام لاعبات مش اعضاء في النادي، بس الموضوع ده بيبقى صعب، بيتهيألي انت عشان تبني فرقه تنافس لازم يعني تفتح الموضوع، يعني يبقى ممكن تبقى 3 4 لاعبات. اعتقد ده كان الاول، لكن دلوقتي لا، هم جابوا كذا حد من بره دعموا صفوفهم بشكل كويس. يعني صحيح، احنا عندنا لقطات حيه في طبعا من ارض الملعب، الفرقه بدات تسخن، عمليه الاحماء للفريق السوداني والفريق الصفاقسي التونسي، يعني ان شاء الله هتنطلق المباراه في ميعادها. وشايفين الجماهير، لو نشوف في طرف الشاشه كده الجماهير بدات تحضر، يعني الجماهير بدات تيجي، وده مؤشر ان احنا كنا دايما بنشوف الجماهير بتيجي قبل المباراه بربع ساعه تلت ساعه، لا ده الماتش الاولاني ما ابتداش ونص المدرج اتملى. احنا امبارح كنت بتحدى كابتن منى امبارح وكابتن انجي وكابتن محمد، لو حضرتك كنت شفتونا كان في مثلث كده صغير في الاخر ما بيتمليش كده، يعني ايوه الجزل، فانا الجزل على الشمال، الجزل على الشمال، فكنا شمال المدرج، فكنا بنتحدى بضيوف امبارح قلنا لا احنا لو ده اتملى يعني
يبقى كنا بالراهن يعني ده هيتملي بكره. لا ده مش هيتملي. لا الملعب هيبقى على اخره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. جميل الجمهور في الملعب طبعا طبعا، والالتراس عاملين شكل حلو في الملعب وبيشجعوا تشجيع حضاري جدا، وورا البنات زي ما هم ورا الاولاد، وفريق الاهلي الكره الطايره سيدات في الاهلي فريق يستحق ان الجماهير تروح وراه دايما. الجمهور بيبقى شاعر ان الفرقه بتاعه النادي الاهلي محتاجه دعم، صحيح، فوقت ما بيحتاجها الفرقه بتلاقي الجمهور كله واقف ورا فرقته، صحيح، بدون دعوه بدون اي شيء، هم بس شعورهم ان في نهائي والنادي الاهلي مشارك فيه، صحيح. طبيعي بدون دعوه بتلاقي الملعب كله مليان. انت عارف يا كابتن ايجي، امبارح كان معانا كابتن احمد عبد الدايم مدير البطوله ومدير تنفيذ اتحاد اليد الجديد يعني، وكان معانا قبل اول امبارح برضو المهندس خالد نصف سليم رئيس الاتحاد. الحقيقه قالوا ان الحصان الاسود للبطوله هو جمهور النادي الاهلي. ده حقيقه، حضور، انصراف، منتهى الانضباط، مفيش شماريخ، نجاح للبطوله، نجاح للبطوله. هم كان بيقول كابتن احمد عبد الدايم انه خدوا الريسك على نفسهم كاتحاد ان سمحوا بالجماهير تخش، خلي بالك دي بطوله سيدات كمان، صح. رايك يعني ايه في الموضوع؟ كابتن هيثم، الموضوع ده اصلا من البطوله العربيه بتاعت السنه اللي فاتت، صحيح. دي انا يمكن انا كنت بلعب فيها البطوله بتاعت السنه اللي فاتت، فانا بقول لحضرتك دي كانت حاجه بالنسبه لنا احنا، حاجه كلاعيبه حماس فظيع لينا احنا، اللي احنا لا الناس دي ما ينفعش تمشي وهي زعلانه، لا احنا لازم نتوج النادي الاهلي، لا احنا لازم نعمل. فطبعا ده حاجه بالنسبه لنا احنا حاجه عاليه جدا كلاعيبه. فطبعا الجمهور بالنسبه لاي لعيب بيبقى سند ليه جامد جدا، الأساس. سند ليه جامد جدا من غير اي حاجه، من غير جميل بقى في كده ليه كمان يا انجي، يعني السنه اللي فاتت الجمهور جه في المباراه النهائيه، طبعا. لما كابتن حمدي الصافي كتب على الفيسبوك وقال ان احنا محتاجين الجمهور والجمهور جه، فكانت يعني جديده بصراحه. طبعا. النهارده الجمهور بيجي من اول يوم في البطوله، شفنا ماتش السودان، ماتش ضعيف يعني المفروض مش قوي، ويعني مع كل الاحترام طبعا الفريق السوداني، ولكن فرق المستوى يعني مش عيب ان يبقى في فرق مستوى. الجمهور موجود، احساسهم بالمسؤوليه، مفيش شمروخ اتولع، يعني دي اصوات الجماهير في الملعب الحقيقه حاجه يعني تحرك الحجر. الانصراف، الحضور، مفيش شماريخ، مفيش الفاظ خارجه، منتهى التحضر يا كابتن هيثم بصراحه، ودي حاجه ترفع راس النادي الاهلي، الناس يعني جماهيره عامله كده طبعا. احنا في نقطه يا كابتن هيثم، في نقطه مهمه جدا، البطولات العالميه زي مثلا الدوري العالمي، الاتحاد الدولي بيركز على وجود الجمهور، لو ما فيش جمهور ممكن يسحب منك تنظيم البطوله، تنظيم البطوله، صح. يعني الجمهور ده شيء مهم جدا في الدورات الكبيره، وفي الدوري العالمي لو ما عندكش نسبه مشاهده ونسبه جمهور في ملعب ممكن تسحب منك البطوله، صحيح. ودي من ضمن الحاجات اللي الاتحاد الدولي بيركز عليها، صحيح. عشان يعمل انتشار للعبه، والا هبقى انا وانت بنلعب ومفيش انتشار للعبه، مفيش حد شايفك. طب انت شايف يا كابتن يعني الجمهور النادي الاهلي بحقيقه يعني تجاوز مرحله بقى اللي هو، خلينا نتكلم بامانه كابتن، الناس دايما تخاف من شغف في المباريات، تخاف من تكسير الصلاه، تخاف من الحاجات دي، هل احنا خلاص عدينا المرحله دي الحمد لله؟ يعني كذا بطوله النادي الاهلي نظمها، بدايه بطوله افريقيا الباسكت، ومشينا مرارا بكذا بطوله، عدينا المرحله دي؟ يعني انت لو مسؤول في الدوله شايف ان تتشجع بعودة الجماهير ولا لا؟ طبعا لازم دلوقتي افتح للجماهير، لان الناس ابدت سلوك جيد جدا، مفيش اي تخريب، مفيش ضرب، مفيش الفاظ، ده يساعد على ان احنا نرجع الجمهور تاني، والرياضه بدون جمهور ملهاش اي قيمه، مفيش فرد امن في الصاله، مفيش اي حد عامل كنترول، والناس من نفسها يعني احنا الماتش ده على يعني اللحظات دي برضو الجزء اللي على الشمال، لا ده امبارح، ده الماتش ده امبارح، لا مش لا ده ماتش امبارح، فانا لا في بس ده في جمهور، يعني احنا جبنا اللقطات دلوقتي في جمهور يعني الحقيقه. وخلينا نقول برضو يا كابتن منى، في حته يعني البطوله برضو مستواها الفني مش ضعيف، يعني لما تلاقي بطل تونس عندك وبطل الجزائر مش بكثره الفرق، صحيح وانا غلطان في الموضوع؟ لا صحيح، عندك حق، لو بصيت للمنطقه العربيه هتلاقي اقوى ثلاث دول بيمثلوها فرق في البطوله، تونس والجزائر ومصر، يعني الثلاثه مشاركين، الثلاثه اللي بينافسوا حتى على مستوى المنتخبات، صحيح. ممكن تتكلم على عدد الفرق اللي جاي من تونس يبقى زياده، من الجزائر يبقى زياده، لكن طالما ان تونس والجزائر ممثلين بفرق في البطوله العربيه، لا في تنافس، يعني شبه بطوله افريقيا، صحيح. ناقصها فرقتين مثلا كاميرون، كينيا، يبقى كده كاننا عملنا بطوله افريقيا، صحيح بالظبط. طب كابتن انت يعني برضه حاجه انا عاوز اقولها للساده المشاهدين، اللقطات دي حيه من هناك دلوقتي، وزي ما احنا شايفين برضه حضور الجماهير بدا من المباراه اللي قبليها، فواضح ان الجماهير عارفه ان الماتش سهل، فالناس راحت بدري عشان الصلاه تتم.
كابتن منى طلبت منا السكاوتنج والارقام الاحصائيه. لا طبعا لان هو دي ما بتكذبش الارقام. صحيح. وما اعرفش حضرتك حللتيها ولا لسه. يعني رايك بمنتهى حياديه مش عشان احنا في كره النادي الاهلي. شايفه احسن اللاعبات في المراكز المختلفه ايه في البطوله من خلال متابعتك؟ نعم. هو طبعا بالنسبه لاحسن اللاعبات في لاعبات واضح جدا ان هو كنت عايز نعمل زي تنبؤ بينا احنا الثلاثه. يا ريت. ونحط نحط المهارات كلها وفي الاخر نشوف مين اكتر واحد تنبأ مظبوط. طب انا مش خلاص. طب نبتدي فنبدا بالكابتن منى. بس نحط الاسامي قدام. محتاج تحضر يا كابتن ولا جاهز؟ لا انا على طول يعني جاهز. محتاجه تحضري يعني في حاجات واضحه. طيب خلينا نقول الشكل. يعني لو قلنا الست مراكز اللي في الملعب خلينا نقول رايك مين احسن ست؟ احسن لاعبه واحسن هكتب وراك كابتن منى. واحسن ضاربه هتطلع ايه الشامي. ايه الشامي دي احسن ضاربه واحسن لاعبه كمان في البطوله. افضل حائط صد فريده العسقلاني. فريده العسقلاني دي هتبقى احسن سنتر بلوك. خلاص يبقى كده انتي حاجه. لا ما انا عايز اقول لك افضل ليبرو. لا بص يا كابتن ممكن نتفق. ممكن نتفق. ايه المشكله ممكن نتفق على حاجه. قفلتها خلاص. لا كابتن منى قفلتها. لا احنا ما بنلعبش مصر خد بالك. انت ولا بنلعب دول. انت ممكن تتفق معانا. افضل دفاع مريم مصطفى. مريم مصطفى احسن ليبرو طبعا. اه. وافضل معده بين شروق وبين كهينه صانعه العاب الفريق الجزائري. الجزائري اه. يبقى شروق وكهينه دي اللي هي البلاي ميكر. بالظبط. طيب ومين تاني؟ كده اربع مراكز. صحيح. فاضل افضل ارسال وافضل استقبال. يعني خليني ابص عليهم ماشي. الاول ماشي. علشان في طيب. ارقام لا كتير مش عايز تسرع. عايز طيب. وحتى لو عايزه في الفقره الثانيه قبل المباراه الثانيه عندك برضه تحسن. هنسيب مركزين. نسيب مركزين متعلقين دلوقتي. نسيب طيب. يعني اللي هو الارسال ممكن تحسني برضه خدي بالك. عارفه هو انا اعتقد استقبال ممكن تاخدها نهله. استقبال نهله سامح. نهله سامح استقبال. الحقيقه كانت يعني ما شاء الله عليها. نهلة قلب الأسد. آه أنا يعني نهلة. إيه هو ده اسمها على فكرة الحركي. نهلة دي ممكن نعمل فيها قصة وحدوتة. يعني رغم إنه إمكانياتها ليست الأكبر بالنسبة للجسمين في الملعب لكن إمكانياتها البدنية والذهنية في الملعب كبيرة جدا جدا ومتفوقة جدا. قوتها نمرة واحد في روحها. صحيح. في روحها. روحها عالية جدا وتستوعب أي حد في الملعب. نمرة اثنين المنتاليتي العقلية. منظمه جدا في الملعب. منظمه جدا. وده بيتهيألي سر تفوق نهله حقيقه يعني. وخبره عاليه جدا جدا. لا الخبره طبعا دي موضوع منتهي. انما نهله ربنا يوفقها ويحميها من الاصابات يا رب. طب مين تاني يا كابتن؟ مين تاني يعني دلوقتي احنا قلنا احسن استقبال. احنا لسه ما اتكلمناش عن احسن ارسال. على فكره البنت البرازيليه في الصفاقسي اللي هي كارولينا ممكن تاخد جايزه في البطوله دي. يعني ممكن تاخد جايزه بس هتدوها جايزه ايه؟ افضل مين؟ افضل ارسال. شايفاها لعيبه مميزه. انا شايفاها مميزه وكانت من احسن اللاعبات في البطوله. كاترينا مش شايفاها عندنا ممكن تاخد حاجه؟ كاترينا كانت كويسه. كاترينا اللاعب المحترف. كاترينا اعتقد انه هيبقى في جوائز كتير من الاهلي للاعبات الاهلي الاصليات. فاعتقد انه كاترينا مش ممكن يعني تيجي على حساب حد يعني. طب انجي انت لعبتي البطولات دي كتير. ساعات ممكن في الجوائز دي يبقى في مثلا ايه ما هو مش معقول هيدي كل الكؤوس للنادي الاهلي اكيد. صحيح يعني. صح. بيبقى في زي حسابات اخرى غير المستوى ولا بيبقى لازم المستوى؟ لا هو مش غالبا في البطولات دي ما تبقاش لازم المستوى يعني المستوى. هي بتبقى مقسمه اكتر على الاربع فرق اللي هو بيبقوا بس بنسبه 80% بتكون يعني تقريبا بتبقى اغلبها بتبقى الصحيحه. بس طبعا بيبقى في ناس لازم برضو تاخد يعني مش هينفع يدي المركز الاول والثاني بس بيدي الثالث وبرضو بيدي ساعات الرابع. فهي بيبقى مقسمه شويه يعني. برضو مصر على السؤال تنبؤاتك برضو عشان ده هنتحاسب عليه. لا احنا بنهزر يعني بتبقى حاجه كده لطيفه. ايوه صحيح. احنا بنشوف هل احنا كابتن شعراوي مسابقه ونشوف يعني مين اللي هيكسب فيها. طب انت رايك انا قلت كابتن منى كتبت وراها اهو ان شاء الله هي برضو ان شاء الله ايه احسن لاعبه. احسن لاعبه ماشي. وفريده بيست بلوكر. فريده ومريم مصطفى ماشي ليبرو. احسن ليبرو طبعا. نهله سامح استقبال. نهله سامح استقبال. انا اعتقد الارسال هياخد حد من الجزائر بس كمين بالظبط. ممكن تاخده الزهره. ممكن تاخدها زهره. زهره 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 من الجزائر. زهره الجزائر.
والبلاي ميكر بقى بيبقى ما بين شروق وحد بقى ممكن تونس. شروق هي كابتن منى قالت شروق و كاهينة شتوت بصيره الفريق الجزائري مجمع البترولي ده هيبقى يعني دايما الفرق الجزائريه يا كابتن محمد كمان لو حضرتك تفتكر البصير عندهم بيبقى مميز جدا زي الياس صحيح. الياس كان بصير معجزه يعني من ضمن البصيرات فاطمه الزهراء وكازي نعيمه بن العباس لا في تاريخ مع في المركز يعني ده يعني ممكن نلاقي دول في مراكز بتبقى فيها مميزه يعني انا بتهيألي مصر الضريبه بتهيألي مصر الضريبه صح ولا غلطان؟ علشان القدوه انا بطلع بشوف كابتن محمد شعراوي ببقى يعني نفسي ابقى زيه طول ما بتطلع تلاقي القدوه في نفس المركز دي مستمره بيبقى فيه توارث لا بس احنا برضه كابتن منى حضرتك قدوتنا في البلاي ميكر لا طبعا طالع ناس كتير مننا كده الله يخليك الجزائريين فعلا مميزين بيطلعوا دايما صانع الالعاب عندهم مميز جدا على مستوى الرجال والسيدات خلاص هنجيب حد ونجنشه طب كابتن قول لي يعني انت برضو انا خدت راي كابتن منى وكابتن انجي متفقين في حاجات كتير يعني متفقين في الشام وفايده العسقلاني ومريم مصطفى شروق سامح. شروق في بس شروق انا بحط معاها بنت بتاعت تونس اسمها نهال مع كهينه كمان يعني انت شروق ونهال طيب يبقى وفايده العسقلاني مفيش برضو شروق ونهال ونهله بالنسبه للاستقبال طب بالنسبه للارسال بقى انا برضو مش قادر احدد موضوع الارسال مش قادر احدد اقول لك بامانه انا عاجبني بامانه يعني مش عشان بتحيز والله شروق ارسالها كويس قوي لا مش ده ارسالها برضو شروق لو ارسالها الطبيعي ممكن تطلع بالفرقه 7 8 بونت من غير ما يتكسر ارسالها وشفت امبارح كمان بامانه المباراه اللي لعبتها بفترات طويله اللي هي اللي بتلعب مع شروق اسمها دانا بالظبط دانا امبارح شفت ارسالاتها كانت ممتازه جدا يعني برغم انها لعبت مباراه واحده بس شايف انها كويسه بس هو برضه يا كابتن ممكن تبقى فرق الماتش يعني الماتشات بتبقى يعني ماتش سهلة بالظبط في ماتش اسهل بس في ماتش لا بس الارسال بتهيألي ملوش علاقه بالماتش معرفش لا انت برضه ده اول حاجه اصل الارسال ده ظبط ايد لا انا حاله نفسيه انا ممكن انزلك في تغييره نفسيه في اخر بونت في الماتش وانزلك على الارسال هتعتديه ايزي تاب لا لان انت خايف تشيل الماتش هي دي هي النفسيه ما طبعا يبقى انت النهارده امتى انزل اللعيب عشان يقدر يعدي ارسال صحيح لان انت بتشيله ماتش وبتشيله جيم بتشيله الدنيا كلها صحيح فلازم ينزل هو كل اللي بيعمله ان هو بيعديه عشان ما حدش يقول لك ده خسر فرقه او ده احنا اغلب البصيرات مصر ارسالاتهم حلوه يعني اغلب بصيرات مصر ارسالاتهم كويسه صحيح طب خليني برضو يا كابتن انت قلت ارسال شروق ونهال لا ما قلتش بالنسبه للاعداد شروق وفي نهال اللي هي التونسيه طيب في نهله سامح استقبال طب الارسال انت مش قادر احدد في الارسال بس انت استقبال خلاص قلت نهله سامح مريم مصطفى ليبرو فريده العسقلاني سنتر في بلوك في اثنين ضريبه كويسين قوي برضو امين كاترينا اللي هي بتاعت النادي الاهلي عندنا وبتاعت يعني انا شفتها في الكام ماتش ما اتخدش منها ولا بلوك الوحيده اللي بتضرب من عالي جدا اعلى واحده بتضرب وبتايدها سريعه جدا انت في لحظه ما بتشوفش ايدها صحيح عندها عيب تاني استقبالها المفروض ان هي بتلعب في مركز 4 كاترينا اساسيها الاستقبال بس خلينا نقول يا كابتن برضو معلش انا اسف استقبالها افضل كتير افضل من تيناره افضل ما انت ما تقارنهاش بتيناره هي افضل من تيناره كتير يمكن انجي لعبت مع تيناره وعارف بس انا بتكلم على ان ايه الحاجه اللي ملاحظ عليها قوي وعانت الامرين انجي مع تيناره يعني عشان بس يعني انجي عانوا الامرين احنا بنتكلم على مميزاتها هي بتاعت كاترينا ايدها سريعه جدا تضرب من عالي جدا ما تاخدش منها ولا بلوك طوال الماتشات اللي فاتت دهيت صحيح عيبها الوحيد اللي هو المفروض ده اساسي شغلها جوه الملعب اللي هو اول كوره استقبالها نسبتها 70% 60% ودي الحاجه الوحيده اللي دي لقطات حقيقيه من ارض الملعب زي ما قلت لحضرتك الجمهور اهو يعني تقريبا ملا نقول ثلث المدرج تقريبا بالعين كده وده طبعا غريب يعني حتى المباريات اللي قبل كده كان الجمهور بيجي بعد او بعد مثلا نقول شوطين من المباراه الاولى فطبعا كابتن اسم لسه بدري على الماتش بتاع الاهلي فبرضه لسه في متسع من الوقت ده مؤشر كويس ان انا عايز النهارده ليه انا عايز النهارده يا كابتن مولا احتفاليه ليه؟ احنا شايفين البلد بتمر بظروف صعبه جدا وظروف للاسف يعني ما فيش دوله تقدر تتحملها وضغوط في كل خارجيه وداخليه من كل اتجاه لما بنصدر مشهد زي ده بحضور جماهير زي ده ما فيش فرد امن في الصاله مباراه سيدات طب لو انا واحد من الناس هبقى فخور جدا
وانا بشوف حاجه زي كده ببالي. صحيح، اكيد الرياضه ليها دور كبير جدا. الرياضه قوه ناعمه بتدي وجه حضاري عن اي دوله. الدولة دي مهتمة بالرياضة، الدولة دي عندها أبطال رياضيين، يبقى الدولة دي متقدمة. صحيح. يبقى الدولة دي عندها أوضاع مستقرة. كل ده بتدي الرياضة وبيدي الفن. فالرياضة دلوقتي مش ماتش بيتلعب ولا خلاص طبعاً. الرياضة صناعة، والرياضة يعني إذا كنا فعلا دلوقتي عايزين نفكر في مستقبل الأولاد، في الحفاظ على الشباب، في السياحة، في الاقتصاد، في حاجات كتيرة قوي نفكر في الرياضة. يعني يمكن في دول كمان لما تحب تفكر في البحث العلمي تفكر في الأطفال الصغيرين بيلعبوا رياضة إيه. لأنه أنا طول ما أنا حافظت على جسم الطفل والطفل ده طلع صحته مظبوطة، وعلى فكرة في دراسات بين الوزن الزائد عند الأطفال وبين مستوى الذكاء في الأمور اللي هي الرياضيات والعلوم وكده. فأنت كمان لو عايز تفكر في البحث العلمي ومستقبل البحث العلمي في مصر لازم تفكر في الرياضة. بس احنا عندنا مشكلة كبيرة يا كابتن منى. دلوقتي المدارس والجامعات أصبحت طعوق مش بتساعد. لا ده أنا بقولها وعلى مسؤوليتي. جربت انت وانا جربت المدارس والله العظيم يا كابتن محمد. انت طبعا مر عليك اجيال، ما كابتن منى مرنتها وكابتن انجي مرنتهم، يعني انت شفت اجيال واجيال. دلوقتي المدارس والجامعات للاسف، يعني انا مش عايز اقول بتعوق، يعني العيل اللي بيلعب رياضه دلوقتي او الطالب اللي بيلعب رياضه ده بالنسبه للمدرسه فاشل. انت متخيل وصلنا ليه؟ الحل بتاعها يا كابتن هيثم ان انت تعمل مدارس زي زمان المدرسه الرياضيه، ان انا اللعيب جوه المدرسه بيدرس بس عنده الجزء الاكبر رياضه. اعمل جامعات فيها جزء كبير جدا رياضه. النهارده الجامعات ما فيهاش رياضه خالص، ما فيهاش رياضه. انا دخلت كليه الطب خلاص بطلت، دخلت كليه الهندسه بطلت والله، وحتى مش كليه عمليه، كليه نظريه بتبطل كمان. يعني شوف وصل، يعني الجامعات كان زمان جامعه القاهره، فاكره يا كابتن جامعه القاهره بتلاعب جامعه حلوان، بتلاقي منتخب كله منتخبات. دلوقتي الموضوع ده النهارده امريكا نفسها معتمد على ايه؟ على الجامعات. على الجامعات. مش بيخش الجامعه بيبطل، لا ده بيخش الجامعه عشان يكمل في الرياضه ويبقى بطل. طبعا. واحنا لازم يبقى عندنا ابطال عشان الاولاد الصغيرين دول زي ما كان الكابتن منى بتقول لازم يلاقي له قدوه. انا النهارده لو عندي في كل لعبه 10 15 واحد قدوه وواحده قدوه، الاولاد الصغيرين هيتعلموا منهم، هيمارسوا الرياضه بسببهم. صحيح. طب كابتن محمد اسالك سؤال، انت مرنت اجيال بقى وكده، اتفضل. مين اللاعيبه؟ سيبك بقى من كابتن منى وكابتن انجا عشان احنا قاعدين في الاستوديو عشان بس بقى ايه، مين اللعيبه اللي حضرتك مرنتها او شفتها لا قلت دي مختلفه في الفتره اللي فاتت دي كلها؟ يعني قلت مثلا ما بتكلمش على نجوميتها وهي طالعه من الناشئين الناشئات، اللعيبه اللي انت شفت قلت اللعيبه دي فعلا لا ما جاش زيها. هي في واحده بس هي اللي ما جاش زيها في مصر. مين؟ ومحدش يعني ام كلثوم ما جاش زيها، عبد الحليم ما جاش زيها. بالظبط. فاهمني؟ فهي في واحده ام كلثوم بتاعت الفول تاني توصل اللي هي تاني توصل بس خلاص. انا يعني فالموضوع يعني مش شهاده، شهاده طبعا. بما اننا في ملوك الصلاه فهي ملكه ملوك الصلاه. الصلاه صح؟ دي اول حاجه مبدئيا. يعني حطت البنات على الطريق. حطت الفولي على الطريق والا ما كناش. هي لو موجوده في مصر كانت هتبقى معانا. طب كباتن خلينا استاذنكم هنروح لمراسلنا محمد سعيد مراسل قناه النادي وارض الملعب عشان يلقينا الاجواء والجمهور والمباراه الاولى. اتفضل محمد. في واحده واقفه كمان نمره 15 في الملعب في الجزائر. عايشه بس ان طلع ثلاثات. هي ممكن يدي زهرة، يدي يا زهرة. طيب احنا هنرجع لمحمد، يمكن في مشكلة في الاتصال بس مهم جدا محمد يبقى معانا، لأن واضح إن الأجواء بدأت تسخن هناك ونشوف الدنيا فيها ايه هناك، نشوف الفريق الاهلي وصل ولا لسه. يعني برضو هتبقى مهم ان يكون معانا محمد سعيد. خليني برضو كابتن هيثم عايز ازوده في المجموعه اللي احنا ممكن تاخد افضل لاعبات، نمره 15 عائشه مزمان من الجزائر. صحيح. متوقع ان هي ممكن تاخد حاجه، تاخد جايزه في ماتش النهارده، ممكن لو ادت اداء جيد ممكن تاخد حاجه النهارده من الكؤوس اللي هت ما ممكن ارسال. انا اعتقد هي ممكن تبقى ارسال ما بينها وبين زهره. عائشه عملت شغل كويس قوي بصراحه، كانت قويه جدا وطويله فيها مميزات كتيره، وهي منسيه يعني
مش ظاهره جوه الفرقه قوي الا لو انت مركز معاها قوي. صحيح، هي بتلعب بهدوء، مركزه بس في شغلها بالزبط. حتى مش يعني، يمكن احنا اتكلمنا عن إيكاترينا دلوقتي، إيكاترينا يمكن من مميزاتها كمان انها متفاعله قوي مع الفريق، مش من بسرعه تفاعلت مع الفريق، بسرعه تفاعلت ومن النوع كمان اللي بيحمس الفريق ويصحصح الفريق في في الملعب. هي باديه خايفه فطلعت خوفها ده في الانفعال الشديد لما بتجيب بونت. اه دلوقتي اه والله بتحتفل بعد كل نقطه زي الاطفال. ما انا بقول لك انا فرحتها ان هي كانت خايفه بالجمهور، لا بس الجمهور حاسه ان هي بتعمل حاجه وحاسه ان الناس بتسقف والناس مبسوطه فدي شعرها بفرحه كبيره. أيوة جدا. ايوه بره مش كده، بره بيبقى الجمهور كده. اه بره مش يعني مش بيبقى الجمهور كده، بيبقاش عندهم الجمهور كده بالمنظر ده وبيشجعوا الفرقه كده، لا يعني بيبقى الجمهور بيبقى جاي عايز بيتفرج على الماتشات، لكن طبعا بالنسبه للاهلي جمهور بالظبط. فاه لا مش بره ما بيبقاش كده خالص. اللي بيحضر الطياره بره مش الالترس، لا مش الالترس لا. خليني اقول لك ان هي حتى وهي بتجري تحتفل، كان كابتن محمد معايا، انا قلت طفله يا جدعان دي طفله، يعني انا قلت دي مثلا ما عدتش ال 12 سنه، عندها هدوء شديد، عندها لا وبتحتفل وفرحانه وبتجري، دخلت وسط الفرقه بشكل رهيب، يعني كابتن منى ملاحظتها صحيحه 100%. البنت كمان حبت البلد، يعني هي كانت ضيفت هنا في ملوك الصالات، استضفتها وكلمنا في حوار كبير جدا، كانت حابه جدا وجودها في مصر، وكمان من بيبان من اول لقطه، فبتهيألي هي كانت اضافه كبيره للفرقه يعني وهتبقى ليها اضافه في حسن اختيار. حسن اختيار. انا عاوز احكي عن البطوله العربيه الاولى عشان انا شاركت فيها الاولى والثانيه. انا كنت لسه هسالك ذكرياتك يا كابتن منى، كنت لسه هقول لك ذكرياتك ايه بقى، قول لنا بقى. البطوله العربيه الاولى بقى يعني عايز اقول لك ان الفرقه 98 دي كانت في تونس. 2000 وسنه كام؟ 98 كانت في تونس، الاهلي البطل وفاز على الجامعه التونسي، النادي الجامعي التونسي في النهائي. كان نهائي مثير جدا. لا الفرقه بقى الجيل ما كانش فيه محترفات كمان. احنا كنا رايحين ناقصين لانه احنا كنا طالعين المعسكر الخارجي 10 لاعبات، وقلنا هنجيب 2 لعيبه اجانب من معسكرنا في التشيك. لا اتعرض على كابتن رؤوف وقتها عدد من اللاعبين، كابتن رؤوف عبد القادر. كابتن رؤوف عبد القادر مدير فني في الكره. صحيح. طبعا. لكن ما فيش ولا واحده كانت يعني قدرت انها تنال اعجابه وتحجز مكانها في الفريق. فاكتفى بالعشرة. فروحنا البطوله 10. طب قولي لي بقى انت فاكراهم ال 10 صح؟ يعني احاول اتذكرهم طبعا. كابتن تهاني توسون، كابتن تهاني طبعا، شيماء عادل، سوزان صالح، سوزان صالح، دينا بوده، لا مها مصطفى، نيروز عبد القادر، ومريم مجدي. نيروز دفعه يسرى، هي نفس دفعه يسرى. لا نيروز دفعه يسرى. بس يسرى لو نيروز موجوده تبقى اكيد يسرى كانت معاكم. ممكن يكون كان في حاجه او في ظرف. طيب مين تاني تتذكر كده؟ سبعه. نجلاء فوزي طبعا. طبعا. وانا وتهاني احسن لعيبه في البطوله العربيه الاولى. جبت 9 من 10. طيب ايه بقى ايه الذكريات في اول بطوله عربيه بقى اللي انت بتقولي ما حصلش بعد كده في البطوله؟ الذكريات ان احنا كنا فريق غير كامل، كنا 10 وقدرنا ان احنا نكسب، لعبنا بدون اجانب قدام فرق بتلعب باجانب. يعني الجامعه التونسي كان جايب اجانب؟ كان جايب 2 اجانب، واحده روسيه وواحده اوكرانيه اعتقد. كان ماتش على انهي قناه؟ كان مذاع على السبعه، القناه السبعه التونسيه. وكان الاذاعه المصريه بتغطي ساعتها، كانت اللي بتسافر مع الاذاعه المصريه. ايوه صحيح صحيح. الفتره دي تاني توسن احسن لعيبه طبعا، وتاني توسن احسن لعيبه عربيه وافريقيه بتاع مثلا 40 مره. ما شاء الله. اللي هو يعني هم هتعمل تسليم يعني واحد. كابتن تاني توسن رايحه اول ما تروح البطوله بيدوها الكاس اول يوم اول ماتش. لا معروف يعني معروف. لا في لعيبه في الملعب يعني طبعا طبقا للمستويات المتفاوته، في لعيبه بتقف تتفرج على تاني في الملعب. صحيح. يعني بتلعب ازاي؟ يعني كابتن انت لعبت بطوله الالعاب الافريقيه 99؟ لا انا العاب افريقيه اخيره لعبتها كانت 95 لاني اعتزلت دولي قبل ما اعتزل. انا لعبتها وكان برضو فريق البنات معانا هناك، كان فريق السيدات وكان برضو عاملين شغل كويس جدا. انا فاكر البطوله كانت في جوهانسبرج، احنا كنا خدنا ذهب بس هم، وانا اتذكر ان هم كمان خدوا ذهب. اتذكر تهاني توسن لعيبه مش هيجي زيها واحب اتكلم عنها. احنا للامانه يعني كلمناها طبعا عشان تبقى ضيفتنا طبعا، لانها نجمه كبيره واسم كبير وملوك الصالات، يعني اذا كان ده برنامج معمول فمعمول يعني بسبب الاساطير دي انهم عملوا تاريخ نادي الاهلي، ولكن هي خارج القاهره ووعدتنا وعد، يعني انا وعد شخصي ليا ان شاء الله تكون ضيفتي
يعني باذن الرحمن بعد ما ترجع في برنامج عادي إن شاء عشان الله. يعني الحقيقه ده البرنامج بتاعها، يعني البرامج دي بتاعه النجوم دي. صحيح صحيح. وبامانه النجوم اللي قاعدين معايا في الاستوديو ده البرنامج ده بتاعهم اصلا مش بتاع حد تاني. اتفضلي يا كابتن. تاني توسن لعيبه مش بس كانت قويه، تاني عندها المخ شغال على طول وبتعرف تتحكم في عضلاتها وتتحكم في قرارها في الملعب، يعني بتعرف تقف شويه من اللعيبه اللي بيعرفوا يقفوا شويه في الهواء تاخد قرارها وهي واقفه فوق. بتعرف بتعرف تفكر امتى تحط الكره بليسنج، امتى تحط الكره تشوطها على الخط، امتى تشوطها في الزاويه، بتفكر وهي بتلعب الارسال، بتتحرك كويس وتتوقع وهي في الديفنس والاستقبال، كان استقبالها وديفنسها كويس رغم انها كانت ضاربه عظيمه جدا. ف ورفيقه الكفاح سريعه جدا كانت كمان. وسريعه وسريعه جدا. بس كابتن شوف لعبه العاب قوه على فكره، من كتر سرعتها وجنبها ما شاء الله عليها لعبه العاب قوه. عارف عارف والعلم ده سر كان تفوقها ان هي ما شاء الله بدنيا كانت سابقه بس بصي على كل يعني عظمه اللاعبه دي كابتن تهاني توصل حساسه جدا وقلبها يعني زي ما بيقولوا قلب خصائي زي ما بيقولوا البلد كده والله بجد مش هزار يعني تلاقيها لا يعني بجد كل التحيه ليها ان شاء الله. وهي اكيد هتنورنا في الاستوديو واكيد هتبقى يعني هنعمل لها حاجه محترمه اكيد ان شاء الله. إن شاء اكيد الله. اكيد عندها حقها. انجي حضرتك كابتن تهاني ولا لا؟ طبعا لعبت معاها فتره كمان طب قولي لي انجي بقى ذكرياتك مع البطوله العربيه ايه؟ يعني احنا سالنا كابتن منى وقالت لنا بطوله 98 لا تنسى لان هي كان 10 لاعبات وعلى فكره ده يعني حدث 10 لاعبات ياخدوا بطوله. اساليني اللي هو بقى كان ايه اللي بيبقى تعبان في حاجه بيضغط على نفسه ومفيش ربط يا باشا ربط والعب. طب خلينا بعد اذنك يا كباتن نروح لمحمد سعيد طبعا مراسلنا مراسل قناه النادي الاهلي في ارض الملعب عشان نعرف الاجواء. اتفضل يا محمد. شكرا ليك كابتن هيثم السعيد ضيوفك الكرام هنا من صاله 2 بمجمع الصالات باستاد القاهره، مباراه الصفاقسي التونسي وشباب الصحافه السوداني، مباراه هامه جدا لبطل تونس للاضطراب بالمركز الثاني. الاهلي في الصداره بتسع نقاط يليه المجمع البترولي الجزائري بسبع نقاط والصفاقسي بخمس نقاط، ومباراه اليوم لا بديل امامه سوى الفوز بثلاثه اشواط مقابل لا شيء للاقتراب نوعا ما بالمركز الثاني في المنافسه الحاميه امام المجمع البترول الجزائري. المدير الفني او مدرب فريق الصفاقسي محمد الطرابلسي تحدثت معه منذ قليل عن التشكيل اللي يبدا به هذه المباراه، وجهه نظره او تفكيره واستراتيجيته في هذه المباراه ان يبدا بمجموعه مختلفة بشكل ما عن المجموعة التي شاركت في المباريات السابقة، يراها انها مباراة سهلة عن المباريات السابقة امام المجمع البترولي او الصفاق او الاهلي او امام سبورتنج، فبالتالي استقر على اربع لاعبات حتى هذه اللحظة يبداوا المباراة. جيهان محمد في مركز اثنين، كارولين بيرونيو مركز اربعة، ريم بيساوي وسط شبكة، نهال كبير في مركز المعد وهي كابتن الفريق، ويتبقى اختيار مركزين فقط قبل انطلاق المباراة للاستقرار عليهم قبل بداية هذه المباراة أمام الفريق بطل السوداني. فريق الصفاقسي وصل إلى الصالة المغطاة هنا قبل انطلاق المباراة بساعة كاملة، استعد استعداد خاص، سعداء بوجود الجماهير على كلا الجانبين في مدرجات الصالة المغطاة صالة رقم 2. اليوم النهاردة يوم مختلف لأن بالتأكيد مباراة الختام أمام النادي الأهلي بتدي رونق للصالة المغطاة بوجود جماهير النادي الأهلي اللي بيملوا جنبات الصالة بشكل كبير جدا. حكام المباراة وطاقم تحكيم مصري، الحكم الأول مروة حسني والحكم الثاني منى المكاوي، والاثنين طاقم تحكيم مصري. نتمنى ان شاء الله نرى مباراه قويه بين الفريقين في انتظار ان شاء الله لقاء التتويج ومباراه التتويج بين الاهلي والمجمع البترول الجزائري، وهو نفس التوقيت ونفس المباراه الختاميه لنفس البطوله خلال العام الماضي عندما فاز الاهلي على المجمع البترولي الجزائري وحصد البطوله العربيه. نتمنى التوفيق لجميع الفرق العربيه. عوده من جديد اليك كابتن هيثم السعيد، فاليك الكلمه. محمد سعيد مراسلنا مراسل قناه النادي الاهلي شكرا جزيلا ليك. الحقيقه يعني نفس اللي احنا كنا بنقوله ونفس الكلام اللي توقعناه، هو مباراه مهمه ولكن هو شايف برضو كابتن محمد الطرابلسي ان هو يعني من الافضل يشارك لاعبات على الاقل لما يرجع ما يبقوش زعلانين يبقوا خد وقت اكتر. رايك كده يا كابتن منى ولا ايه؟ هو هيلعب بتشكيلته الاساسيه، اعتقد انه هيبقى في تغيير واحد بس، بولينا اعتقد انها مش بولينا ما قالش ان هينزل، قال هينزل لانه قال في مكانين لسه ما تحددوش، فاعتقد ان بولينا هتبقى واحده من الاثنين اللي مش هيلعبوا النهارده.
لانه على حد علمي انها يعني كانت الصفقه دي فيها امور معلومات غلط عن السي في السيره الذاتيه بتاعه بولينا، وانها ما ادتش الاداء المتوقع منها لما انضمت للنادي الصفاقسي. فاعتقد انه بولينا خلاص البطوله العربيه دي اخر بطوله ليهم، دي نهايتها مع مع الصفاقسي. النادي الصفاقسي النهارده يمكن احنا اتكلمنا عن احسن اللاعبات، هيبدا بتشكيلته اللي اغلبها الاساسيه اللي عرفنا فيها طوال المباريات، لانه النهارده برضو الاحصاءات بتكمل وممكن في امل انه في لاعبات من النادي الصفاقسي ياخدوا جوائز. فمش رغم ان المباراه يعني وان سايد جيم او من جانب واحد بالنسبه للصفاقسي، لكن هيديهم الفرصه ان هم يعلوا النسب بتاعتهم ويقدر يبقى ليهم فرص في الفوز بجوائز. الحاجه الثالثه انه مش هيخاطر انه هو يقدم مباراه مهزوزه قدام النادي السوداني، نادي شباب 20 صحافه السوداني، وفي نفس الوقت هيحتفظ بما ستسفر عنه مباراه الاهلي والمجمع البترولي الجزائري. طيب كابتن استاذنكم يا كباتن، هنروح لكريم احمد مرسلنا ايضا في ارض الملعب عشان برضو لاننا الاجواء من هناك. يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، اليوم الختامي للبطوله العربيه رقم 19 هو في الصاله المغطاه باستاد القاهره، مباراتين طبعا غايه في الاهميه، المباراه الثانيه هي الاقوى والاهم، النادي الاهلي والمجمع البترولي الجزائري، ولكن يسبقها مباراه شباب الصحافه السوداني وايضا فريق الصفاقسي التونسي. لو بستعرض طبعا معاك يا كابتن هيثم القائمه الخاصه بفريق الصحافه التونسي، امال عبد العزيز، شاذة ايمان احمد، سجده محمد مناسك، جمعه رؤية عبد الرحمن، ايات اغبش، مرافي موسى، خدال، هاله زكريا، ابتسام تجاني، جواهر النيل عبد الله. بالنسبه طبعا للمدير الفني لفريق السوداني معتصم محمد، المدرب المساعد عمار ابراهيم، ومساعد مدرب تاني حاتم النور ابو بكر. فهذه اللحظات جمهور النادي الاهلي اللي بيدي تاثير وطعم كبير جدا لهذه البطوله، رغم طبعا زي ما عارفين الاعداد المشاركه للفرق، زي ما قلنا قبل كده كنا بنتمنى ان يكون عدد اكثر من الفرق المشاركه ليعطي نفسه كبيره داخل هذه البطوله، لكن جمهور النادي الاهلي الحقيقه من اول يوم في هذه البطوله ادى انطباع كبير جدا واشاده كبيره جدا من كل المسؤولين ورؤساء البعثات هنا في القاهره، وايضا كمان مندوبي الاتحاد العربي للكره القاهره. الامور هنا يمكن ماشيه طيب جدا واستعدادات مكثفه، وزي ما احنا شايفين طبعا الخاصه بالفريقين، لكن اكيد كالعاده طبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه اللي هتكون ان شاء الله في الساعه 8 مساء. الكابتن حمدي الصافي الفتره اللي فاتت او امس يمكن اتكلم طبعا مع اللاعبين، قال خلاص فاضل يوم او فاضل مباراه ان شاء الله يحصل فيها النادي الاهلي على البطوله رقم 19، وان شاء الله اكيد بنتمنى كل التوفيق. الزميل كريم احمد شكرا جزيلا، يعني برضو استعرض معانا التشكيل، والحقيقه مش بيبقى فيه يعني زي ما بيقولوا جديد، لان هو التشكيل بيبقى ثابت. كابتن محمد، توقعات حضرتك للمباراه قبل ما ننتقل للارض الملعب. والله المباراه هتبقى سهله بالنسبه للفريق التونسي، وانا مش شايف ان هو يلعب الفرق الاساسي، يعني لو لعب بالمجموعه اللي قاعده بره مش هيكون النتيجه فرق كبير جدا، يعني الموضوع محسوم للفريق التونسي. يعني توقعات حضرتك 3-0 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن منى سريع عن توقعات حضرتك. لا 3-0 للصفاقسي. 3-0. كابتن انجي 3-0 للصفاقسي. 3-0 خلاص، يعني اتفق يعني الاستوديو التحليلي على نتيجه المباراه. لحظات ان شاء الله تنطلق، هننتقل لارض الملعب مع معلقنا عزب، كابتن عزب الشرباجي، لنقل احداث مباراه الكره الطائره السيدات في البطوله العربيه 19 من صاله 2 باستاد القاهره، ما بين شباب صحافه 20 السوداني وفريق الصفاقس التونسي، فالى هناك. اهلا بحضراتكم من جديد، احنا لسه في تغطيتنا الحصريه والمستمره
البطوله العربيه 19 لكره الطائره سيدات والتي تقام على استاد القاهره. انتهى منذ لحظات اللقاء الاول ما بين نادي صفاقس التونسي وشباب الصحافه السوداني، وانتهى زي ما توقعنا انا وضيوفي في الاستوديو التحليلي بالفوز 3-0 لصفاقس التونسي. ساعه كمان وتنطلق المباراه الختاميه، المباراه اللي على ضوءها سيحدد بطل البطوله. النادي الاهلي الاقرب، النادي الاهلي ليه اربع حظوظ انه يحصل على البطوله، في حين ان نادي مجمع البترول الجزائري ليه فرصتين فقط. اي فوز للنادي الاهلي باي نتيجه يفوز بالبطوله، انما او حتى لو ياخد شوطين من فريق مجمع البترول، ومجمع البترول عشان يكسب لازم يكسب 3-0 او 3-1. هنشوف مباراه كويسه، شفنا الجماهير بدات تحضر لارض الملعب، بعد ساعه من الان ان شاء الله ستنطلق المباراه. خلينا استعرض مع حضراتكم تشكيل النادي الاهلي وتشكيل مجمع البترول الجزائري. هنبتدي مع حضراتكم بتشكيل النادي الاهلي. تشكيل النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين، عندنا رقم 7 مريم مصطفى وهي ليبرو الفريق، رقم 3 نور ياسين، رقم 12 فريدة العسقلاني، رقم 9 شروق فؤاد، رقم 8 نهلة سامح، رقم 5 اللاعبة المحترفة الأوكرانية بصفوف النادي الأهلي كاترين شينيكوفا، رقم 18 باوليت ماكوتو اللاعبة الكينية أيضا المحترفة في صفوف النادي الأهلي، رقم 1 آية الشامي، رقم 18 رنا الجوهري، رقم 13 نرمين المنشاوي، رقم 6 دانا شوقي، رقم 14 رحمة المهندس. خليني كمان استعرض مع حضراتكم الجهاز الفني للنادي الاهلي. الجهاز الفني للنادي الاهلي، المدير الفني طبعا الكابتن الكبير حمدي الصافي، المدرب العام الكابتن ياسر صلاح، المدير الاداري ايهاب عبد المنعم، مخطط احمال رانيا عبد العزيز، المدرب المساعد ايمن فؤاد، اداري او مدير اداري كابتن مجدي بيبو، تاهيل واصابات دكتوره ايمان سليم، مشرف عام الكابتن ممدوح نوح. خليني كمان استعرض مع حضراتكم ايضا نتائج النادي الاهلي من اول ما بدا البطوله حتى التاهل للمباراه الختاميه. النادي الاهلي يوم الاحد 17 ديسمبر لاعب نادي سبورتنج المصري وفاز 3-0. الاهلي المصري لاعب كمان يوم الاثنين ثاني يوم 18 ديسمبر لاعب الصفاقس التونسي، ودي كانت مباراه عنق الزجاج الحقيقه، لان كان صفاقس التونسي لو كان فاز على النادي الاهلي كان حسم البطوله، كان المباراه كانت الساعه 6 يوم الاثنين وفاز النادي الاهلي 3-0. الاهلي المصري لاعب يوم الخميس 21 ديسمبر لاعب شباب 20 الصحافه السوداني وفاز ايضا 3-0. النهارده المباراه الختاميه النادي الاهلي بيلاعب مجمع البترول الجزائري، النتيجه ان شاء الله سنعرفها بعد ساعتين ونصف من الان. خلينا نقول النادي الاهلي فاز بكل مبارياته بنتيجه نظيفه 3-0، وده يدل فيدل على قوه النادي الاهلي. مباراه النهارده مباراه مهمه، النادي الاهلي عارف ان المباراه ما تقبلش الاسم على اثنين، لازم النادي الاهلي يكون النهارده قدها ان شاء الله ويفوز باللقاء. نتوقع ان شاء الله مباراه كويسه من الفريقين اكيد. خلينا استعرض مع حضراتكم ايضا قائمه فريق مجمع البترول الجزائري. رقم 1 سليمه حموش، رقم 2 كوهينا شتوت، رقم 3 زينب بن حمد، رقم 6 أسماء جبار، رقم 7 سارة بالحسين، رقم 12 مروة عاشور، رقم 13 ياسمين أدني، رقم 15 عائشة مزمات، رقم 11 نسرين مروان، رقم 9 جوهر التوش، رقم 8 زهرة بن سليم، رقم 14 ليندا بوماج. خليني كمان استعرض مع حضراتكم الجهاز الفني لفريق مجمع البترول. المدير الفني حكيمة بن ياسين، المدرب المساعد مالدوي مراد، المدرب المساعد بالحسن حكيم، مخطط أحمال عليوش. خليني أقول برضو ونستعرض مع حضراتكم كمان نتائج فريق مجمع البترول منذ انطلاق البطولة حتى الآن. المجمع البترول الجزائري لاعب صفاقس التونسي في مباراة الافتتاح يوم الأحد، الحقيقة كانت مباراة قوية جدا وتابعناها عبر شاشات النادي الأهلي، انتهت لصالح صفاقس التونسي 3-2. المجمع البترول خسر المباراة ولكن أدى أداء كبير، يمكن المباراة كانت من 5 أشواط، انتهى الشوط الأخير 15-11، بمعنى إن الفريقين كانوا قريبين جدا من بعض. المباراة الثانية كانت يوم أخذ الاثنين راحة، لاعب يوم الثلاث شباب 20 الصحافة السوداني فاز 3-0. مجمع البترول الجزائري ايضا لعب سبورتنج المصري في مباراه سبورتنج كان ند اغلب اوقاتها،
ولكن انتهى اللقاء يوم الخميس 21 ديسمبر 3-0 لمجمع البترول الجزائري. النهارده مجمع البترول الجزائري والاهلي المصري برضه في انتظار النتيجه ستتحدد بعد ساعتين ونص منذ الان. خليني اقول لحضراتكم معلومه مهمه، ان المباراه النهائيه للبطوله الماضيه في نسختها ال 18 اللي كانت على استاد القاهره ايضا كانت بين نفس الفريقين. النادي الاهلي كان بيلاعب مجمع البترول الجزائري السنه اللي فاتت في نفس الصاله تقريبا في شهر ديسمبر ايضا، وكانت شهدت حضور جماهيري كبير جدا وفاز النادي الاهلي 3-1. النهارده طبعا المباراه بتتكرر لتاني مره. خلي بالكم معلومه مهمه ايضا، اغلب هذه الفرق ستشارك في بطوله افريقيا اللي هتكون في صاله النادي الاهلي، صاله عبد الله الفيصل الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، هتكون في شهر مارس. شهر مارس هيشهد بطولتين كبار للكره الطائره، بطوله افريقيا للسيدات وبطوله افريقيا للرجال. نفس الفرق اللي احنا شايفينها سواء صفاقس التونسي او مجمع البترول الجزائري سيشاركان في بطوله افريقيا، واكيد هيكون معاهم فرق اخرى من افريقيا كينيه وممكن نشوف فرق كاميرونيه. خلينا استعرض كمان مع حضراتكم نتائج كل البطوله مع بعض. خلينا ابتدي بمباراه الافتتاح، كان الاهلي المصري مع نادي سبورتنج 3-0 للاهلي المصري. الصفاقس التونسي لاعب المجمع البترولي وانتهى بفوز الصفاقسي 3-2. دي كانت مباريات يوم الاحد. مباريات يوم الاثنين، شباب 20 الصحافه السوداني قابل سبورتنج المصري، وسبورتنج المصري يعني فاز 3-0. الاهلي المصري لاعب الصفاقسي التونسي يوم الاثنين وفاز الاهلي المصري 3-0. دي كانت مباريات يوم الاثنين. مباريات يوم الثلاث، شباب 20 الصحافه السوداني قابل المجمع البترولي الجزائري وفاز مجمع البترول 3-0. سبورتنج المصري قابل الصفاقس التونسي وفاز الصفاقس التونسي 3-0. الاربع كان راح لكل الفرق. الخميس، مباريات الخميس ابتدت بالمجمع البترولي الجزائري مع سبورتنج المصري وفاز مجمع البترولي الجزائري 3-0. شباب 20 الصحافه لاعب الاهلي المصري وفاز 3-0. النهارده الجمعه كانت مباراه شباب 20 الصحافه والصفاقس التونسي وانتهت ايضا بفوز الصفاقس التونسي منذ لحظات 3-0. يبقى مباراه اخيره وهي على ضوءها سيتحدد بشكل كبير البطل. خليني اقول لحضراتكم معلومه مهمه ايضا. المركز الرابع والخامس قد حسم، نادي سبورتنج هو المركز الرابع والمركز الخامس هو نادي مركز شباب نادي شباب 20 صحافه السوداني. المركز الاول والثاني والثالث ينتظر، هذه المراكز تنتظر المباراه التي ستقام كمان ساعه عشان يتحدد من صاحب المركز الاول ومن صاحب المركز الثاني ومن صاحب المركز الثالث. كل الاحتمالات وارده. سنتناول بالتحليل طبعا المباراه عن قرب، التحليل الفني وتوقعات ايضا ضيوفنا النهارده في الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي، وهيكون اكيد معانا مراسلنا من ارض الملعب عشان نشوف الاجواء هناك ايه. هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان استقبل ضيوفي كابتن منى عبد الكريم والكابتن محمد شعراوي وكابتن انجي الشامي عشان نتناول المباراه اكتر واكتر ونقول توقعاتنا ونقول افضل اللاعبين في البطوله ونتناول البطوله بشكل عام. هنطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان استقبل ضيوفي مره اخرى. شكرا جزيلا. يدخل المارد الأحمر حامل اللقب في النسخة الماضية مباراة اليوم متسلحا بتاريخه وعراقته أمام المجمع البترولي الجزائري، وذلك في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة للسيدات والتي تستضيفها مصر على صالة استاد القاهرة الدولية. خاض الأحمر ثلاث مباريات في البطولة حتى الآن، حيث حقق الفوز الأول له على نظيره سبورتنج السكندري، وذلك في مستهل مبارياته بالبطولة العربية بثلاثة أشواط دون رد، والفوز الثاني على الصفاقس التونسي بثلاثية نظيفة، بينما واجه الفريق السوداني الأضعف في البطولة في المباراة الثالثة وانتهت المباراة بثلاثية نظيفة.
وتسعى سيدات الطائرة بقيادة مدير الفني حمد الصافي مواصلة الإنجازات والاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في البطولة العربية للأندية. ويمتلك فريق الأهلي لاعبات على أعلى مستوى، هن نهلة سامح القائدة وصاحبة الخبرة والأكثر حصولا على البطولات مع الفريق، واللاعبة مريم مصطفى في مركز الليبرو والتي تتمتع بخبرة قوية في مشوارها سواء مع الفريق أو المنتخب الوطني. وفي مركز صانع الألعاب شروق فؤاد ودانا شوقي، ويمتلكون فنيات ومهارات عالية في هذا المركز، واللاعبات نور ياسين ونرمين المنشاوي وفريد العسقلاني في مركز ثلاثة، وجميعهم يتمتعون بحماس قوي والإصرار تقديم أفضل ما لديهن من أجل فوز الفريق بالبطولة. وفي مركز اثنان أيا الشامي ورانا الجهري والكينية فاولت ماكوتو المنضمة حديثا لخوض البطولة مع الفريق. وفي مركز أربعة رحمة المهندس والأوكرانية كاترين شيرينكوفا، والذين يساهمون بشكل كبير في زحف القلعة الحمراء نحو تحقيق اللقب العربي التاسع. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه النهارده احسن حاجه في المهرجان ده، ما بقولش انها بطوله، بقول مهرجان، هو حضور الجماهير في النادي الاهلي. حضور جماهير النادي الاهلي بيدي طعم لكل شيء الحقيقه، سواء جماهير الالتراس او سواء جماهير مش التراس. الجماهير اللي بتحب النادي الاهلي هو ده قوه النادي الاهلي الحقيقيه. لما بنشوف المدرجات تمتلئ بجمهور النادي الاهلي الحقيقه ده بيبقى يوم عيد. حتى احنا في قناه النادي الاهلي استعداداتنا النهارده استعدادات غير طبيعيه. كل فريق العمل في النادي الاهلي الحقيقه يعني شغالين عشان ننقل الحدث بالشكل الذي يليق بقناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. خلينا نرجع للمباراه تاني. برحب بضيوفي اللي انضموا لي في الاستوديو، الكابتن منى عبد الكريم، الكابتن انجي الشامي، الكابتن محمد شعراوي. هنبتدي نتكلم على المباراه السابقه سريعا عشان نخش في المباراه الاهم. كابتن منى، راي حضرتك ايه في المباراه اللي انتهت ما بين الصحافه السوداني والصفاقس التونسي؟ زي ما احنا كنا متوقعين، المباراة من جانب واحد انتهت 25-9، 25-5، 25-7 بأخطاء كمان من الجانبين، سواء الجانب السوداني أو الجانب نادي الصفاقسي. لكن الفريق ما كانش بالصورة، فريق الصفاقسي ما لعبش بنفس التشكيل اللي لعب بيه كل المباريات، لعب بأغلب التشكيل فيما عدا يمكن لاعبتين، فيولا تقريبا ولا اسمها ايه اللي هي اللاعبة المحترفة، بولينا ما لعبتش فعلا زي ما كنا متوقعين، الأوكرانية. بس تهيألي كده واضح ان هي خلاص هي كده يعني في موقف بقى من النادي الصفاقسي، وهيبقى في اعاده تقييم لهذه المساله. للاعب خلود رقم 2 جيهان محمد، ودي من اللاعبات المميزات في البطوله بوجه عام مش في النادي الصفاقسي بس. فاطمه الخراط، كارولين بيروتو، وريم ميساوي، نهال كبير، والليبرو نهاد بوراوي. اعتمد عليهم بشكل كبير وخلص اللقاء 3-0 زي ما توقع. صحيح. طيب انجي، تعليقك على المباراه اللي فاتت. والله يا كابتن، هي المفروض يعني زي ما احنا قلنا برضو للمباراه كانت من ناحيه واحده، من ناحيه فريق الصفاقس التونسي. المباراه كانت بالنسبه لهم مباراه سهله، اعتقد كان فيها مجهود كبير، هو شارك تقريبا معظم الناس كلها علشان المباراه، يعني هم حققوا اللي هم عايزينه، فخلاص هو بالنسبه له هو يلعب الناس كلها، فما بالظبط كده، فهو يعني هم فازوا ب3-0 في انتظار المباراه القادمه. بالظبط كده. صحيح. كابتن محمد، والله احنا زي ما توقعنا المباراه سهله من طرف واحد، وهو لما ابتدى الكابتن طرابلسي بفرقته ثبت عناصر اللي هي بتلعب طول الدوره عشان لو في حد فيهم
هياخد جايزة سواء أحسن ضارب أحسن معد، يقدر يديهم الفرصة أن هم ياخدوا جايزة من الجوائز. وفي النهاية ابتدى يغير تغييرات بسيطة جدا، وما كانش الماتش مستاهل أن هو يغير التغييرات دي، إنما هو الناحية الفنية ماتش أقل من المتوسط يعني. أقل من المتوسط. طيب خلينا يا كابتن محمد نروح للمباراة الجديدة إن شاء الله، مباراة النادي الأهلي ومجمع البترول اللي بينتظرها كل جمهور النادي الأهلي. يعني توقعات حضرتك للمباراة وشايف المباراة إزاي، ويعني كلمنا فنيا على سير المباراة. هو المباراة مش سهلة بالنسبة للنادي الأهلي ومش صعبة في نفس الوقت. لو النادي الأهلي لعب بنفس طريقة اللعب بتاعته مع فرقة صفاقس هينهي الماتش 3-0. لو ما لعبش بنفس الطريقة ممكن يطلع 3-1 المباراة. بس أنا واثق إن خلال الثلاث أيام اللي فاتوا دول حصل عملية سكاوتنج كبير جدا على فرقة الفريق الجزائري، وتحفيز تحفيز اللاعبات كل واحد هيعمل إيه. الفريقين بقوا كتاب مفتوح بالظبط. وأنا متوقع إن النادي الأهلي هيركز على اللعب السريع نمرة واحد وعلى الإرسال القوي، وهيوقف حوائط صد جامده قدام اللعيبه اللي بتضرب في نادي. بس يا كابتن اللعب السريع محتاج استقبال جيد في الاول، لان طبعا الاستقبال الجيد ده بيبقى بدايه الهجمه. لازم المعدين بتوعنا يبقوا جاهزين، السنتر بلوكس جاهزين. يعني اللعب السريع محتاج منظومه كامله، خاصه ان فريق الجزائري ارسالاته قويه. هو اكيد خلال الثلاث ايام دول كان تركيز الكابتن حمدي والجهاز اللي معاه على الاستقبال وعلى الارسال في نفس الوقت، لان النهارده الاستقبال عامل مهم جدا في الهجوم، في الهجوم بتاعنا، وفي نفس الوقت الارسال بتاعنا بيكسر الهجوم بتاع الفريق الجزائري. بيضغطهم. عندنا نقاط قوه كبيره جدا عندنا في الفرقه، عندنا ضاربين على مستوى عالي، عندنا معدين على مستوى عالي. اللعب هيتقسم بحيث ان انا اقدر اهرب بالضريبه الجامده من قدام البلوكات العاليه لفرقه الجزائر، واقدر اكسر الدفاع الجزائري، لان الجزائر عندها دفاع قوي. صحيح. دفاع خلفي، دفاع قوي. صحيح. فده تتطلب منا ان احنا نلعب لعب سريع نوعا ما اكتر من اللعب العالي. صحيح. في نفس الوقت احنا عندنا ضريبه هجومهم قوي جدا، الهجوم العالي زي ايه الشامي، زي الاطراف نهله، زي اللعب السريع فريده، كاترين، نور ياسين بتضرب سريع، فريده بتضرب سريع. تنوع اللعب ما بين السريع وبين العالي ده بيدي افضليه للنادي الاهلي كبيره جدا. صحيح. صحيح يا كابتن. وعلى فكره انا كسبت الرهان، المدرج اتملى بالكامل. انا كنت امبارح براهن ان بالرغم ان يعني المدرج مليان، ولو شفنا حتى هنلاقي فوق في الطرقات الجمهور يعني بيأزر بقوه. الحقيقه كل التحيه لجمهور النادي الاهلي. الحقيقه ما عنديش اي كلمه اقدر اقولها غير يعني بنشكركم، ويعني احنا هنا عشان الحقيقه يعني انا يعني دايما بحب قبل كل مباراه اروح انقل الهتاف، هنسيب الكاميرا والميكروفون مع هتاف الجماهير دقيقه ونرجع لحضراتكم. الجمهور الحقيقه يعني حاجه تفرح يا جماعه، والله بجد يعني حاجه تفرح. ونتمنى كل المباريات حتى كره القدم نشوف الجمهور، وان شاء الله في ماتش اتلتيكو اكيد هنشوف شكل كبير. كابتن مونا ارجع لحضرتك في المباراه الفنيه. احنا دلوقتي عندنا يعني امرين في منتهى الاهميه كابتن محمد اتك عليهم، حته الارسال والاستقبال. خلينا نقول مين اللي ممكن نعتمد عليه بشكل كبير النهارده في الارسال، عنده ثبات انفعالي من اللاعبات، عندها قدره كبيره جدا في التحكم في رست ايديها عشان توجه الكوره على اني لاعب في الملعب. خلينا كلمينا في النقطتين دول تفاصيل اكتر. في بالنسبه للارسال عندنا اللي لازم يبقى مميز النهارده، لانه انا يعني لازم العب على انه ما يبقاش في استقبال كويس الناحيه الثانيه برضو، لانه استقبالهم مميز. هيبقى في شروق فؤاد، نهله سامح، كاترينا، هيبقى في فريده العسقلاني وايه الشامي. بعد كده
لكن اعتقد انه شروق ونهله سامح عليهم عامل كبير جدا في توجيه الارسال، وهيبقى فيه نور ياسين بيتهيألي ونور ياسين ونور ياسين صحيح ونور ياسين ما شاء الله عليه كده صحيح. الكابتن محمد شعراوي في الفتره الاولانيه قبل مباراه الصفاقسي وشباب 20 صحافه السوداني اتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي نقطه التوقيت اطلع بلوك امتى او التايمينج، لانه فعلا مساله انه الضرب بيبقى من خارج الشبكه، الرفع مش على الشبكه بالنسبه للفريق الجزائري، دي نقطه مهمه جدا. يرفعوا بعيد عن الشبكه، يرفعوا بعيد عن الشبكه علشان يتجنبوا البلوك ويتغاضوا عن القامه القصيره نسبيا بالنسبه للفرق الثانيه لو بيلعبوا فرق اطول، فبيقدروا ان هم يفكروا كويس، الكره بقى تيجي تلمس البلوك وعلى بره تاتش وعلى بره، فاعتقد انه لازم يبقى في تركيز كويس جدا من البلوك في نفس التوقيت. ده كويس خلاص. احنا الارسال شفنا حضرتك قلت افضل اللاعبات اللي نتمنى دايما نشوفهم على الارسال مين، خلينا نتكلم في لاعبات الاستقبال، وطبعا اللي هيبقى ليها دور كبير مريم النهارده، بس خلينا نتكلم على مجموعه الخط الخلفي كلها. مريم ونهله، مريم ونهله عليهم دور كبير جدا، وبعدهم هتيجي كاترينا بصفتها لاعبة من مركز أربعة، لكن مريم ونهلة النهاردة في الاستقبال يعني ربنا يوفقهم بإذن الله، لأنه استقبالنا وضربنا هيحسم المباراة، وأعتقد أن النادي الأهلي لازم يبدأ بداية قوية جدا، ما فيش تراخي في أي نقطة من البداية، لأنه أنا محتاجة أن أنا أطمن بشوطين صحيح. في بداية المباراة صحيح. ف نفهم من حضرتك الستارت مهم جدا. الستارت مهم جدا، وفي نفس الوقت انا لما ببدا بدايه جامده الفريق اللي قدامي برده نوعا ما بيهبط نفسيا، بيبدا في بعض الفرق، ما بتكلمش عن مجمع البترولي بس، في بعض الفرق بيبداوا يرموا اللوم على بعض صحيح. فبيبقى في مشاكل بين اللاعبين في الملعب، فالماتش بيبقى اسهل مع الجمهور مع التوتر، مع الجمهور مع التوتر بالظبط. فلازم البدايه تبقى قويه جدا، زي بدايه مباراه الصفاقسي كانت بدايه قويه جدا وحسمت اللقاء بشكل صحيح. كبير. خلينا اقول ملاحظه، الفريق النهارده بيرتدي اللون الاحمر، تيشيرت اللون الاحمر، وده طبعا اكيد ليه معنى. احنا انت عارف النادي الاهلي بيلعب بلونين، اللون الاحمر واللون الازرق، وفي مباريات ماضيه كان النادي الاهلي يقدر يلبس الاثنين، فكان بيلبس ساعات الازرق وساعات الاحمر. النهارده دي رساله، انا بالنسبه لي النادي الاهلي بالنسبه لي هو اللون الاحمر، انا لما بشوف بامانه يعني لما بشوف اللون الاحمر الحقيقه في الملعب بتهيألي ده بيبقى ليه معنى. كنا بنلعب بالقميص الثاني او باللون الثاني، ما يعني ايه اللي انا لابسه ده؟ بالظبط يا جماعه، يعني رهبه الفانيله. ايوه رهبه الفانيله، هي الفانيله واضح ليها رهبه الفانيله الحمراء. حمدي عارف هو بيعمل ايه، الكابتن مجدي بيبو عارف هو بيعمل ايه، اللاعبات عارفين بيعملوا ايه. اللون الاحمر ده انا بحييهم على اختيار اللون الاحمر النهارده، لان هو النادي الاهلي يعني اللون الاحمر ده هو مصدر رعب وقلق للفرقه. هو كابتن هيثم عموما في الاجتماع الفني اللي هو قبل البطوله كل فريق بيحدد لونين صحيح. بيلعب بيهم، فبيبقى متحدد لك كل مباراه انت هتلعب باني فانيلا. بس ساعات انت بيبقى عندك ممكن انت يبقى عندك اوبشن تاني، بس اوبشنز لو الحاله ان الفرقه اللي قدامك بيبقى اللون قريب من لونك صحيح، فبيدي للمضيف الفرقه اللي اللون اللي ايا كان سواء اختيار الجهاز الفني او مفروض علينا، انا بتفائل وبحب جدا اللون الاحمر. ايوه صحيح، هو اللون الاساسي للنادي وشعار النادي صحيح. اللون الاحمر هو اللون المميز صحيح. قوه النادي الاهلي. انتوا كان بيفرق معاكم اللون ده؟ طبعا بتحب دايما نلعب الفاينل بالاحمر عامه. شفت الفاينل والافتتاح؟ والافتتاح طبعا. ما تقوليش بقى، طب وليد قولي لي انت، يعني انت لسه مبطله ما بقالكيش شهور، يعني كنت بتلعبي معاهم السنه اللي فاتت، في ماتش زي ده استعداداتكم بتبقى ازاي؟ بتقولوا ايه لبعض في اوضه اللبس غير التربيط طبعا اللي بتقعدوا ساعه تربطوا؟ لا غير كده ايه اللي بتعملوه في اوضه اللبس قبل ما تنزلوا؟ هو بس انا يعني احنا دايما اول كلامنا كان بيبقى نركز على استقبالنا، علشان هو استقبال مفتاح مكسب. استقبال ارسال، لو هو الاستقبال والارسال مشوا كويس احنا كده يعني بنبقى على اول خطوات المكسب. فاحنا عامه دايما كان حتى توجيهات مدير فني كابتن حمدي كان دايما استقبالنا، طب استقبال ده هيفتح لنا مجال اللي احنا هنلعب سريع كتير، هنلعب هنعرف نفتح الاطراف، هنعرف قدام. يعني واحد بتتكلموا فيها استقبال. استقبال استقبال مشي كويس معانا، خلاص احنا كده احنا الحمد لله عندنا عناصر كويسه جدا زي ما كابتن منى قالت وكابتن محمد، فاحنا عندنا عناصر كويسه تعرف تخلص بكل سهوله. بس هو استقبالنا مجرد الاستقبال بيبقى كويس، خلاص انت كده الملعب بالنسبه لك
سهل جدا في طب ايه تاني غير الاستقبال؟ هل بتتكلموا لو في جماهير ما نخليش الجماهير ضغط علينا؟ هل بالعكس الجماهير عمره ما جمهور بيبقى عامل ضغط علينا احنا، لا احنا بيبقى مدينا احنا حافز اللي احنا نلعب او اللي احنا نبقى في الاول، بس بيبقى في رهبه شويه من الجمهور، بس بعد كده لا بالعكس ده حافز لينا جامد جدا طبعا. انا متوقع ان هم يلعبوا كرات مسقطه كتير جدا ويشغلوا مخهم بايزي توب مثلا عشان يعني في جابات كبيره او مساحات فاضيه يعني ورا البلوك. يعني اعتقد انه دي نقطه لازم يتجاوزها النادي الاهلي ويخلي باله منها، يعني هم اللي بيلعبوا كده مش احنا. المجمع البترولي هيستغل النقطه دي كتير النهارده متوقع عشان يتجنب حتى احنا حائط الصد بتاعنا عالي وياخد نقط كمان بسرعه سهل. احنا حائط الصد عالي في نفس الوقت هم ديفنسهم مميز عن ديفنسنا، فهيبقى في استخدام للمخ كتير قوي في الملعب. بس انا اعتقد ان كابتن حمدي متوقع حاجه زي كده يعني أكيد. هو قايل لهم، كان دايما بيتكلم معانا في حاجات زي كده قبل كده قبل الماتش، يعني يقول لنا لو ما ايزي توب هيبقى كتير في نص الملعب. طب انتوا في ماتش زي ده انجي برضو تعليق على الفرقه الثانيه، انت لعبت قصادهم كتير وحافظاهم، هي فرقه خبره عاليه قوي يعني هم خبره عاليه رغم ان اعمارهم صغيره، بس هم لعبوا كتير يعني هم لعبوا في سنين كتير معانا، فهم خبرتهم عاليه، خبره ملعب يعني خبره، تعرف ازاي تلعب على التاتش، تعرف ازاي تعمل ايزي توب، تعرف ازاي توجه ارسال في الحته الفلانيه، هم خبرتهم عاليه. فاحنا احنا برضو كقوه جسمانيه او كمهارات احنا اعلى منهم شويه، بس هم كخبره اعلى يعني اعلى مننا سنه. فانا بس اللي انا دايما ببقى تركيز اكتر بحرص، ما نقولش ان في فرق مستوى، لا احنا لازم نحط في دماغنا دايما الفرقه الثانيه حافظانا زي ما احنا حافظانا بالظبط كده بالظبط. طب كابتن محمد يعني توقعاتك للماتش هيمشي سهل 3-0 ولا حاسس ان ممكن يبقى شوط هنا شوط هنا؟ توقعاتك شغله ايه؟ والله هو احنا لازم نبدا عشان نخلي الماتش سهل بالنسبه لنا، في مجموعه حاجات مطلوبه من كل مجموعه من اللعيبه زي ايه يا كابتن؟ زي بالنسبه عندنا بالنسبه للاستقبال عندنا مريم مصطفى وعندنا نهله سامح، لازم يبقى في تركيز منهم على الاستقبال، دي خطوه تمام عشان الاعداد. لو النهارده الكوره بتروح الاستقبال للمعد سهله، المعد بيقدر يشغل السريع وبيقدر يشغل العالي، فالنهارده مطلوب من الاثنين دول الاستقبال الجيد تمام. بعديهم المعد شروق، لو الكوره جت لها سهله لازم تلعب لعب سريع، ابدا اللعب السريع في بدايه المباراه، بوقف الحائط الصد بتاع مركز ثلاثه عشان لو حبيت افتح يبقى الضريبه اللي بيضع على اطراف بسنجل بلوك، غير لما بيلعب بدبل بلوك بيبقى فيه مشقه وتعب عليه. قصد حضرتك ان نشغل رقم ثلاثه اللي هو في نص باللعب السريع في بدايه المباراه، نص الشبكه ما يروحش ينضم على اللي ما يبقاش عندي دبل بلوك. نمره اثنين اللعيبه بتاع مركز ثلاثه فريد العسقلاني ونور ياسين لازم يضربوا سريع، وده عبء كبير عليهم. بس كابتن ما هو مش هيضرب سريع الا اذا بدون استقبال، ما احنا بنقول دلوقتي استقبال لا، وكمان صانع الالعاب لازم يعني شفنا نور ياسين الماتش اللي فات بتقول اديني تطلب الكرة، يعني مش انت مش هتقدر تضرب سريع، لازم لازم يكون شروق ودانا يبقى عندهم. احنا بنقول الواجبات اللي المفروض اللعيبه في مراكزها تعملها. بالنسبه للمراكز الثانيه عندنا ايه الشامي لازم الضرب العالي، هي مميزه فيه، ما بتضربش سريع بتضرب عالي، يبقى لازم الكرة العالية اللي تجيلها لازم تخلصها. ومعاها نهلة من مركز أربعة. الناحية التانية بالظبط. الناحية التانية. عندنا مطلوب من صانع الألعاب التانية اللي هي دانا إن هي لما هتنزل مكان شروق هو بيستخدمها كابتن حمدي عشان حائط الصد قدام الفرقة التانية. هو لما بيلاقي بيلاقي ضريب عنده جامد وبيتضرب من ناحية شروق كتير بيضطر إنه لازم يسحب شروق في الهجوم بتاعهم ويبدأ ينزل دانا عشان دانا توقف الناحية التانية. في البلوك الحاجات دي لو اتوفرت في الفرقه الماتش هيبقى سهل قوي، يعني احنا التخصص اللي احنا قلناه لو كل واحد ادى المهام اللي احنا قلناها الماتش هيطلع سهل جدا. لو النهارده حصل ان حد تخلى عن المسؤوليات بتاعته الماتش هيبقى ماشي صعب شويه. صحيح عندهم كره مميزه برضو بيعملوها دي بقى على مر الاجيال، يعني دي لعبه بيحبوا يلعبوها البنات الجزائريات، وهي الكره السي اللي الاولاد بيسموها البي احنا بنسميها السي، هو سريع لكن بيبقى بين 3 و4 مش بيبقى قريب من البصير وهو داخل، بيبقى خد مسافه شويه
وبيبقى ما تبقاش عاليه عن الشبكه قوي، ما تبقاش عاليه خالص، ماشي على سن الشبكه، بيبقى ماشي على سن الشبكه وموازي للشبكه. وهنا برضو ممكن يحصل في خلخله للبلوك بالنسبه للنادي الاهلي، لانه لازم تركيز قوي بين لاعب ثلاثة ولاعب اثنين اللي هيواجه الضرب السريع. لو احنا اتكلمنا عليها بنقول ان احنا بنلعب مان تو مان، بمعنى ان انا لعيب ثلاثة بتاعي بياخد، لو كابتن منى بتلعب في ثلاثة بفضل معاه مان تو مان، هو بيتحرك انا بتحرك معاه عشان امسكه هو، عشان ابعد عن اللعب اللي هما بيلعبوه ده. لو هو جات له كرة اقدر امسكه، لو اترفعت بضم بخطوه بسيطه جدا. بس هم عندهم الثلاثيه بتاعتهم مش طويله قوي يا كابتن. لا عندهم ناس طويله، عندهم عيشه كويسه ومفروض اللي هي مليانه شويه، عندك عيشه مزمات دي تعتبر عملاقه يعني رقم 15 دي عملاقه برضه يعني. عندهم المعده بتاعتهم مش ضعيفه، معده قويه. وان ليج اللي بياخدوها برضه اللي هي الكوره اللي بياخدوها من مركز اثنين برضه الشبه السريع، بتبقى في ظهر المعده على طول، دي بتتاخد برضو كتير قوي وبرضو هم مميزين فيها جدا. كانت ياسمين بس هي يعني هي المصابه كانت بتاخدها كتير، وبرضو عيشه بتاخدها كتير. بس انا عندي احساس كده معرفش حضراتكم تأيدوني فيه، انا حاسس ان فرقه الجزائر يعني بيعرفوا يلعبوا تحت ضغط جماهيري اكتر من الفرقه التونسيه. يعني انا بتوقع ان اشوف النهارده مقاومه جامده من فريق الجزائر. هم متعودين على كده. صحيح؟ متعودين صحيح؟ على كده. الجمهور الجزائري والجمهور التونسي الاثنين بيحبوا الكره الطايره جدا. من الالعاب اللي تدخل تلعب يعني في الصاله في الجزائر او في تونس تلاقيها مليانه على اخرها. بالذات انا يعني انا ليه بقول، لان الصفاقسي يمكن الجمهور هزه شويه في مباراه الصفاقسي بتاعتنا اللي لعبناها يوم الاثنين، الجمهور بتاعنا كان هز فرقه الصفاقسي شويه، بتهيألي النهارده ده مش هيحصل. هو في حاجه تانية هزت الصفاقسي الحقيقه، البدايه بتاعت النادي الاهلي، لانه البدايه خرجت احسن لعيبه في الصفاقسي او واحده من ايوه من العناصر المميزه خلود خرجتها. يعني خلاص بقى المدرب عارف انه الماتش ده مش بتاعها خلود بره، فخلود بره من الاول اربع خمس استقبالات ورا بعض. وهنا بحيي كابتن حمدي الصافي لانه قدر ان هو يتعامل نفسيا مع حاجه زي كده ويقرا حاجه زي كده. خليني اقول اصابه ياسمين مجمع البترول هتفرق معاهم النهارده؟ اه طبعا تفرق جامد. ليه ياسمين مركز كام بتلعب سنتر بلوك. هي مميزه جدا في الكره الوان ليج اللي انا قلت حضرتك عليها، اللي هي اللي ورا ورا بالمرجحه، الضرب بالمرجحه مميزه جدا فيها. هي برضو من الناس بلوكها كويس، بتوصل على الاطراف كويس، فلا هتفرق. طب مين الاحتياطي او مين اللي بيلعب مع ياسمين في نفس المركز؟ هي رقم 11 اللي هي نسرين تقريبا. دي اللي نزلت مكانها. هي برضو لعيبه مش وحشه، بس هي صعب يعتمد عليها طول الماتش. يعني هي بعيده شويه عن ياسمين، يعني هي ياسمين كابتن الفرقه كمان، وهي بقى لها فتره هي اللي يعني بتلعب على طول، فهي بعيده شويه عن ياسمين يعني. طيب يعني برضو خليني اقول ان المباريات دي ما تبقاش يا كابتن يعني ملهاش حسابات كتير قوي، يعني ممكن تلاقي بتترك لتوفيق اللاعبين وتركيزهم. صحيح. ماتشات الفاينل دي حتى لو بتلاعب فرقه ضعيفه بس اسمه ماتش فاينل بيخش فيه عوامل كتير، تأيديني في الرأي ده ولا لا؟ أأيدك، بس طبعا هم كل فريق عمل اللي عليه، اللي هو زي احنا بنسميه كده ايه، اللي ذاكر. كله بيعمل عليه. كله عمل اللي عليه خلاص، كله حافظ، كله شاف محاضرات نظريه ومحاضرات فيديو وتابع الفريق في الملعب. احنا كنا بنوصل ساعات احنا اللي بنعمل السكاوتنج او الاحصاءات بايدينا، يعني عشان نبقى مركزين اكتر مين قصاده مين وهيلعب ايه وهيطلع ازاي وبيضرب اكتر فين، على الخط ولا في الزاويه، بيلعب الارسال فين. فاحنا بالنسبه للنادي الاهلي احنا متعودين نعمل كده، يعني حتى لو في العيدي كان معايا يمكن كابتن محمد فاكر ولا يمكن كابتن محمد كان احمد ثابت مع ايوه صح، قال انه مع فرق البنات انا بشوف تركيزهم والتزامهم الخططي والتكتيكي اعلى كتير جدا اكتر من الولاد. صحيح قال كده فعلا. صحيح. فتلاقي دايما المدربين بترتاح جدا في الشغل مع فرق البنات لان هم تكتيكيا والتزام. فرق الولاد تلاقي ماشي، الولاد يا ابني نام يا ابني روح مش عارف ايه. البنات عارفه. كابتن حمدي الصافي اول ما مسك مدير فني للاهلي في كتير قالوا له ليه كده، انت هتقضي على مستقبلك التدريبي. صحيح. مش هتمرن ولاد تاني، دي خطوه ازاي تاخدها؟ نفس اللي حصل مع كابتن نور عطيه لما مسك نادي الشمس انيسات. كل الناس استغربت، هو كان رافض لانه كان معروض عليه في النادي الاهلي يمسك الانيسات ورفض. راح نادي الشمس
عمل تاريخ في نادي الشمس وتاني افريقيا وعمل ماتشات غير طبيعيه يعني. ويسرى عبد الكريم راحت لعبت معاه. كابتن يسرى طبعا اختي. يسرى بعتت لي رساله على فكره قالت لي انا ما لعبتش البطوله العربيه الاولى عشان كان عندي شرخ في الاصابع. شفتي قالت لك حاجه ثانيه وقالت لك حاجه ثانيه برضه انت ما قلتيهاش. ايه بقى؟ قالت لك قولوا ان كابتن شعراوي كان مدربي. لا بيبقى حلو التواصل مع يعني كويس لما يعني ما هو ده الهدف من الاستوديو التحليلي والهدف من ان احنا كل اسره كره الطايره تتواصل مع بعض وتتفرج ويحسوا ان اللعبه فعلا فنيا بتنتشر والناس بتتكلم فيها فنيا. لان خلي بالك مش كل اللي بيتفرجوا علينا كابتن منى وبالتالي كابتن محمد يأيدني وانجي برده مش كل اللي بيتفرجوا علينا بيفهموا طايره. صحيح. فلازم نديهم يعني زي ما بيقولوا وجبه يفهموا اللعبه اكتر. يعني خدت بالك ازاي؟ عشان كده انا عايزك برده يا كابتن منى تقولي يعني قبل كل ماتش مهم بقول تقولي عدد اللاعبين اللي في الملعب وظيفة كل لاعب أو كل مركز سريعا خلي الناس تعيش معنا في أجواء الماتش. نعم طبعا الكرة الطايرة اللي بيتابعنا لأول مرة أو مش عارف كتير معلومات عنها هي يعني لعبة تعتبر شعبية أقدر أمارسها في أي مكان، أمارسها على البحر، أمارسها في صالة مغلقة، أمارسها حتى أنا بفكر أيام كلية مثلا لو في وقت فراغ كنا بسلك الكهرباء بنقف نلعب نعمله شبكة ونعدي الكورة فنقدر إن احنا نلعب الكرة الطايرة في أي مكان. لعبة محببة جدا لأنه ما فيهاش خشونة، فيها يعني استعراض كامل للقوة والمرونة والرشاقة والسرعة وأمور كتيرة جدا. الملعب طوله 18 متر وعرضه 9 متر، يعني كل فريق بيلعب 9 في 9 بوكس بالظبط. الشبكة بالنسبة للسيدات ارتفاعها 2 متر 24 سنتي، بالنسبة للرجال 2 متر 43 ستة في الملعب بالدوران مع عقارب الساعة. دوران المراكز يعني. دوران المراكز عشان لازم كل شوية يتغير اللاعب اللي بيلعب الإرسال. فالدوران على حسب النقاط بيكون مع عقارب الساعة وبيبقى فيه الليبرو طبعا بينزل في الخط الخلفي وكل مهامه بتكون دفاعية ما بيسمحش ليه بأي أداء هجومي ولا بيعد ولا أداء الإرسال ولا غيره. الفريق كله الليبرو بيبقى لابس تي شيرت مختلف عن الفرقه، بيبقى لون تي شيرت مختلف. الحكام بيبقوا كام حكم في الملعب يا كابتن برضه عشان الحكام بقى. بيبقى حكم اول بيساعده حكم ثاني واربع حكام خطوط وبيبقى فيه مسجل ومساعد مسجل ولوحه الكترونيه، يعني بيبقى فيه 7 حكام غير الاثنين الحكم الاول والثاني. 9 حكام. المعلومات دي مهمه عشان حتى اللي ما بيتفرجش على كره طايره وقاعد دلوقتي بيشوفنا على شاشه النادي الاهلي يبقى فاهم اكتر. صحيح. يمكن كابتن محمد انت ليك ذكريات برضو كتيره مع البطوله العربيه واكيد تابعت بطولات عربيه كتير جدا. خلينا نقول البطوله اللي انت شاركت فيها وكانت الاقوى من وجهه نظرك طبعا خلال بطوله 98 البطوله الاولى اللي كابتن منى كانت مشاركه فيها ب 10 لاعبات وكان المدير الفني كابتن رؤوف عبد القادر، ايه البطولات اللي انت حضرتك شفتها كانت قويه جدا وكان حتى حسمها كان صعب؟ كانت اول بطوله عربيه اتلعبت في الاردن كانت سنه 87 وكان منتخب مصر بيستعد بطوله عربيه للمنتخبات؟ لا للانديه. للانديه بس في وقتها كان المنتخب رجال ولا سيدات؟ لا رجال. رجال. كان منتخب مصر بيستعد لبطوله افريقيا فاتقسمت فرقه النادي الاهلي الغالبيه العظمى في منتخب مصر وجزء فضل في النادي عشان يلعب بطوله عربيه. وكان عندنا اصابه كان الله يرحمه الدكتور خالد الشموطي كان عنده كارتليج وسافرنا الاردن. مين كان مدير فني؟ كان كابتن وجيه حمدي. كابتن وجيه حمدي. وكان معاه كابتن محمود فرج مساعد وسافرنا بدون لعيبه المنتخب وكان معانا كابتن عدلي القيعي وكان معانا الله يرحمه العميد مجدي عبد المنعم. سافرنا وكانت الفرقه ناقصه اضطر كابتن عدلي القيعي يتصل بالامارات كان احمد الشموطي. كان عدلي القيعي كان ماسك ايه ساعتها؟ كان ساعتها طالع معانا رئيس بعثه. رئيس بعثه عضو مجلس اداره. عضو مجلس اداره. لا ما كانش كان مدير نشاط. بس هو كان هو بيحب الطايره جدا في البلد. جدا. ولعبته المفضله الثانيه بعد الكوره. جدا. واتصل بالامارات وجاب احمد شاموتي من الامارات لعب معانا البطوله ديت. طبعا احنا كنا 5 لعيبه السادس كان لعيب تحت 18 سنه كان هاني مصلحي. وكنا بنلعب بنحاول نخلي الكوره ما توصلوش. عشان يعني لسه عشان الرهبه ولسه صغير هو مجرد وجوده جوه الفرقه عشان نكمل المجموعه.
وكان معانا ساعتها كابتن نور عطيه واحمد الشموطي ورينج لوال وكابتن احمد زكريا. ظروف صعبه جدا جدا. ورضا الغزالي وكنت انا بلعب معاهم. وكان معانا ماجد مصطفى لسه صغير برضه. كان لسه صغير ماجد وهاني كان هما الاثنين لسه صغيرين كانوا تحت 18 سنه. ولعبنا البطوله ومشينا بقى بتدرج لعبنا اهلي جده. كنا طبعا احنا اهلي جده ده على طول بنعسكر معاهم هما بيعسكروا معانا. طلع اول ماتش 3-2 بالعافيه كسبناهم 3-2. طب وكسبتوا البطوله دي يا كابتن؟ خدنا البطوله دي مركز اول ولعبنا مع رشيد العراقي. رشيد العراقي فاينل جامده. رشيد العراقي كانت فرقه قويه جدا. ده كان منتخب العراق. رشيد العراقي كان طول عمره حتى في كل الالعاب هو منتخب العراق. يوميها انا طبعا ما نمتش طول الليل خايف وحاسس ان انا هنخسر. وطبعا اتلموا عليا الفرقه لا ما ينفعش ولازم المهم ابتدينا الماتش. بصراحه اقل نقط خدتها فرقه منا في البطوله دي كان هو رشيد العراقي. ما شاء الله. الماتش طلع في حوالي نص ساعه ما شاء الله. وخدنا اول بطوله تحصل سنه 87 كانت في الاردن. 87 و98 يعني ذكريات فرق حوالي 12 سنه. ذكريات جميله. طب انجي قولي لي برضو انت اكيد يعني في بقى نتكلم يعني طبعا الكباتن هنا تدرج اجيال يعني كابتن بيتكلم في الثمانينات كابتن منى كان بيتكلم في اواخر التسعينات واوائل الالفينات. يعني خلينا نقول انت لسه سايبه الفرقه يعني نقوله طازه ما بقالكيش كتير. خلينا نقول اصعب بطوله مريتوا بيها انتوا كجيل بيلعب دلوقتي البطوله دي اصعب بطوله مرت عليكم وحسيتوا ان انتوا كانت صعبه جدا ومع ذلك ربنا كرمكم فيها؟ يمكن البطوله اللي هي كانت مع كابتن جمعه الله يرحمه كانت لسه يعني احنا الفرقه كانت لسه مش مستعده قوي او كان فيها مشاكل كتير. كانت تقريبا وكانت بطوله افريقيه ولا عربيه؟ هي كانت بطوله عربيه. انا بتكلم عن بطوله عربيه عامه. كانت سنه 2000 و تقريبا 11 12 كده. كانت فين؟ كانت في هنا في اتصالات النادي الاهلي. وماتش كان برضو كان كنا بنلعب في فرقه من الجزائر وكان ماتش تقيل قوي. 2010 2010 2010 و 13 10 13 ما اتعملتش. هي كانت 11 اتعملت والثوره 2008 و9 و10 كان كابتن رؤوف. هي بعد بعد كابتن رؤوف على طول كانت مع كابتن جمعه. انا فاكر ان يسرى قالت لي 2014 2011 دي كانت بطوله عربيه في اسكندريه وكانت جمعه الغضب ساعه جمعه الغضب. لا دي ما اتلعبتش. دي ما اتلعبتش. ما بقول لك ما اول يوم فيها كانت جمعه الغضب. دي كانت مع كابتن ممدوح اسماعيل. انا فاكر. لا اللي انا كنت بتكلم فيها 2010 تقريبا. كانت مع كابتن جمعه الله يرحمه. هي البطوله اتلعبت وهي اتلعبت لعبناها في 99 و2000 و2005 و6 و10 و16 اختاري حاجه منهم. هي 10 هي 10 اختيارات الصحيحه 10. لا هي 10 بسم الله الاجابه الاولى تونس. هي كانت مع كابتن جمعه وكانت في اتصالات النادي الاهلي. يمكن هي كانت اول بطوله عربيه مع النادي الاهلي ليا انا فعشان كده انا فاكراها. فدي برضو دي كانت صعبة. دي كانت صعبة. كانت لسه الفرقة بعد كان في فرقة مين جامدة وشاركت انجي؟ كانت تونس والجزائر. مين؟ لا مين في تونس؟ كان مين؟ تفتكري؟ لا ما افتكرش بالظبط. بس كان في أكتر من فرقة من تونس وأكتر من فرقة من الجزائر ولا لا وكان فيها كذا كان فرق كتير. وكانت هي البطولة الحمد لله يعني حسمناها. كان النتيجة 3-2 تقريبا لينا والحمد لله خدناها على كانت على أرضنا كمان كانت في صالة النادي الأهلي. صحيح. طب يا جماعة لو في كريم أحمد أو محمد سعيد من أرض الملعب لو موجودين يعني يقدروا ينقلوا لنا يعني الأجواء إيه. أنا شايف الجمهور بيبقى برضو لطيف إن يكون حد معانا من هناك من أرض الملعب. خليني برضو أرجع لك يا إنجي. ساعات يعني بيقابلكم باد لك زي مثلا بطولة أفريقيا اللي فاتت مثلا أنت لعبت فيها صح؟ نعم. وبتبقوا انتوا رايحين في التوب فورم بتاعكم وكل حاجه وبيحصل تعثر في ماتش انتوا مش متوقعينه يعني نادي الشمس احنا لعبناه قبل ما نسافر باسبوعين ثلاثه وكسبناه 3-1 تقريبا. نادي الشمس طلعنا من قبل النهائي. كلميني عن الظروف اللي بتحصل وايه اللي بيخلي الفرقه يعني كنا حاسين ساعتها ان احنا ما كناش موافقين. هو عامه في ساعات كده بتبقى باد لك للناس كلها يعني بتبقى احنا كلعيبه بيحصل لنا زي وقفه كده احنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل او دروب للفرقه كلها مره واحده. يعني مش للعيب واحد ليه في الفرقه كلها حسينا ساعتها ان انتوا في حاجه احنا مش طبيعيه بالظبط. احنا واحنا من واحنا في الملعب واحنا عمالين نتكلم يلا يا جماعه يلا يا جماعه بس تحس ان احنا كلنا لا في حاجه غلط. فدي بتحصل كده زي دروبات بتحصل لو حصلت في المجموعه ممكن نعوض. لا احنا المشكله اللي احنا حصلت معانا احنا حصلت معانا من قبلها بشويه لبعض الناس لبعض خرجت من فورمتها بالظبط. بس احنا كان في ناس تانية تشيل
بس اليوم بتاع الشمس كله. ده تحس ان الفرقه كلها ما كانتش موجوده، كله راح بقى، كله غاب عن الوعي. احنا فين؟ احنا عمالين نتكلم، احنا يعني طب حد يقوم على واحده قامت ممكن تقوم الناس صحيح. بس احنا فعلا الفرقه كلها كانت صحيح. الماتش اللي قبله كمان كانت مثلا كان في ناس برضو بس كانت في فردة مثلا زي نهلة نهلة كانت فايقة قوي ساعتها، كانت فشالت الدنيا معاهم فبدأ الناس تصحى فالدنيا شفيفة. بس يوم ماتش الشمس كان كله اوت اوف سيرفيس بالظبط صح؟ كان بس بس ده دافع كبير ان وثقه كبيره من النادي الاهلي اللي يقول لك البطوله اللي بعديها عايزين بطوله افريقيا. احنا خدنا لما رجعنا كسبنا الشمس هنا تاني يعني احنا بعديها باسبوع 3-0 برضه 3-0 في الدوري وكاس. هي يسرى كابتن منى يسرى هي عملت ماتش كبير حقيقه قبل النهائي قدام الاهلي صحيح يسرى وعودتها لنادي الشمس وكابتن نور عطيه كانت ثقه كبيره فيه انه يرجعها تاني طبعا الشمس كانت ثقه كبيره. طب خلينا يا كابتن منى اسالك برضه يعني البطولات دي او يعني تبقى ثقه كبيره من مجلس الاداره وثقه كبيره من الجماهير لما يبقى بطوله عربيه عندنا بطوله افريقيه عندنا، شايفه الثقه دي ازاي وشايفه بنات الاهلي يستحقوا الثقه دي ولا لا بامانه؟ هتكلم بس انا عايزه اتكلم على اللقطات جت عليها دلوقتي دي. انا التركي مساعد مدرب الفريق الصفاقسي. انا شكري انا التركي انا التركي انا التركي مساعد مدرب الفريق الصفاقسي وفي نفس الوقت هي المعد النفسي، بما اننا كنا بنتكلم مع انجي على الدروب اللي حصل في الفريق ولما بيحصل في الفريق الجماعي فعلا بيحصل مره واحده، فهي اول معد نفسي في تونس حتى انها شغاله مع الفريق الصفاقسي بالنسبه للرجال في كره القدم. ده ما شاء الله. لا ده احنا هنقعد نتكلم في الموضوع ده كتير، فده مهم جدا ان احنا نبدا نبص لجوانب زي اللي هي مش اللي شعرها طويل اللي شعرها قصير. ايوه اللي شعرها قصير. ايوه ايوه هي دي. لا ده احنا هنتكلم في الموضوع ده شعر طويل. لا احنا بنحدد الساده اللي بشجع. طب بص يا كابتن توقعاتكم سريعا لان لازم نروح. الاول الملعب مقفول تماما، الملعب ما فيهوش مكان حتى فوق زي ما احنا شايفين الطرقه اللي فوق مقفوله. توقعات حضرتك النتيجه ان شاء الله فوز الاهلي كام؟ ما اقدرش اقول كام بس فوز الاهلي يضمن له البطوله باذن الله. انجي ان شاء الله 3-0. كابتن محمد ان شاء الله 3-1. 3-1 طيب خلاص انا شايف خلاص لحظات تنطلق المباراه. ننتقل للصاله رقم 2 لنقل احداث مباراه النادي الاهلي ومجمع بترول الجزائري في المباراه الختاميه ولا العدوى هيتحدد بطل البطوله. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. هننتقل طبعا لمعلقنا كابتن عزب الشرباجي فالى هناك. الف الف مبروك الجهاز الفني واللاعبات، الحقيقه مكسب رائع ومكسب يعني اقول ايه اقول مكسب رائع يعني. منظر الجماهير طابلوه جميل جدا النهارده، كان احتفال كان كرنفال كبير بالحقيقه يعني. مفيش غير ان احنا نقول الف الف مبروك بطوله ورا بطوله. ملوك الصالات بيثبتوا جدارتهم الحقيقه بهذا اللقب. الف الف مبروك اول بطوله في عهد المجلس الجديد تدخل دولاب بطولات النادي الاهلي، وان شاء الله مزيد من البطولات. النادي الاهلي بيستعد ان شاء الله لخوض المزيد والمزيد مع ملوك الصالات. الحقيقه فتحتوا نفسنا الجماهير، بشكركم شكر كبير جدا لكل جماهير النادي الاهلي التراس وغير الالتراس اللي حضروا النهارده واللي تابعوا البطوله على شاشتنا وعلى صفحاتنا صفحات السوشيال ميديا. الف الف مليون مبروك. ارجع لضيوف الكابتن منى عبد الكريم، الكابتن انجي الشام، الكابتن محمد شعراوي، الف الف مبروك يا كابتن منى. مبروك مبروك مبروك. الحمد لله عملوا احسن حاجه تتعمل ان انا يعني اكسب البطوله دون خساره اي شوط، ان انا ما احطش نفسي في احتمالات ان انا الفريق البطل لازم اكسب المباراه الختاميه ايا كانت البطوله من دور واحد او كان في دور نهائي. النهارده ظهروا بمستوى لائق جدا بالنادي الاهلي، ظهروا بمستوى مميز جدا بالنسبه لهم بالنسبه للفريق المنافس. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله مبروك يا كابتن. مبروك. كابتن انجي الف الف مبروك. فرقه كبيره، فرقه عظيمه، فرقه تستحق ان هي تبقى فرقه النادي الاهلي فعلا. طبعا انا نفسي كنت ابقى معاهم ونفسي انا كنت ابقى في وسطهم. انت معاهم في الاستوديو اكيد طبعا. اكيد اكيد طبعا. بس يعني انا احساسي مختلف خالص عن عنهم وانا بعيد شويه. بس يعني انا ببارك لهم والف الف مبروك ليهم والف الف مبروك للجهاز الفني ومجلس الاداره والناس كلها. بص هي جت ملوك الصالات النهارده ايا الشامي كانت بتقول لها لازم تبقي معايا بس الاستوديو ما حدش اتاخر عليه برضه زي الملعب. كابتن محمد الف مبروك. الف مبروك للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي الجديد، والف مبروك للاعبات وللجهاز الفني والنادي الاهلي اعظم نادي في الكون. حقيقه كلمه يعني شعار ده حقيقي يعني كم بطولات افريقيه ومحليه ودوليه اعظم نادي في الكون. حقيقي
يعني يمكن الكلمة أثرت معاك كتير يا كابتن. جدا. الانتماء باين وكل حاجة. يعني شايف حضرتك حتى عينيك دمعت من الفرحة. يعني ما فيش يعني أول يعني أنا عايز أقول إن كل الضيوف في الحقيقة في الاستوديو يعني الفرحة مالية عينيهم والدموع يعني دموع المكسب ودموع الفرح ودموع حب النادي الأهلي. كابتن محمد دموعك دي غالية علينا طبعا يا كابتن، ودموع طالعة من نجم كبير أهلاوي، ويا رب ان شاء الله يعني مزيد من البطولات. بس الدموع دي بتبقى الواحد فرحان بيها لما بيلاقي النادي الاهلي في مكانه الطبيعي وفي مكانه اللي يستحقه دائما ابدا، ومنظر الجمهور ومنظر كابتن محمود الخطيب وهو يعني بيدخل الصاله الحقيقه منظر اكيد هزنا كلنا، لان ما فيش حد بعيد عن النادي الاهلي، ما فيش حد يتمنى النادي الاهلي غير الكل خير. كابتن منى انا شايف برضو دموع خفيفه كده. الحمد لله. لا ده فرح والله أكيد. يعني هي مشاعر الفرح بتبقى مشاعر مؤثره، وكلنا فخر ببنات النادي الاهلي، وانا فخوره اصلا ان انا كنت مره يعني في يوم من الايام كنت لاعبه للنادي الاهلي، كنت لاعبه في هذا الفريق اللي صنع الحمد لله مع يعني زميلاتي ومع اجهزه فنيه كتير يعني بطولات كتيره للكره الطايره، وشاركت يعني في صنع بسمه، والنهارده البسمه مستمره مع الجيل ده ان شاء الله تكلل كمان بالتوفيق في البطوله الافريقيه ان شاء الله. انجي أنا بقول لهم ألف ألف مبروك، فرقة فعلا تستحق كل تقدير واحترام من أصغر واحد حتى للي ما شاركوش مع في البطولة دي، برضو كان ليهم نصيب كبير اللي هم يعملوا حاجة زي كده أو الفرقة تعمل حاجة زي كده. بصراحة خليني أقول لك حاجة كمان وأنت بتتكلمي، آسف، دي فرقة سبورتنج قاعدة بتتفرج على الماتش. فريق سبورتنج خلص ماتشاته وكان المفروض يروح امبارح ولكن فضلوا يقعدوا، ده أكبر دليل على نجاح البطولة إن حتى الفرقة اللي خسرت مش عايزة تسافر. صحيح صحيح. يعني أو مش قصدي خسرت، يعني خلصت ماتشاتها. كله بيتفرج على النادي الأهلي. صحيح. كله بيشوف النادي الأهلي هيعمل إيه، كله بيشوف فرقة زي الفرقة العظيمة دي بتلعب إزاي وبتعمل إزاي، كل ده بتتعامل. طبعًا. الكاس شكله جميل والحقيقه يعني انا بس مش عايز انسى شكر يعني جمهور النادي الاهلي اللي كان ليه دور كبير جدا في اخراج البطوله بالشكل ده. الحقيقه يا جماعه لو اقدر اشكركم واحد واحد هشكركم الحقيقه. جمهور عظيم الحقيقه، جمهور يعني اقول ايه، اعظم جمهور في الكون كله. وعايز اقول حاجه كمان، هم دول ملوك الصالات. صحيح، هم دول ملوك الصالات فعلا. يعني احنا لما بيبقوا موجودين خلاص احنا مش قلقانين على اي فرقه بتلعب. وكمان كل الشكر والتقدير بامانه شركه برزنتيشن كمان الراعي الرسمي لقناه النادي الاهلي، لان هي السبب الحقيقي طبعا وراء نقل البطوله بالشكل ده ونقل البطوله على اكثر من قناه. نشكرهم شكرا جزيلا ونقول مستنيين من شركه برزنتيشن المزيد والمزيد عن حقوق البث والتسويق لماتشات العاب الصالات. يمكن ده هيحط الالعاب الصالات في مكان تاني. شركه برزنتيشن لما هتخش هذا المجال بهذه القوه، وامبارح شفنا شركه برزنتيشن وهي بتنافس في شركتين كبرتين قطريتين واخذت منهم خليجي 23، يعني ان شاء الله يكون ليها وجود كمان في العاب الصالات، واكيد ده هيساعدنا. كابتن يعني منى، يعني بتهيألي وجود التسويق الرياضي وشركه بتقلي برزنتيشن تخش في العاب الصالات وتنقل لنا بطولات زي كده تخلي زي ما بيقولوا الماتشات والبطولات منقوله على الهواء، اكيد هنلاقي المنظر ده وهنلاقي جماهير وهنلاقي اقبال. ولا راي حضرتك يا كابتن؟ مهم جدا طبعا تسويق اي بطوله مهم، حقوق البث مهمه، اللعبات الجماعيه قعدت فتره طويله قوي ما حدش مهتم بيها، لما تذاع مباراه تذاع على استحياء مباراه نهائيه او غيره الا يعني صحيح. القليل صحيح. شيء جميل وطيب انه يكون في حراك بالشكل ده في الوسط الرياضي. يعني شركه برزنتيشن اللي عملته مش بس ان هي سنحت لنا الفرصه ان احنا ننقل المباراه على الهواء وكذا قناه ونغطي التغطيه دي خاصه في قناه النادي الاهلي، لا دي يعني لما بتشتري حقوق البث بتدفع للاتحادات ملايين، الملايين دي بتساعد في اعداد المنتخبات. صحيح. يعني الموضوع من كل الجهات برزنتيشن بتقدم خدمه للرياضه بصراحه. اكيد صناعه الرياضه. صحيح. صناعه صحيح. الرياضه اللي احنا صحيح. كنا بنتكلم عليها برضو النهارده. صحيح. يعني ده جزء كبير جدا. صحيح. كابتن محمد خش بقى في الكلام الجد. اتفضل. يعني التسويق الرياضي ووجود شركه بحجم برزنتيشن بتقتحم العاب الصالات بالوضع ده، وشفنا حتى يعني دوري الطايره تم يعني شراؤه حقوق بس وشركه برزنتيشن، وان شاء الله شايفين الباسكت وشايفين غيره وغيره. بتهيألي حاجه زي كده اكيد هتحط العاب الصالات في المقدمه، مش هتبقى دايما العاب شهيده. والله طول ما في الجمهور اللي احنا شايفينه ده كل الشركات هتتهافت على انها تاخد البطولات دي، وكل ما عملنا بطولات قويه وفيها فرق كويسه والمستوى عالي كل ما هنشد الجمهور وكل ما هيزداد الطلب على
المباريات وهتزيد اسعار المباريات دي والشركات هتتفافت عليها عشان تسويقيا. يعني انت النهارده بتعمل جمهور، بتعمل قاعده كبيره للناس تتفرج على ماتشات، ماتشات كويسه وعلى مستوى عالي. فاتمنى ان احنا نستمر بهذا الوضع ان شاء الله. انا بس بستاذن، اتمنى من قناه النادي الاهلي نستمر على هذا الوضع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ان شاء الله. ان شاء الله انا هستاذن زمايلي في الكنترول ينقلوا لنا اصوات هتاف الجماهير، انا عايز اسمعهم دي، عايز اسمع احتفالاتهم يا جماعه. الحقيقه يا جماعه انا عايز اقول يعني الحصان الاسود، يعني اللاعب رقم واحد لعشرة هو الجمهور الحقيقه. وطبعا تشريف كابتن محمود الخطيب المباراه النهارده ما كانش حد متوقع ابدا انه يجي المباراه، واصراره على حضوره انه يجي يشارك هذه الجماهير فرحتهم، ويشارك فريق الطايره للسيدات فرحتهم. اكيد نبض الفرق ونبض العاب الصالات مش بعيد، ودي صوره طبعا لكابتن محمود الخطيب وهو بيحضر في المقصوره، ومعاه كابتن خالد ناصف سليم، ومعاه رئيس الاتحاد العربي للكره الطائره. الحقيقه لما نلاقي المنظر ده نلاقي، لا نحس ان في تظافر من كل الجهات في النادي الاهلي، سواء مجلس اداره ممثلا في رئيسه الكابتن محمود الخطيب، سواء الجهاز الفني، الجمهور. فاسترجع واقول صاحب الفرح النهارده الحقيقه هو الجمهور، هو المنظر اللي احنا شايفينه ده يا جماعه. في جمهور قد كده ثلاث اربع مرات خارج الصاله ما استطاعش انه يخش. واحنا بنتكلم في ماتش طائره للسيدات، يعني لو انا بقول النهارده لو الماتش ده في صاله واحد كانت امتلأت الصاله عن اخرها بجمهور النادي الاهلي الواعي اللي فاهم. يعني انجي بيتهيألي حقيقي لو صاله واحد كان فيها المباراه كان جزء كبير من الصاله هيتملي بجمهور النادي الاهلي. اعتقد كانت نص الصاله ممكن تبقى جمهور النادي الاهلي بالمنظر اللي انا شايفاه، واللي هو الناس كتير اللي واقفه بره، والتنظيم برضه الالتراس ما شاء الله يعني ماشيين بنظام وطالعين بنظام ومفيش اي مشاكل في اي حاجه. طبعا هيبقى اكيد بص الالتزام، خلي بالك التزام في كل حاجه، كل حاجه دلوقتي حتى اقصى حاجه بيرموها الورق، يعني باحتفالا مفيش شماريخ في الصاله. لا لا خلي لا بالك لو شمروخ او اتنين اتولعوا في الصاله ممكن ناس كتير تصاب بالاختناق. هم واعيين لده وعارفين ده. لا الحقيقه هم مراعيين اللي في بنات، اللي احنا بنات، وهم عارفين ان هم ده ماتش بنات، غير لما بيشجعوا في مثلا الماتش الماتشات الباسكت غير خالص. لا هم بيبقوا عارفين، هم فاهمين ان ده ماتش بنات، وفاهمين ده يعني وعي جامد، وعي عادي بصراحه من الالتراس. النادي الاهلي كسب، ما سابوش الصاله ومشوا. صحيح قاعدين مستنيين عشان تكريم اللعيبه. صحيح وتكريم الفرقه، يعني جمهور فاهم فاهم ايه اللي بيحصل. خلينا نقول شعار كده للبطوله دي، يعني خلينا نقول جمهور الاهلي هو الاصل احسن جمهور في مصر. خلينا نقول ان الشعار ده يعني خلينا نقول الشعار ده حقيقي، يعني جمهور، يعني الشعار ده بيتقال يعني جمهور الاهلي هو الاصل احسن جمهور في مصر. ده حقيقي فعلا. يعني الكلام اللي بيتقال ده وحضورهم بالالتزام ده الحقيقه انا ما عنديش كلمه اقولها غير جمهور واعي فاهم وواعي وعارف امتى يساند فرقته وامتى. مفيش واحد من الالاف الحاضره دي بالظبط، مفيش واحد من الالاف اللي بتهتف دي هتف. انا بتهيألي لو حد خرج عن النطاق هتلاقي الجموع بتوقفه عند حد تقول له لا احنا كذا. يا جماعه يعني موضوع في منتهى الروعه. ولازم برضو ما ننساش بالشكر يا كابتن منى المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد، تنظيم البطوله منظمه الاتحاد بالشكل اللائق ده، خد على عاتقه دخول الجماهير. يعني هو في التليفون معايا وكابتن احمد عبدايم مدير تنفيذي الاتحاد قال احنا خدنا مخاطره دخول الجماهير. هم الناس كانت شايفاها مخاطره، هم ما كانوش شايفينها مخاطره. صحيح، مهم جدا انه ابقى عارف اتعامل ازاي مع مجموعات الجماهير، مجموعات الالتراس. الالتراس عندهم عقائد كتيره جدا في مساله التشجيع، يعني ممكن يكون في ظروف معينه خلت في شكل معين، ممكن استغل بعضهم في بعض الامور في اوقات معينه في ظروف سياسيه بتمر بيها البلاد، لكن في الغالب شكلهم حلو، تنظيمهم حلو، بيشجعوا حلو، مكانتهم حلوه جوه الملعب وهتافهم حلو. وهتافهم حلو احلى واحلى بيهز الدنيا كلها. كده يا كابتن مره كمان ان انت النهارده اللي بيلعب فاينل النهارده النادي الاهلي، النادي الاهلي بينجح اي بطوله موجود فيها. وجود اسم النادي الاهلي في اي بطوله بيعقبه جمهور كبير جدا، مستوى عالي جدا، فبينجح اي بطوله وجود النادي الاهلي فيها. صحيح. طيب
كباتن انا بتهيألي كلنا متشوقين نشوف المراسم، خلينا نروح نشوف المراسم ونرجع لحضراتكم تاني عشان نستكمل احتفالنا، عشان نشوف مين كسب في التوقعات. وخلي بالكم هنشوف مين كسب في اللعيبه وكله هيتحاسب. نروح للملعب يا جماعه نشوف تسليم الجوائز. وصولوا على المركز الثاني، مبروك للاتحاد المصري للكره الطائره على التنظيم الرائع للبطوله، مبروك للاتحاد العربي والثقه الغاليه اللي اعطاها للاتحاد المصري بالتنظيم للمره الثانيه على التوالي. بشكر كل الساده الحضور اللي نورونا النهارده في البطوله العربيه، شكرا جزيلا لاشقائنا العرب، ومتمنيين ان شاء الله ان نلتقي دائما في البطولات العربيه على ارض مصر. شكرا جزيلا لكل الأشقاء العرب اللي نورونا في البطولة، الصفاقسي التونسي، مولودية الجزائر، شباب الصحافة السوداني، سبورتينج، النادي الأهلي. مبروك البطولة للنادي الأهلي، ألف مبروك على التنظيم للاتحاد المصري للكرة الطائرة، شكرا جزيلا للاتحاد العربي على الثقة الغالية في الاتحاد المصري للتنظيم للمرة الثانية على التوالي. ومن دواعي سرورنا النهاردة وجود رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب. بشكركم، إن شاء الله نلتقي في بطولات مزيد من التقدم لسيدات العرب. شكرا، شكر خاص لرجال الاتحاد العربي سمو الشيخ علي بن محمد بن خليفة وما ينوب عنه، والأستاذ محسن صالح رئيس لجنة الاحتكام، الأستاذ جهاد خلفان الأمين العام للاتحاد العربي، الأستاذ فراس الحلوجي نائب الأمين العام، ولجنة الاحتكام والاتحاد المصري ممثل في رئيس الاتحاد الأستاذ خالد ناصف سليم. والآن مع تسليم جوائز البطولة العربية رقم 19. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، بانتهاء فعاليات البطولة 19 للأندية العربية للكرة الطائرة للسيدات، حان وقت التقديم والتتويج
لمن كد وعرق وأنكس. اسمحوا لنا بتقديم ضيوفنا الكرام. ندعو كوكبة الرياضة العربية الموجودة بيننا على أرض الكنانة المصرية للمشاركة في تقريم الفرق. السيد محسن صالح رئيس لجنة الاحتكام، المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري، تفضل نجيب. الحكم الدولي توفيق ادريس السودان، الحكم الدولي بلحاد عبد الحكيم الجزائر، الحكم الدولي منى المكاوي مصر، الحكم الدولي مروى محمود حسني مصر، الحكم الدولي نجلاء طلعت مصر، الحكم الدولي أماني محمد مصر، حكم الدرجة الأولى منا محمود حسني، مراقب الخطوط أماني إيهاب، ريهام طلعت، سارة قط، منة الله صالح. كل الشكر والتقدير للسادة حكام البطولة. أدار هذه الحقوق البطولة حكام جميعهم أنسات وسيدات. جميع الحكام الذين شاركوا في إدارة البطولة سيدات وأنسات من جمهورية مصر العربية، كل الشكر. والآن تقديم كؤوس المهارات الفردية، كأس أفضل معد، اللاعبة رقم 2 جهينة ششتوت المجمع الجزائري، يسلم الجائزة الأستاذ جعفر نصيب عضو لجنة الاحتكام في البطولة العربية، فليتفضل. تعال أستاذ جعفر، تفضل أستاذ جعفر. سمير أفضل لاعبة مركز 2، يسلم الجائزة الأستاذ عبد الله العدوان عضو لجنة الاحتكام في البطولة العربية، للاعبة رقم 6 جهاد محمد الصفاقس التونسي. كأس أفضل لاعبة مركز 3، يسلم الجائزة السيدة هناء حمزة رئيسة اللجنة المنظمة العليا للبطولة، للاعبة رقم 12 فريدة العسلاني الأهلي المصري.
هناء هناء لف كأس ثاني أفضل لاعب مركز ثلاثة. يسلم الجائزة الأستاذ أحمد عبد الدايم مقرر لجنة الاحتكام بالاتحاد العربي ومدير البطولة للاعبة رقم 20 فرح محمد عباس نادي سبورتينج. كأس أفضل لاعبة مركز أربعة. يسلم الجائزة السيدة نوال شفيق عضو لجنة الاحتكام بالبطولة للاعبة رقم 8 زهرة بن سالم المجمع الجزائري. كأس ثاني أفضل لاعبة لمركز أربعة. يسلم الجائزة العقيد ياسين أمين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة واللاعبة رقم 7 فاطمة الخراط الصفاقسي التونسي. كأس أفضل لاعب حر أفضل ليبرو. ويسلم الجائزة المهندس ياسر قمر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري واللاعبة رقم 7 مريم مصطفى محمد النادي الأهلي. كأس أفضل لاعبة بطولة. ويسلم الجائزة الدكتور عياد المصراتي عضو لجنة الاحتكام للاعبة رقم 1 آية حمدي الشامي النادي الأهلي. صورة تذكارية للاعبات الحاصلات على كؤوس المهارات مع السادة ضيوف البطولة. عشان المصورين ما عدوش بس. خلي الفرق تيجي بقى. دخل الفرق نلتزم يا جماعة. اسمه ايه؟ الجزائري اسمه ايه؟ افرقهم. والان جاء تكريم الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الاولى. المركز الثالث وفريق المجمع الجزائري والميدالية البرونزية. تفضل فريق المجمع جزائر.
المركز الثاني وفريق الصفاقسي التونسي. المركز الأول والميدالية الذهبية والنادي الأهلي. يتفضل كل من السيد فراس الحلوجي الامين العام المساعد للاتحاد العربي للكرة الطائرة، المهندس ياسر قمر عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، لتسليم الميدالية البرونزية لفريق التجمع الجزائري، فريق المجمع الجزائري. يتفضل كل من الأستاذ فراس الحلوجي المهندس ياسر قمر لتقديم الميدالية البرونزية. الميدالية الفضية وفريق الصفاقسي التونسي. يتفضل كل من السيد جهاد خلفان الامين العام للاتحاد العربي للكرة الطائرة، العقيد ياسين امين عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، لتسليم الميدالية الفضية.
يتفضل السيد محسن احمد صالح رئيس لجنة الاحتكام، المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، السيدة هناء حمزة رئيس اللجنة المنظمة لتسليم الميدالية الذهبية والنادي الاهلي. والآن جاء ختام التتويج كأس البطولة، يقدمه الأستاذ محسن أحمد صالح مندوبا عن سمو الشيخ علي بن محمد آل خليفة لكابتن النادي الأهلي. والاتحاد العربي والاتحاد المصري لكرة الطائرة.
فالف مبروك. الحقيقه ليله مش حلوه بس على ملوك الصالات والعاب الصالات، ليله حلوه على النادي الاهلي كله وعلى جمهور النادي الاهلي. الحقيقه مفيش حد اهلاوي النهارده مش هينام مبسوط، مش هينام مبسوط بس مش عشان المكسب، عشان الشكل العام كله. جماهير واعيه فاهمه هي بتعمل ايه، مفيش فرد امن واحد واقف في الصاله عشان يحفظ الامن، الجماهير نفسها هي اللي منضبطه. شفنا كابتن محمود الخطيب وهو في ارض الملعب وهو معشوق الجماهير، محدش من جمهور النادي الاهلي نزل الملعب وكابتن محمود الخطيب موجود، لانهم على وعي كامل ان هم مش عايزين يبوظوا الليله. الحقيقه بنشكر جمهور النادي الاهلي من القلب الحقيقه، وبنشكر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب ان هم يعني كابتن محمود جه المباراه الحقيقه دي اديت لها تقل جماهيري بشكل تاني خالص، خلت الناس تحس ان النهارده فعلا حدث يهم يعني مجلس اداره كله زي ما بيهم جمهور النادي الاهلي. ارجع لضيوفي طبعا في الاستوديو كابتن منى عبد الكريم وكابتن انجي الشامي والكابتن محمد شعراوي. انجي الف مبروك لايا، احسن طبعا ايا الشامي اختك، الف مبروك احسن لعيبه بالبطوله. الله يبارك في حضرتك يا كابتن، ربنا يخليك. انا بس عايز اقول معلومه صغيره، لايا كانت بتلعب وصباحها مكسور. صباحها مكسور في ايديها اليمين. ايديها اليمين وهي يمكن وهي بتلعب هي مربطاه، وبقى لها فتره طويله ما كان ممنوع اصلا ان هي يعني هي تتحرك خالص لان الشرخ كان بيزيد. ومع ذلك قبل البطوله قررت ان هي تفك الجبس واللي هي تنزل تلعب، ولا هشارك مع فرقتي وهلعب. الحمد لله اللي هي كانت على قد المسؤوليه واللي هي خدت احسن. لعلمك هو ده سر المكسب، يعني لما تبقى هي عندها كسر يعني في صباعها او شرخ في الصباع وتصر انها تلعب عشان تكون لاعبه، لا يعني بصراحه دي نجمه من فولاذ زي ما بيقولوا. الحمد لله، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. وبابا اخباره ايه دلوقتي؟ اكيد طيب. بابا في الملعب. يعني ما شاء الله ينجي معانا في الاستوديو وايه في الملعب، ان شاء الله احنا ايه مش هنخلي حد يخرج بره خالص. ايوه صح. كابتن يعني يوم جميل ويعني مكسب حلو، اكيد بيفكرك بايام حلوه. الحمد لله. بص انا في احصائيه كده، عارف ال 2017 الاهلي عدى عليه 110 سنه. في احصائيه كده كنت سمعتها بس الرقم مش في بالي دلوقتي تحديدا، لكن تقريبا 540 بطوله في الالعاب الجماعيه بما فيهم كره القدم خاضها النادي الاهلي، منهم حوالي 90 بطوله لبنات الطايره في الاهلي بس. فدي حاجه تدعو بالفخر، وما شاء الله الحصيله عماله تزيد، فالحمد لله. الحمد لله. خدي بالك دي مسؤوليه، لان طبعا اللي جاي في بطوله افريقيا وعندنا في الصاله، فطبعا مسؤوليه كبيره ولازم اعداد ولازم شغل، لان الحقيقه الجماهير دي مش ممكن ابدا نخذلها في بطوله افريقيا اللي جايه ان شاء الله. اكيد بطوله افريقيا اللي جايه ان شاء الله هنا في مصر يكون في استعدادات كويسه، يكون اللي تعب كمان خف، يكون الفرق اللي هتمثل مصر الاهلي وايا كان الفريق الاخر اللي معاه يكونوا دخلوا في ماتشات كتير في الدوري، يكونوا وصلوا الفورمة حلوة، دخلوا معسكرات تانية خارجية كمان، استعدوا كويس. الأجانب اللي جايين يكونوا تأقلموا أكتر مع الفريق الأهلي سواء فيوليت أو كاترينا، ويكون في أداء أحسن إن شاء الله. الصورة دي يعني بشكر، أنا بشكر طبعا فريق الإعداد والكنترول كله يعني، ومخرجنا الكبير الاخراج طبعا استاذ بيبو، طبعا بنشكره على اللقطه دي. يعني دي لقطه لتربيه ايه لايديها قبل ما تنزل الملعب. يمكن احنا دلوقتي عرفنا السر من انجي ان ايه عندها كسر في الصباع الصغير، صح؟ صغير باين من الصوره، لان انا ما كنتش اعرف المعلومه دي، انا عارف انها خفت، ولكن حته ان هي بتربط ايديها حتى هي بتطلب التربيط. ولو تاخدوا بالكم هتلاقي الاخصائي طبعا العلاج الطبيعي والدكتوره ايمان معاهم، يعني دكتور رانيا عبد العزيز ودكتوره ايمان كامل معاها بيربطوا. لا يعني بامانه تستحق احسن لاعبه، بتهيألي اللحظه دي بقى يعني بعد ما بتكسب احسن لاعب بتهيألي كل الالام وكل التعب وكل الاصرار الواحد يعني عناه او تعب لايه او هي حست بيه، بتهيألي اللحظه دي يعني خلاص بتنسى كل شيء. ولا ايه رايك يا كابتن محمد؟ اكيد الفوز باللقب ده، وده لقب كبير جدا كأحسن لعيبة في بطولة، وبطولة قوية بيخليها تنسى أي إصابة موجودة فيها. يعني كسر بتلعب آية عملت بطولة كويسة جدا، مع إن فترة إعدادها كانت بسيطة جدا لأنها حصل لها كذا مشكلة وكذا إصابة قبل البطولة. يعني أنا شفت إصابات كتير وقليل، بس حد يبقى عنده شرخ أو لاعب عنده شرخ في إيده وبيلعب بطولة زي دي وياخد أحسن لاعب أنا ما شفتهاش قبل كده. يروح النادي الأهلي، وده اللي بنتعلمه في النادي الأهلي. ان مهما يكن الاصابه عندي او مهما تعب او اي ظروف بتواجهني، طالما
بتحط قدام النادي الاهلي يبقى النادي الاهلي نمره واحد. صحيح. حتى لو الواحد بيضحي بنفسه. الاهلي فوق الجميع. فوق حتى الجميع. نفسك. يعني بالزبط. يعني آية قالت لك أنا يعني أنا مش عارف أقول حاجة يعني غير ألف مبروك يا آية وبارك لك يا إنجي طبعاً. احنا عايزين بس نشكر في مجموعة من اللاعبات. لا ما احنا لسه هنخش على بيت احنا ليه بنتكلم فلازم برضه لا لا نشكرهم. لا 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 ده احنا هنخش على الموضوع ده ونشوف كل. بس انا ليه بخص آية بالذكر؟ لأن آية خدت أحسن لعيبة أحسن لعيبة يعني كل المهارات شاملة استقبال إرسال ضرب. تستاهل فعلاً لأن هي برغم إن إيديها مكسورة. أنا بعتبرها من ضمن المحترفات. صحيح يعني محترف. دي المحترفه نمره 3 عندنا في صحيح صحيح. طيب كابتن منى كنا بنسجل ورا طبعا كابتن هناء حمزه طبعا والده مدح مصطفى احسن ليبرو وعضو مجلس اداره الاتحاد اللي كانت بتذيع الاذاعه الداخليه في الصاله كتبنا وراها اللجنه المنظمه كمان اللجنه المنظمه العليا المنظمه. صحيح. احنا كنا بنكتب وراها كؤوس اللاعبات كلها ممكن نقولهم تاني للسادة المشاهدين؟ نقولهم تاني. أفضل معد كهينة شتوت المجمع البترولي الجزائري رقم 2. أيوة. أفضل لعيبة مركز 2 جيهان محمد الصفاقسي التونسي. أفضل لعيبة مركز 3 فريدة العسقلاني النادي الأهلي. تاني أفضل لعيبة من مركز 3 فرح محمد من سبورتنج وبنبارك لها برضو لأن فرح قدمت مستوى طيب مع زميلتها. أفضل لعيبة مركز 4 زهرة بن سالم المجمع البترولي. تاني أفضل لعيبة مركز 4 فاطمة الخراط من النادي الصفاقسي. وأفضل لاعب حر مريم مصطفى من النادي الأهلي. وأفضل لعيبة آية الشامي من النادي الأهلي. يبقى احنا النادي الأهلي حصل على 3 كؤوس من أصل 8 في أفضل لاعبات أو أفضل مهارات. وسبورتنج أخذ كاس واحد يعني الموضوع تقريبا مناصفة. مصر حصلت على 4 كؤوس. صحيح. وباقي الفرق سواء تونسية أو جزائرية يعني اخذوا 4 كؤوس. بس تهلا انجي يعني وكابتن منى مش عارف تشاركنا الراي كون ان في 4 كؤوس راحت لفرق جزائريه وتونسيه ده يوضح قد ايه الفرق البطوله كانت قويه وكان فيها مهارات وكان في فرق على مستوى عالي. زي ما احنا قلنا يا كابتن هو كل فرقه فيها عناصر مميزه يعني كل اللي خدوا عناصر مميزه في فرقهم سواء الجزائر او تونس كل واحد فيهم كان عنصر مؤثر في الفرقه اللي ويدل على قوه البطوله طبعا. لان طبعا لما بتبقى 4 كؤوس من اصل 8 تروح للفرقه التونسيه والجزائريه وحامل اللقب ياخد 3 كؤوس من اصل 8 بس يبقى معنى كده ان البطوله كانت قويه. طبعا البطوله كانت قويه جدا. مين اللي كسب؟ فين؟ اللي كسب في اللي لسه في ولا مش لازم نقول ولا مش نقول ولا هو احد محمد شعراوي طلع فرمان ان احنا نلغي المسابقه اللي حصلت في استوديو التحليل. بس خليني اقول يعني ان كابتن شعراوي اتسحب وكابتن منى عبد الكريم اثنين عليا يا كابتن اثنين عليا مش معقول يا هاجي معاك يا كابتن هاجي معاك لو سالا بتاع باسكت بس مش هسد معاك في اي حاجه خدني ليبرو معاك يا كابتن 4-4 يعني كابتن منى توقعت حاجات وكابتن انجي توقعت حاجات الحقيقه وكانت مناصفه وتوزيع الجوائز هيبقى بعد الاستوديو يا كابتن. بس الحقيقه اكبر جايزه ليك يا انجي صراحه. لا انا خدتها خلاص. انا خدتها الحمد لله الحمد لله كلنا. بس قولي الايه بقى بعد اذنك بعد كده لما تقول لما تيجي الاستوديو ما تزعلش وتفضل تقول لك عزاكي معايا في الملعب قول انا بروح الاستوديو بتاخد احسن لعيبه قولي لها كده. هي والله يا كابتن سابتني يعني عشان خاطر حضرتك بس عشان يعني هو عشان برضو اللي هي تبقى شايفه هي برضو بتبقى مشتته شويه وانا فوق يعني انا بتبقى على طول شايفه فانا برضو قلت ابعد شويه عشان هي تبقى مركزه اكتر. خلي بالك انا بهزر يعني طبعا هي وجود انت وجودك معاها في الملعب له دور كبير جدا خاصه انت يعني لعبتوا مع بعض سنين وعارفين حافظه امكانياتها وحاسه بيها يمكن اكتر واحده يمكن مش هتقول لباباها ومامتها الكلام ده تقوله لك انت. هي فعلا احنا بنقعد نتكلم كتير قوي في الملعب حتى وانا كنت بلعب لما بتيجي هي تشوف حاجه فيا انا وانا مش مثلا في حاجه هي شايفاها بتيجي تقول لي انجي فيكي كذا او اعملي كذا او سوي كذا. صحيح. فاحنا احنا كنا يعني احنا اصحاب اكتر ما احنا اخوات يعني احنا على طول بنتكلم مع بعض لا خلي بالك كذا اعملي كذا ما تعمليش كذا فلا دي كانت حلو ان الكره الطائره بتلاقي الاسره ما شاء الله كلها واخده التراك يعني بس ما احنا من الاب بنتكلم احنا قد الهوا ان حتى لو مثلا كابتن حمدي الصافي طبعا زوجته كابتن رحاب الغنام كابتن مصر والنادي الاهلي لكره السله وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله لما تلاقي الاثنين ولادهم بيروحوا ناحيه الطايره فجينات الطايره برده مسيطره ونفس الكلام بالنسبه لكابتن يسرى برده نفس الكلام بالنسبه لك كابتن منى العيله كلها ما شاء الله انت وكابتن يسرى ومحمد ومحمد كريم طبعا صحيح الحمد لله واخدين التراك كله يا كابتن الحمد لله الاسره ليها فضل كبير
من واحنا صغيرين الموضوع يعني عايز تلعب يبقى لازم تجتهد، يبقى لازم تتفوق، يبقى لازم تبقى الاول، ما ينفعش تبقى بتضيع وقت وخلاص، وهتضيع هتروح تضيع وقت في النادي يبقى هتضيع وقتك للمذاكره، عايز تروح للنادي وتتفوق هتروح المدرسه برضو وتتفوق. فاي اسره بتلاقي عندها يعني لعيبه وصلوا لهذه المرحله من اللعب بتلاقيها كافحت كتير، بتلاقيها تابعت ولادها كويس. فوالدتي ربنا يديها الصحه، والدي الله يرحمه كانوا معانا في كل مكان، كانوا اول ناقد لينا لما يشوفوا بالعين كده حاجه مش مظبوطه في الملعب ولا حاجه. ف يعني الاسره ليها فضل كبير. كنت عايزه اتكلم على مجالس ادارات النادي الاهلي مش المجلس الحالي بس، رغم اني ببارك له لانه دي اول بطوله طبعا على مستوى دولي كبير للنادي الاهلي بعد تولي المجلس الجديد بقياده الكابتن محمود الخطيب اللي كان شرف في النهارده المباراه. مجالس ادارات النادي الاهلي عملت فرق البنات في النادي، وانا شفت مجالس ادارات كتيره وتعاملت مع مجالس كتيره منهم مجلس الكابتن مرتجي، الفريق مرتجي، كابتن صالح، الكابتن عبده صالح الوحش، الكابتن حسن حمدي. اتعاملت مع كل هذه المجالس، فرق البنات زي فرق الولاد، فرق البنات ليها طلبات بتجاب زي فرق الولاد، تقدير البنت اللي بتلعب البطله زي تقدير الولد بالظبط. فكل ده ساهم انه كل ما بيعدي عليا يوم بحاول ابقى احسن في اليوم اللي بعده، واتمنى دايما النادي الاهلي يكون على هذا المنهج على طول. يعني ان شاء الله هو يعني سياسه واحده ورماشيه يا كابتن. يعني احنا كنا بنتكلم قبل الهواء حضرتك كنت بتقول البطوله دي مهمه، البطوله دي علت الطايره كمان واسره كره الطايره يعني في جوه النادي الاهلي. يعني البطوله دي تمثل كتير اكيد النادي الاهلي قبل أسر كرة الطائرة، شايف الكلام ده ازاي؟ أنا شايف إن دلوقتي قطاع البطولة في النادي الأهلي بالنسبة للسيدات عامل إنجازات كبيرة جدا، وده بيخلي المجلس الإداري بيهتم بالقطاع البنات. يمكن إحنا عندنا في قطاع البنات في الكرة الطائرة عندنا زي ما بتقول منجم ذهب، عندنا مجموعة ناشئات كويسين جدا جدا جدا، وأنا متوقع خلال سنتين أو ثلاثة هيحصل عملية تبديل من الناشئات نفسهم بتوع النادي الاهلي للدرجه الاولى. عندنا قطاع فيه شغل كويس قوي وفي بنات على مستوى عالي جدا، وهيوصلوا في يوم من الايام ان هم يكونوا فرقه جامده. طبعا النادي الاهلي ومجلس ادارته ونشاطه الرياضي ما بيبخلوش باي شيء على الفرقه الرياضيه، طول ما انت بتحقق وماشي في الخط السليم، طول ما انت بتاخد وكل طلباتك بتجاب. الحقيقه يعني كابتن عاصم يعني عاصم السعداني طبعا راجل رياضي وراجل شغال بحقيقه وشغال يعني عمل انجازات كبيره وفي عهده حصل انجازات كبيره الحقيقه، يعني خدنا بطولات كتيره جدا فعلا كان وقته ملوك الصلاه فعلا كل جدا جدا في كلامه يعني حتى وحتى في ظهوره يعني هو في ظهوره مكل جدا، بس الحقيقه هو يعني شغله لا ينقطع الحقيقه، بنحييه برضه لان لازم نديله حق الحقيقه. وعايزين نبارك لمجلس اداره النادي الاهلي الجديد اكيد طبعا باول بطوله تخش النادي ان شاء الله، وان شاء الله البطولات هتستمر وهتتوالى لان دي فتحه خير وبتفتح نفس بقيه الفرق ان هي تحتذي بحذو فرقه الكره الطايره بتاعت السيدات ان شاء الله. عندنا بعد كده الولاد وعندنا بطوله الدوري العام بتاع السيدات خلال شهر شهرين هتكون نهوها ان شاء الله، هيعقبها بطوله افريقيا للنساء ويعقبها برضو الدوري العام للرجال وبطولة افريقيا للرجال، فان شاء الله يكون موسم حافل بالبطولات ان شاء الله كبير معهم باذن الله ان شاء الله. طب اعزائي المشاهدين كان مراسلنا في ارض الملعب كانوا عملوا لقاءات مهمه او لقاءين مهمين مع نهله سامح كابتن الفريق وفريده العسقلاني طبعا احسن مركز ثلاثه صح يا كابتن احسن سنتر بلوك في البطوله. خلينا نشوف اللقاءين دول وارجع لحضرتك مستمرين معاكم كل مشاهدينا، ومعانا طبعا احد نجمات فريق النادي الاهلي كابتن نهله سامح. مبروك النهارده الفوز، بطوله مهمه زي ما بنقول النهارده، كمان كان ليكم ظهور مميز جدا، حابه تقولي ايه بعد التتويج بالبطوله 19؟ الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ان احنا قدرنا ننهي المباراه لصالحنا الحمد لله 3-0. الحمد لله طبعا فريق المجمع فريق قوي دايما بينافس على البطوله العربيه. يمكن كنا مضغوطين في الاول بس قدرنا نرجع للمباراه ونسيطر عليها الحمد لله وننهيها 3-0 الحمد لله. لازم بناكد على الجمهور والمفعول السحري ليه بالنسبه لي بصراحه، يمكن اداءك كان رائع من اول يوم في البطوله، رسالتك ليهم ايه بعد التتويج النهارده بالبطوله؟
طبعا انا بشكرهم جدا، هم كان لهم دور كبير جدا معانا في اللي احنا قدرنا نوصله ان احنا نفوز بالبطوله. يعتبر هم يعني كانوا بتاثيرهم على الفريق المنافس عالي جدا، الحمد لله سهلوا لنا الماتشات واشكرهم، واتمنى ان هم يفضلوا معانا ان شاء الله. شكرا لكل زملائك اللي تحاملوا على نفسهم وكان ليهم اصابات واجهادات كبيره لكن قدرتوا ان انتوا تحققوا البطوله، تحب تقول لهم ايه؟ طبعا الف مبروك ليهم وبشكرهم طبعا كلهم، وهم دايما رجاله وهيفضلوا رجاله ودايما متعودين ان هم في الاوقات الصعبه بيبانوا الحمد لله. شكرا لك. كل الشكر طبعا والتقدير للكابتن نهله سامح، وزي ما بنتكلم طبعا هنحاول نتكلم مع كابتن فريده العسقلاني. كابتن فريده طبعا في البدايه بقول لك الف مبروك على الفوز وعلى البطوله، بطوله مهمه جدا، حابه تقول ايه في اللحظات؟ انا حابه طبعا اشكر الجمهور قوي عشان هو جانا كل ماتشاتنا، فمبسوطه قوي ان هم موجودين والحمد لله ان احنا كسبنا، كان فريق صعب قوي فالحمد لله. الجمهور ده يمكن ليه طابع كبير وليه رساله كبيره وليه تاثير كبير جدا. طبعا تاثيره جامد قوي علينا، فمبسوطه ان هم جم يعني الحمد لله. نور ياسين ببارك لك طبعا يا كابتن نور، في البدايه الف مبروك، بطوله مهمه، حابه تقولي ايه لكل الجمهور والاعضاء مجلس الاداره؟ حابه طبعا انا اقول شكرا لكل الجمهور طبعا ان هو بعد فضل ربنا ساعدنا جدا ان احنا نكسب، الحمد لله ان احنا بمساعده طبعا رئيس النادي قدرنا ان احنا كروح ان احنا نعلى جدا ونكسب الحمد لله على طبعا نهائي التعبير. تحبي تقولي ايه للجمهور الكبير اللي ساند من اول دقيقه لاخر دقيقه؟ شكرا جدا، واحنا اصلا يعني من غيركم كناش عملناها، ونتمنى جدا ان هم يجوا لنا في كل ماتش. جيت طبعا معانا شروق فؤاد احد نجمات النادي الاهلي، مبروك طبعا يا شروق، بطوله مهمه وبطوله قويه، حابه تقولي ايه بعد التتويج النهارده بالبطوله؟ الحمد لله الله يبارك فيك اولا، يعني تاني حاجه هي البطوله اصلا تتحسب لجماهير النادي الاهلي، من غيرهم ما كانتش النتيجه هتطلع بالسهوله دي يعني، وهم اصلا من اول البطوله وهم مساندينا في كل حاجه، فبقت البطوله دي ليهم والجهاز الفني طبعا وفرقتنا كلنا تعبنا والله الحمد لله يعني. خليني كمان، انت حملتوا على نفسكم بشكل كبير، كان لعيبه عندها اصابات ولعيبه عندها بعض الاجهادات، ازاي قدرتوا تتحاملوا على نفسكم؟ احنا كلنا والله عندنا اصابات، كله بيشتكي من حاجات يعني عنده في جسمه، بس احنا ما عندناش يعني اللي هو عندنا اصابه فان احنا نقعد، لا خالص احنا بنأهل على طول جلسات دايما يعني الحمد لله يعني، بنيجي على نفسنا عشان خاطر الجمهور النادي الاهلي. تقولي لجمهور النادي بهدلهم البطوله دي يعني، هي دي احسن حاجه ليهم بصراحه. يعني الحقيقه لقاءات يعني تبين قد ايه مدى فرحه اللاعبات وفرحه يعني الجمهور الكريم، مش عارف يكلم اللاعبات من هتاف الجماهير. الحقيقه كان يوم جميل، كان كابتن منى بتقول لنا قبل الهوا يعني المفروض يستحدثوا كاس جديد في البطوله، احسن لعيبه صعيده. اتمنى فعلا لو الاتحاد العربي عاوز ينشط الكره الطايره النسائيه وعاوز يقدر المواهب النسائيه الجديده اللي طالعه يستحدث كاس احسن لعيبه صعيده، ودي يكون مثلا سنها من مثلا اصغر سن في البطوله لغايه سن مثلا 18 19. بالظبط كده. مين يستحقها لو اتعملت البطوله دي؟ نور. نور الله ياسين يعني كنت اتمنى انها يعني تاخد الكاس ده لو الكاس ده موجود، لانها البنت عندها 16 سنه بتعمل كل اللي عليها في الملعب واكتر، بتتصرف في الكوره ما بتشتكيش، كوره عاليه كوره واطيه بتحاول تتصرف فيها، بلوك مميز ارسال مميز روح عاليه. ده بس ارسالها الدوره ديت ما مش كويس يعني، المره الدوره اللي فاتت بس لا ما شفناش خلصت ماتشات بالارسال، لا ما شفناش كتير على الارسال يعني، انا ما شفتش نور البطوله دي على الارسال. لا هي ممكن احنا ممكن كنا نصنفها ان هي من احسن الناس اللي بتضرب سريع في الفرق كلها يعني، هي من الناس اللي هي سريعه جدا. سبايك برضو كسيرف هي من احسن الناس اللي بتضرب، ما حققتش نقط زي الدوره اللي فاتت، الدوره اللي فاتت خلصت ماتشات بالسبع ثمانيه بونت ورا بعض. ما هو معلش هي كانت النهارده البطوله دي كانت على الشبكه وحش، ممكن تكون البطوله الثانيه يعني اللعيب اللي بيبقى عنده مهارات كتير ده مش لازم لو صادف بطوله طلع كل مهاراته كويس، انما ممكن يبقى ايه البطوله دي بس هي تصنف ان هي افضل ناشئه موجوده في البطوله كلها. طيب خليني اقول بعض الاخبار اللي تخص كره السله، عندنا دوري مرتبط برضو سيدات، الاهلي فاز على نادي الشمس امبارح 78-61، فاز النهارده على هليوبلس 79-63، وفي مباراه بكره مهمه الاهلي مع سبورتنج الساعه 6 هننقلها ليكم ان شاء الله على الهواء، وهنعمل استوديو تحليلي بكره قبليها بساعه باذن الله من الساعه 5، والمباراه هتكون الساعه 6 ان شاء الله. ورجال طائره الاهلي يفوز على الطيران 3-1،
حقيقه يعني انتصارات وشغل جوه النادي الاهلي على قدم وساق في العاب الصالات. تاني بكرر بكره ان شاء الله مباراه مهمه في دوري مرتبط للسيدات الاهلي وسبورتنج الساعه 6 ان شاء الله. الاهلي بيقترب بقوه لحسم دوري المرتبط، هو حامل اللقب السنه اللي فاتت، وان شاء الله السنه دي كابتن ايهاب الالف المدير الفني واللاعبات بيقوموا بدور كبير. الحقيقه حصل طفره في كره السله سيدات السنه الماضيه والسنه دي الحقيقه يشهد لها الجميع. بكره مباراه مهمه ان شاء الله، اذا النادي الاهلي فاز فيها بكره هيكون حسم بطوله دوري المرتبط وبطوله جديده تنضم الى بطولات النادي الاهلي. والنهارده برضو الطيران الف مبروك النادي الاهلي، طائره جاري الطائره يفوز على الطيران 3-1، برضو ماشيين بخطى ثابته. الحقيقه انتصارات كثيره ان شاء الله، واكيد يعني الانتصارات دي مش جايه يعني زي ما بيقولوا وليده الصدفه، شغل واعداد بيبذل منذ شهور عشان استعداد الموسم الجديد. ارجع يعني برضو عايز ارجع لموضوع ايه برضو انجي، يعني عايز اديها حقها بصراحه، لان هي الحقيقه يعني عملت يعني شغل كتير جدا، وان هي تلعب يعني زي ما بيقولوا وهي مش في فورمتها البدنيه وتقدر تاخد احسن لعيبه، الموضوع ده محتاجين نتكلم فيه مرانا وتكرارا. طب قولي لي باباكي ومامتك لما عرفوا ان ايه عندها كسر في الصباع وفكرت تلعب ما لقتش مقاومه من الاسره؟ هو طبعا حضرتك عارف كابتن هيثم اللي انا بابا اصلا كان مدرب بولي وكان ماسك يعني مدير فني وكده، فهو دايما كان يعني هو حتى هو مدير فني واحنا كنا بنلعب معاه كان بيجي علينا يعني لا انزلي العبي، لا انت لازم تشيلي مسؤوليه، شيلي مسؤوليتك، شيلي فرقتك، لا ما ينفعش، لا فهو بابا طبعا كان خايف عليها وكان قلقان هو وماما، بس برضه هو بيسيبنا احنا اصحاب القرار، انت قدها شيليها مش قدها خلاص. صحيح. فهو لا قال ايه لو انت قادره تلعبي العبي، لو مش قادره خلاص. قلت له انا هلعب، فقال لها خلاص قرارك. ما شاء الله ما خذلتوش وخدت احسن لعيبه في البطوله. الحمد لله يعني الحمد لله اللي هي على فكره انجي كانت كده برضو كانت بتلعب وهي مصابه في ظهرها وبتلعب وهي مصابه في ركبتها. العيله كلها كده واضح. لا ما زال كلها كده يعني اذا كان الاب ودي صور تاني الايه بعد حصوله على كاس حتى مش قادره تسقف يا عيني على ايديها المصابه يعني ربط الصباعين. وبرده على فكره كانت تعبانه جدا وانا كان برد جامد ومش عارفه تاخد نفسها وبرده معانا على التليفون برده نفس الكلام. لا هي وحش ما شاء الله. احنا قلنا ان هي المحترفه بتاعتنا فالمحترف لازم لازم يضحي. صحيح هي الضحيه بكل حاجه على فكره. هي اجلت الترم يعني حتى في الكليه اجلت ترم واجلت دراسه واجلت كل حاجه عشان كده اخذت احسن لعيب. صحيح صحيح. طب كابتن يعني خلينا نقول برضو ندي طبعا كابتن حمدي الصافي حقه الحقيقه، لانه بنى فرقه فيها كل عناصر المكسب، اجيال مش بس بيعتمد على جيل واحد. خد بالك بتبقى مشكله يا كابتن محمد ان يبقى الفرقه كلها جيل سن واحد، لان لما بيبطلوا بيحصل دروب جامد. هو عمل تدرب في الاعمار السنيه، استخدم لاعبات زي فريد العسائي النادي الهوبلس، عمل توليفه حلوه بحقيقه بحيث ان يبقى في وفره في المراكز. خلينا نتكلم عن الموضوع ده شويه. والله هو كابتن حمدي عامل فرقة لكل واحد في الفرقة له احتياطي، مش له احتياطي، له لعيب بديل زيه في نفس المستوى في نفس مستواه. فعشان كده لما بيحصل أي تغيير في الفرقة ما بتلاقيش الفرقة بيحصل لها دروب. أنت أما تكون فرقة مش جاهزة أو في فرق مستويات، أما بتنزل لعيب مكان لعيب بيحصل فيه دروب في الفرقة. صحيح. إنما أنت لو لاحظت حصل كذا تغيير في البطولة والفرقة زي ما هي نفس الريتم ونفس الأداء. ليه؟ لان هو بيمرن كل الفرقه بنفس المستوى. صحيح. معانا جهاز فني على مستوى عالي جدا، معانا ناس تجهيز فني ولياقه بدنيه على اعلى مستوى، جهاز طبي بدليل على كده ان لو في ايه الشامي كانت اصابتها شديده جدا او ما تقدرش تلعب ما كانوش هيلعبوها. وفي خبر برضو يا كابتن محمود الخطيب بيهنئ طبعا رئيس النادي الاهلي بيهنئ سيدات الطائره بعد التتويج العربي، والحقيقه اكبر تهنئه ليه هو قدمها بحضوره المباراه. طبعا طبعا. فبقول لحضرتك احنا معانا جهاز طبي على اعلى مستوى كمان مع الفرقه، خلى ايه تقدر تلعب المباراه، وفي نفس الوقت هي لو كانت هيحصل لها اصابه كبيره من اللعب ما كانش كان هيرفضوا ان هي تلعب. صحيح. طب كابتن احنا يعني عندنا لقاء مهم، الزميل كريم احمد يعني عمل لقاء او بيعمل لقاء مع المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري لكره الطائره. خلينا نشوف اللقاء ده ونرجع لحضراتكم. الكره
طايره، مبارك لك طبعا على التنظيم وعلى الاداء الرائع. بالنسبه للبطوله العربيه، شايف النهائي بالنسبه لك ازاي؟ وبشكل عام البطوله شايفها ازاي خالد؟ طبعا الحمد لله والف مبروك للنادي الاهلي، واحنا كنا متوقعين فوز النادي الاهلي. طبعا المباريات كانت قويه جدا زي ما احنا شفنا المستوى. طبعا دي تاني بطوله الاهلي يحصل عليها، واتمنى ان احنا نقدر نستمر ان شاء الله في تنظيم البطوله العربيه السيدات، لانها كانت زي ما انت عارف كانت متوقفه فتره وبعدين رجعت السنه اللي فاتت. وزي ما انت شايف الاقبال الجمهوري وكابتن موجود كابتن محمود الخطيب النهارده، ده مدي دفعه برضه لرياضه الكره الطايره والرياضه النسائيه كمان في مصر. عايز كمان اشيد بالاتحاد المصري على كمان ان ما كانش في تذاكر بالنسبه لدخول الجمهور، وحاجه حاجه طيبه جدا ان انتوا تنجحوا البطوله ان يبقى الدخول مجاني. اللافته دي كمان طيبه جدا بالنسبه لكم. احنا بنحاول نعمل كل حاجه لزياده انتشار اللعبه، ده الهدف الرئيسي بتاعنا. انا يهمني ان كل واحد يجيب اهله واولاده وييجوا يتفرجوا على المباراه. انا يعني يمكن يعني اسأنا اختيار الصاله انها كانت صغيره، يعني اتمنى في البطوله الافريقيه الانديه ان شاء الله نختار الصاله الاكبر ويبقى في عندنا جمهور اكبر ان شاء الله. سالتك لكل الناس اللي نظمت، رؤساء البعثات، الفرق المشاركه، كل الناس اللي نجحت البطوله دي، تحب تقول لهم ايه في رساله؟ بشكر كل رجال الاتحاد وكل اسره الكره الطايره، لانه التنظيم مش مجرد تنظيم مباريات، ولكن برضو الجمهور بالتزامه ده بيدينا نجاح اكبر. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا لرئيس الاتحاد المصري على هذه البطوله الرائعه والمميزه. زي ما بنقول طبعا مبروك للنادي الاهلي في هذه البطوله رقم 19، كان اداء رائع بالنسبه طبعا لكابتن حمدي الصافي. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله، واكيد مزيد من البطولات خلال الفتره القادمه. حابب نوجه الشكر للمهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد وكل اعضاء مجلس الاداره. الحقيقه تنظيم رائع، خدوا على عاتقهم حضور الجماهير، ما كانوش قلقانين من حضور الجماهير، والجماهير كانت عند حسن الظن. يمكن كابتن منى كان في موضوع بنتكلم عليه قبل الهوا بخصوص عدد البطولات والبطوله نفسها اقيمت كذا مره، ففي معلومه مهمه حضرتك عايز توضحها. كان المهندس خالد ناصف بيتكلم على انه دي تاني مره على التوالي للنادي الاهلي، لكن هي الحقيقه الثامنه كمان في تاريخه، ومفيش حد فاز بالبطوله دي غير النادي الاهلي. يعني رغم ان هي 19 قيمه النادي الاهلي، يعني محدش فاز غير النادي الاهلي بالظبط. فنيجي هنا نسال، طب دي البطوله 19، طب الاهلي فاز بيها 8 مرات ازاي ومحدش فاز بيها؟ حتى البطولات اللي ما اتعملتش ما اقيمتش تم احتسابها في عدد البطولات، زي دورات الالعاب الاولمبيه يعني بيدوها للي قبله. يعني لو الاهلي خدها سنه مثلا 2007 2008 ما اتعملتش، لا بتتعد في الرقم بس لكن ما تتعدش في البطوله. ف الاهلي هو طب يا جماعه يعني طب حتى يعني كابتن هيثم قال حتى اتعملت ما اتعملتش يعني يعني احنا بنقول حتى النادي الاهلي لو البطوله ما شاركش فيها برضه خدها، فيعني دي المعجزه دي. لا بس يا 8 مرات والنادي الاهلي هو اللي بياخدها كل مره، الحقيقه يعني الموضوع في منتهى الجمال يعني. وخدي بالك السنه الجايه في الصفاقس ان شاء الله، يعني برضه هتبقى بطوله مش سهله. انا عايز اتكلم في نقطه في الموضوع ده، لانه الدوري المصري عندنا والمسابقه المحليه مش بقوه المسابقه المحليه في تونس او مسابقه المسابقه المحليه في الجزائر. صح. ومع ذلك ان انت هتحافظ على ريادتك على المستوى العربي وريادتك على المستوى الافريقي، على طول بتنافس، ما خدتش اول، انت موجود في الفاينل، ده شيء مش سهل ابدا. صحيح. مش يعني مع انه المنافسه محدوده جدا جوه مصر، يعني يمكن الاهلي والشمس وسبورتنج، حتى ساعات ممكن تلاقي فريق منهم من المنافسين مش دايما داخلين مع الاهلي في أو واضح انه في نتيجه هتحصل، ده بيبقى صعب على الفريق. وهنا تحدي حقيقي انه قدر ان هو يحافظ على القمه دي رغم انه في ظروف محليه ما بتسمحلوش دايما او تسمح للبنات ان هم يظهروا افضل ما عنده. صحيح، احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير وقلنا حتى كابتن حمدي لما كان معانا ازاي بيقدر ينافس نفسه، الموضوع ده كان في منتهى الصعوبه. ازاي تقدر تنافس نفسك على المستوى المحلي؟ ما فيش منافسه شديده تذكر، يعني يمكن في تونس هنلاقي كورتاج، هنلاقي الصفاقسي، هنلاقي الترجي. الترجي عنده فرق بنات الجامعه، ما اعرفش الترجي عنده فرق بلد السيدات ولا لا، بس عايز اقول هتلاقي اربع خمس فرق في تونس نفس الكلام. في وكان في النادي الافريقي كمان التونسي له تاريخ كبير في بدايه بطولات افريقيا. النادي الافريقي يعني بتلاقي اربع خمس فرق محليه قريبين من المستوى، فبيبقى في منافسه. بس يمكن حتى انجي انتوا كنتوا عندكم المشكله دي، كنا دايما بنسالكم السنه اللي فاتت، فكان كابتن حمدي الصافي بيقول ان هو بيستعيد عنده ان هو يعلي الحمل التدريبي وتخش الماتشات تعبانين. الكلام ده صحيح؟ احنا طبعا احنا كنا بنتمرن 6 ايام في الاسبوع، 6 ايام تقريبا كل يوم من 4 ل 5 ساعات، ف
فطبعا ده يعني انا كنت بقول لكابتن حمدي الصافي يعني انتوا بتديهم اجازه، قال لي اجازه يعني ايه اجازه؟ احنا ما عندناش حاجه اسمها اجازه فعلا والله، احنا كان اجازتنا الوحيده يوم واحد ده لو خدناه يعني، ده في ساعات بنبقى في ماتشات او في حاجه بيبقى ضغط، في طبعا في قبل البطوله مثلا دي هم داخلين دخلوا معسكر صبح بعد الظهر، فاحنا ما كنا ما فيش هزار يعني، احنا معروفين هناك. طب انجي خلينا نقول برضو ان في لاعبات على مستوى عالي جدا ولاعبات كويسين قوي ما اشتركوش في البطوله في القائمه بتاعت الفريق، لازم نذكرهم ولازم نقول ان اللاعبات دي مستواهم عالي وظروف لائحه البطوله 12 لعيبه بس اللي بتشارك، غير كده هم جاهزين نقدر نقولهم. في ايه الشافعي ده الليبرو الثانيه، في مايا ممدوح، في سلمى، في سهيله، وفي ندى وليد، وفي ميار، الناس دي برضو ناس لعيبه كوار جدا ولعبوا منتخبات كمان طبعا، ثلاث ارباعهم كانوا منتخب وهم طبعا مقصرين مع الفريق، وتقريبا هم نفس يعني نفس مستوى اللي جوه، بس طبعا هي بتفرق حاجات بسيطه بين اللي جوه واللي بره، فلا يعني الناس دي برضو عامله مجهود جامد، والناس دي بتمرنا معاهم وتمرين صبح وبعد الظهر ومعسكر يعني برضو. ان شاء الله نشوف بطولات ثانيه. وكمان انا برضو عايز اشيد برحمه المهندس الحقيقه ونرمين المنشاوي ان هم رانا الجوهري ورانا الجوهري صحيح ودانا، يعني يمكن ما انا مش عايز انسى حد عشان ما حدش يزعل، هم كان ليهم دور كبير جدا في البطوله دي، يمكن ما شفناهمش فترات طويله في ارض الملعب، بس الحقيقه هم نجمات فوق العاده، ولو خدوا يعني وقت اكتر، هي ظروف بطوله، لو خدوا وقت اكتر مش هيقلوا عن اللي في الملعب. لا ما بيقلوش، اي واحده هتنزل زيها زي اللي جوه. صحيح، يعني مهم جدا، خلي بالك يا انجي الحته دي، لانه مش بس المكسب بيجي من اللي في الملعب، يعني البنش بلايرز او اللي بيبقى، مش معنى انه بنش بلايرز انه احتياطي، لا، اللي صادف وجوده في البطوله او صادف وجوده وقت معين على البنش، لو روحه مش مع الفرقه بره انا ليا وجهه نظر كمان يا كابتن، اللي بره ده بيبقى يعني لما ينزل ملعب بيبقى اصعب من اللي جوه، اللي جوه واخد على جو الماتش وجو المباراه، فهو لكن اللي بيجي ينزل من بره لجوه هو مطلوب منه اللي هو يغير نتيجه، او مطلوب منه اللي هو يعمل حاجه فارق، فده طبعا ده بيبقى عبء على اللي بره اكتر من اللي جوه، فانا رايي اللي بره ده بيبقى شايل مسؤوليه اكتر حتى من اللي جوه. صحيح، برافو عليك. خلينا نروح لمراسلنا محمد سعيد، عمل لقاء مع كابتن حمدي الصافي، عريس طبعا النهارده اليوم، نشوف اللقاء وارجع لحضراتكم تاني. عوده من جديد كابتن هيثم في الصاله 2 بمجمع صالات استاد القاهره، ومعي طبعا النهارده الكابتن حمدي الصافي المدير الفني لابطال العرب ارسات كره الطايره. مبروك كابتن حمدي الفوز بالبطوله للعام الثاني على التوالي، تقول ايه باللحظه دي في الحضور الجماهيري الكبير ده؟ الحمد لله لحظه سعيده طبعا، بنكسب وسط جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، وبنكسب بجداره ومع فرقه قويه، كل فرقه قويه الشمال الافريقي موجوده، نهائي قوي جدا، اقوى كمان من السنه اللي فاتت، فريق الجزائر فريق محترم جدا وفريق قوي، الحمد لله ادينا مباراه قويه وفرحنا جمهورنا وفرحنا مجلس الاداره بتاعنا. البطوله استعدت لها ازاي؟ وايه الاختلاف بينها وبين البطوله السابقه اللي كانت برضه الفاينل بتاعها مع المجمع الجزائري؟ لا، البطوله دي اكتر فيها محترفين، فيها فريق الصفاقسي قوي، فريق مجمع قوي، رغم كل عدد الفرق، لان ثلاث فرق منافسين اقوياء جدا ومعاهم فريق سبورتنج. ومستوى البطوله اعداد كويس للبطوله الافريقيه، ده التارجت بتاعك في مارس القادم؟ اكيد طبعا، احنا بنشتغل على السيزون كله كوحده واحده، ابتدينا بالبطوله العربيه والحمد لله عندنا لسه الافريقيه الحمد لله. البطوله السنه دي مين اللي من اللاعبات اللي طلع معاك بشكل كويس او تم تصعيده او شارك معاك، خاصه من البنات صغار السن؟ عندنا في صغار السن عندنا دانا شوقي ونور ياسين، قدوا مباريات قويه جدا، ولكن فريق النادي الاهلي مش فريق نجم واحد، عندنا فريق جماعي بيعتمد على الجماعيه وكلهم نجوم الحمد لله. بطولة افريقيا ان شاء الله يعني الاهلي اقرب ليها في ظل ان معاك بطل تونس بطل الجزائر. طبعا افريقيا ليها شغل تاني خالص، عندنا في فرق كينيا برضو، فرق كاميرون قويه، هيبقى المنافسه كمان اصعب من كده كمان. طيب، احصائيات البطوله توقع في النهايه، افضل ارسال، افضل حائط صد، يعني افضل ضارب، ان شاء الله كل ده من بنات الفريق الاهلي الانسات لكره الطايره، ولا شايف المنافسه هتبقى ازاي بالذات في الافضل اللاعبات خلال البطوله؟ الاهلي طبعا البطل، وعندنا كذا لاعبه تستحق انها تتوج بكاس المهاره في كذا مهاره، وان شاء الله باذن الله هنشوف الاحصائيات دلوقتي، واتوقع فوز كذا لعيبه اكتر من لعيبه. طيب، جمهور الاهلي بقى اللي في خلفيه الصوره مع حضرتك كابتن حمدي، تحب توجه لهم رساله تقول لهم ايه؟ واشكرهم جدا، العام الثاني على التوالي بيقفوا ورانا وبيبقى عامل اساسي معانا في تحقيق الانجاز، وطول ما هم ورانا ان شاء الله باذن الله هنحقق انجازات كتير. بالتوفيق يا كابتن حمدي، شكرا جزيلا. كابتن هيثم ده كان لقاءنا مع كابتن حمدي الصافي المدير الفني لانسات الكره الطايره بالنادي الاهلي،
بطل العرب للعام الثاني على التوالي بيستعد لافريقيا في مارس القادم، لكن في هذه اللحظات خلاص الكل بيستعد لمراسم التتويج. الاهلي على راس البطوله بطلا للعرب للعام الثاني، وان شاء الله البطوله الافريقيه في مارس في صاله الامير عبد الله الفيصل وسط الجمهور الكبير، وسط هذا الجمهور العريض اللي بيشجع وبيآزر بنات وانسات فريق الكره الطايره وكل العاب داخل النادي الاهلي. عوده من جديد اليك كابتن هيثم السعيد مع هذا المشهد الرائع، جماهير النادي الاهلي اعظم جمهور في الكون. هنفضل نعيد ونكرر ان الجندي المجهول، مش المجهول، الجندي يمكن الحصان الاسود للبطوله هو الجمهور. زي ما شايفين ده المنظر ده بعد الماتش وبعد التتويج، الجماهير ما فيش واحد من الجمهور نزل ارض الملعب، وما فيش فرد امن، ومنتهى الالتزام في التشجيع، ومنتهى الالتزام في حتى في الهتافات، مقدرين ان ده ماتش سيدات. هتقولي جمهور يعني، بص شايفين المنظر ده، بص الجماهير واقفه على السور، يعني بيتهيألي لو واحد وقع غلط هيطلع تاني، مش هيفضل في ارض الملعب. يعني انتوا متخيلين جماهير بالعدد ده، مفيش اي يعني حاجز يمنعهم من نزول الملعب. ومين؟ كابتن محمود الخطيب يروح كمان ارض الملعب مع شوق الجماهير ومع شوق الالتراس، ويروح الملعب ومفيش حد ينزل عشان ياخد معاه صور او يتصور معاه او لا. يعني يا جماعه الموضوع فيه وعي كبير جدا، وانا بشكر الحقيقه، يا ريت يسمعوني، يا ريت يعني كلامنا يوصل لهم. انا بشكركم شكرا، لو قدرت يعني واحد واحد منكم اشكركم بنفسي على المنظر الحضاري ده. هو ده المنظر الاهم من مكسب البطوله، هو اللي انتوا عملتوه ده. ليه؟ لان ده هيبقى بدايه خير ان الجماهير شايفين تشجيع هتاف. يعني انا دايما حتى بعرف عن الالتراس ان هم ليهم بعض انواع التشجيع بيبقى فيها شويه عنف، شويه مش عنف يعني، باور عالي في التشجيع وطاقه. الحاجات دي كلها ما طلعتش النهارده، لان ما ينفعش، ده ماتش سيدات وصاله مغطاه. حتى الهتاف، حتى اسلوب التشجيع، كل ده يعني اختاروه بعنايه عشان ما يبقاش مشكله في ارض الملعب. احتفلوا مع فرقتهم، كان في وقت الماتش مأزم ماشي نقطه بنقطه، مش هيقولك لا ده الجمهور كويس وملتزم عشان الاهلي بيكسب. لا، النهارده في الشوط الثاني خلصان 25-23، كابتن محمود الخطيب في ارض الملعب، الجماهير اللاعبات بيستلموا الكؤوس، مفيش واحد نزل. انتهت مراسم التسليم، الجمهور بدا ينسحب ويخرج من الصاله بكل تنظيم وبكل احترام. مهما قلنا ومهما عدنا بنشكركم من كل يعني قلوبنا ان انتوا عملتوا كده، بان انت صدرتوا المشهد ده للخارج. وان شاء الله احنا منتظرين شكل جمهور النادي الاهلي في ماتش اتلتيكو مدريد. السلام ضد الارهاب هو ده الشعار، فاحنا عايزين نصدر للعالم كله ان احنا زي ما احنا دوله بتقف بكل ما اوتيت من قوه ضد الارهاب، وبنستخدم مع كل الطرق اللي ممكن نستخدمها عشان نوقف هذا السرطان الخبيث اللي بينتشر في المنطقه كلها، بنفس الطريقه اللي احنا بنحارب بيها الارهاب والعنف والشر اللي نضرب بيها على هذا السرطان الخبيث. عندنا امن واستقرار، وعندنا بطولات على اعلى مستوى نقدر ننظمها، والرقيب هو الجمهور نفسه. وانا بقول لكم وانا بتحدى ده، وخلينا نشوف في يوم من الايام لو حتى ماتش اهلي زمالك وجمهور الاهلي والزمالك جوه، انا بتحدى اي حد هتلاقي ان الجماهير ملتزمه. انا بقول ده ليه؟ حصل الموقف ده من سنه، وحصل ان جماهير النادي الاهلي كانت في صاله النادي الاهلي، ودخل جمهور النادي الاهلي جمهور نادي الزمالك الصاله، وكان الجمهورين قصاد بعض وقعدوا ساعه. الحقيقه انا بقول ليه كده؟ لان جمهور النادي الاهلي هو اللي ضرب المثل. جمهور النادي الاهلي دايما زي النادي الاهلي هو اللي بيقود الدفه داخل مصر في الانديه كلها، وبيقود الدفه وبكل الرياده في كل شيء. جمهور النهارده بيبقى هو ليه الرياده، جمهور النهارده بيقول لا احنا بعد كده مش هيبقى فيه رقيب، مفيش حتى شركه امن خاصه واقفه جوه الاستاد، اللي موجود المنظمين، ومع ذلك مفيش واحد من الجمهور. انا بتهيألي لو حد نزل من الجمهور الاغلبيه تقول له اطلع من فضلك ارجع تاني على المدرجات. النادي الاهلي النهارده ضرب مثل بالرياده، واتمنى الحفاظ على هذا المشهد، واتمنى ان شاء الله ان الماتشات اللي جايه تكون بنفس الانضباط ونفس زي ما بيقولوا المشهد الرائع. لان الحقيقه الجمهور يعني في ماتشات الكوره هيبقى غير، هيبقى اعداد بقى الافات مؤلفه، يعني ممكن 60,000 50,000 40,000. يا ريت يكون بنفس الانضباط ونفس الالتزام، لان النادي الاهلي جمهوره رائد زي ما النادي الاهلي نفسه رائد. يعني انا عايز اسمع تعليق ضيوفي برضو على الجمهور وعلى اهميه الحفاظ على المشهد ده. صحيح، انت قلت حاجه مهمه جدا يا كابتن هيثم، انه لو في حد خرج عن الاطار من المجموعه المفترض ان هي ترجعه تاني للاطار.
او اذا اصر بقى بعد كده على الخروج عن الاطر والنظم خلاص ما يبقاش موجود في المجموعه. احنا عاوزين مجموعه تشجيع نظيف، صحيح، تشجيع مثالي، تشجيع للفريق. مصر مرت بظروف صعبة نتيجة اللي حصل في الملاعب، اللي حصل في أول فبراير 2012 في مباراة المصري والأهلي، وبعدها مباراة إنبي والزمالك الله يرحمهم جميعا. لكن احنا يعني نتمنى انه دايما التشجيع يبقى في هذا الإطار، لانه هي دي الصورة اللي احنا عاوزينها دايما موجودة. طيب يعني انجي تعليقك ايه على الحفاظ على الصوره دي؟ كابتن احنا روح الفانيلا الاهلي هي جمهور النادي الاهلي بجد، يعني هو هم بيدونا مثل دايما قد ايه النادي الاهلي ده عظيم، قد ايه هم زي ما احنا بنحترم النادي الاهلي كلاعيبه، هم بيحترموا النادي الاهلي كجمهور، هم اللي واقفين على طول في ظهرنا، هم السند لاي فرقه سواء في مكسب او خساره. لا الجمهور هو تقريبا روح النادي الاهلي. صحيح كابتن محمد، يمكن جمهور النادي الاهلي بقى واعي دلوقتي ان عدم حضوره في المباريات اكبر خساره للنادي الاهلي، والنهارده هو ضرب بالمثل ان احنا مش عايزين حاجه. الالتراس وجمهور النادي الاهلي قالوا احنا مش عايزين غير ان احنا نخش نشجع، سيبونا نشجع والدنيا هتبقى ما فيهاش مشكله. يعني اكبر خساره للنادي الاهلي عدم وجود جماهيره، ما انا ما ينفعش يبقى عندي جماهير بالملايين ومش قادر يعني تخش لي. فالنهارده التابلو اللي اتعمل وتصدير مشهد رائع، تهيألي ده اهم مكسب من البطوله كمان. والله اصل الرياضه بدون جمهور ما تبقاش رياضه، ولا حتى اللعيبه بدون جمهور تقدر تأدي. الجمهور ده حاجه اساسيه عشان اللعيب يقدر يأدي ويقدر يطلع كل اللي عنده. صحيح. والجمهور متهيألي اتعلم ان الفتره اللي فاتت اللي اتمنع فيها الجمهور من مباريات حس قد ايه هو محتاج ان هو يحضر المباريات دي. صحيح. بالتالي هم اتعلموا ان مفيش اي خروج عن النص، والنادي في حاجه ليهم، والنادي يعني هم اللي بيوقفوا الفرق دي على رجليها. صحيح. من التشجيع بتاعهم وقفهم وراهم. صحيح. يعني بص يا كابتن محمود الخطيب راح لهم، محدش نزل من الجمهور عشان يلتقط مع صوره التذكاريه. نوع من الالتزام. التزام، في التزام. طيب يعني انا ليه بقول كده؟ بقول لان بص كابتن محمود الخطيب، خلينا نقول معشوق الجماهير، حلو الكلام. طيب لما انا دلوقتي بص اللي يفصل بينه وبين كابتن محمود مفيش حاجه، متر، محدش نزل، ومحدش تدافع من ورا نط الملعب بالظبط عشان ينزل، وكابتن محمود راح لهم عشان يسلم على اللي قصاده. طبعا ما طلبوه بدل ما ينزلوا، هو طلبوه ان هو يجيب، ولما راح مش هيسلم على كل المدرج، لا طبعا، فسلم على اللي قصاده. وكابتن محمود تراجع تاني ورجع وقف في الصف اللي فيه يعني كبار الشخصيات، ما شفناش حد تدافع ونط. هات لي فرد امن واحد مانع الجمهور العظيم ده انه ينزل، مفيش. والله ده احنا بنشوف دلوقتي يعني درس للجمهور رائد، درس. انا بقول جمهور النادي الاهلي النهارده رائد في كل شيء، هو افضل جمهور، جمهورنا جمهور النادي الاهلي يعني ده افضل رائد جمهور في كل شيء الحقيقه، لان يعني الناس عارفه هي بتعمل ايه، صحيح، وبتشجع ازاي، والطريقه اللي تشجع بيها ايه، حتى طريقه تشجيعهم بتلاقي كله رتم واحد، ما بتلاقيش واحد يمين وواحد شمال، كله ليهم نفس اسلوب، حتى دخلاتهم اللي بيعملوها كان ناس فرقه بتتمرن زي فرقه فولي. صح. زي فرقه كوره، منظمين، كله في تنظيم وفي واحد بيقود التشجيع. صح. وبيقود الحركات وبيقود كل شيء موجود في المدرجات، ولو قال ستوب. صحيح، فاهمني؟ ففي تنظيم. وخلينا اقول برضو يعني كباتن طبعا حضراتكم موجودين وكابتن منى موجوده وكابتن انجي طبعا كلكم يعني ادرى مني بهذا، الرياضه المصريه الفتره الاخيره شايفه طفره، يعني كاس العالم كره قدم تاهلنا الحمد لله بعد 28 سنه. بعد 28 سنه يعني بتهيألي دي سنه هتبقى زي ما بتبقى عاملها بماركر كده في حياتك، عارف لما تلاقي السنين وتلاقي سنه عاملها بماركر كده مميز. صحيح. 2017 كانت مميزه في تاهل كاس العالم، عندك بطولات افريقيه كتير جدا النادي الاهلي دخلته، عندك منتخب الطايره الشباب اللي لعب وخد خامس عالم، عندنا انجازات كتيره، ومنتخب 19 اللي كان في البحرين برضه عمل شغل كويس جدا. يعني قصدي اقول لك انه في طفره كبيره جدا في الرياضه، ناقصنا بس نكمل التابلو ده، التابلو اللي هو وحتى على المستوى التسويق برزنتيشن، بتاخد بطوله خارج وبتنافس شركات قطريه وبتكسب. يعني احنا عايزين، مش عايزين نقول اسامي، ولكن شركات قطريه كبرى كانت محتكره بطوله خليجي دي وبتذاعها، يعني زي ما بيقولوا بيجوا من البيت ياخدوا البطوله. لما يجي يعني في كل المجالات الرياضه ماشيه كويس، ناقصنا حته الجمهور بس. الجمهور هيرجع، ويمكن البروفه الاخرانيه الاهلي وماتش اتلتيكو مدريد، ده اللي هيدي المفتاح ان الدوله تقدر
تسمح بدخول الجمهور ان شاء الله، تسمح باذن الله. طب اعزائي المشاهدين لازم نطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نستكمل تغطيتنا الخاصه للبطوله العربيه 19 لكره الطائره السيدات، والف مبروك للنادي الاهلي. محمد آل خليفة. بطوله جديده، بطوله انضمت لدولاب النادي الاهلي، بدولاب بطولات النادي الاهلي. الحقيقه يعني في خلال سنه يعني قناه النادي الاهلي من منذ انطلاقها طبعا من شهر ديسمبر اللي فات الانطلاق الاخير، يعني بطولات كتيره تم يعني تغطيتها على قناه النادي الاهلي، اخرها طبعا البطوله دي لحظات جميله بتتوثق للتاريخ. يعني كان بدايه بالبطوله العربيه اللي فاتت للسيدات، وبطوله افريقيا للرجال كره سله، وبطوله افريقيا للطائرة رجال بتونس، البطولة الأفريقية لأبطال الكؤوس لكرة اليد، السوبر الأفريقي لكرة اليد. عندنا كمان، أنا بتكلمش على المحلي، المحلي حدث ولا حرج، أنا بتكلم بس على أفريقي أو الدولي. عندنا بطولات البينج بونج يمكن مغطيناهاش على قناة النادي الأهلي، ولكن كانت على صالة غدير في المغرب، مدينة غدير في المغرب، وبرضه كنا متابعينها وحصل عليها طبعا كأسين البطوله رجال وسيدات النادي الاهلي. طبعا النهارده بطوله اول السنه الجديده، نعتبر اول بطوله لينا، في بطولات افريقيا كتير وعربيه كتير اكيد هنغطيها ان شاء الله. الحقيقه لحظات بيتذكرها الواحد وبيكون بيحس بالشرف الكبير انه كان يعني بيغطي هذه اللحظات. شفنا النهارده تاني يعني حدث مهم جدا، طبعا اتكلمنا عن الجمهور وشفنا قد ايه الجمهور يعني كان ضرب المثل والرياده في الانضباط والالتزام. من ضمن المشاهد الجيده اللي شفناها النهارده طبعا حضور كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ده ان دل فيدل على اهتمام النادي الاهلي كمجلس اداره جديد بالالعاب الجماعيه، وانه مش بعيد عن الالعاب الجماعيه او العاب الصالات، وان هو مصر ان تستمر مسيره الالعاب الجماعيه كما هي. وشفنا الدعم، حتى مجلس الإدارة أصر على دعم الفريق، وشفنا محترفة أوكرانية ومحترفة كينية وأصر النادي على دعمها. شفنا من المشاهد الإيجابية كمان نجاح تنظيم البطولة وعدم شكوى أي فريق من الفرق على الناحية التنظيمية أو الأوتيلات، بدليل الفرق ماشية كلها مبسوطة وفرحانة. شفنا يعني الحقيقة تنظيم رائع، ما شفناش فوضى في التنظيم، حتى تسليم الجوائز لأحسن اللاعبات
الموضوع منظم بشكل كبير جدا. شفنا يعني شكل الملعب من اعلانات من تجهيزات من امكانيات كان شكله محترم. حتى منصه التتويج كان لنا عليها تعليق ان الاول مره يمكن كابتن منى خدت بالها من هذا كابتن وائل الكريم ان كان دايما منصه التمرين بتبقى ضيقه لا تسع الا بشخص واحد نقعد نزق في بعض عشان نقف كويس يعني بحكم التاريخ واللي في جنبه واللي واللي بيمد ايده بس عشان بس صباعه يطلع في الصوره. فيعني كان زمان منصه التتويج بتساع شخص واحد فكانت الفرقه بتفوض رأي اللي هو كابتن الفريق عشان يطلع عشان وكابتن الفريق يطلع ياخد الصور كلها وبعد كده ينزل ويطلع واحد واحد. لا حتى لما اتعملت للفريق ما كانتش بتكفي كل الفريق يقف. النهارده اول منصه في تاريخ واخده الجهاز واللعيبه يلا. فهو طبعا النهارده حتى منصه التتويج واضح ان معمول حسابها وبشكل كبير. وانا اتمنى يعني الاتحادات الثانيه تستلفها من اتحاد الطايره. يعني الموضوع ده بتاع الاستاد ولا بتاع الاتحاد؟ لا هو المفترض انه بتاع الاستاد بس المنصه دي اعتقد انها معموله جديد لان هي يعني معمول عليها الاسم البطوله وشعار يعني الاتحاد العربي. همسه كده في اذن بقيه الاتحادات يعني استلفوا المنصه دي بعد كده في البطولات هي مكتوب عليها البطوله العربيه وعليها السبونسرز حتى مكتوب عليها المركز الاول المركز الثاني المركز الثالث. لا كان هي جديدة حاجه معمولة حاجه جديدة. جميله لو سمحت يا جماعه منصه التتويج دي تخصنا يعني يعني ما حدش ايه لا بص اول مره نلاقي المنظر ده بامانه في مصر. صحيح صحيح الكل يعني واقف مستريح وفي حته فاضيه يعني انا يا كابتن كنت اخر ما يعني بطوله ليكي هو كان كنت حضرت المنصه اللي هي اللي بتساع شخص واحد. لا 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 حضرت المنصه دي بس ما بره مصر. لا حتى في مصر كان في جوه النادي الاهلي في كانت بتاخد الفرقه كلها كده. لا ما بتاخدش الفرقه ما بنوقف مزنوقين شويه. لا دي واخده طول الملعب لازم نخس قبل ما ناخد الميداليات. فطبعا في لعلمك ممكن تكون الناس فاكره ان احنا بنهزر. لا بكام جد والله. صحيح والله صحيح. يعني يعني عشان تلاقي منصه تاخد الثلاث فرق فرقه جماعيه تتاخد كده ما كناش بنلاقي ده خالص. وصوره جماعيه تاخد الكل لا ما فيش. وشفنا طبعا يعني من الحاجات الايجابيه اللي شفناها كمان هي يعني دخول شركه برزنتيشن الحقيقه بقوه في البطولات دي. هي على فكره مش اول بطوله. بطوله الامم افريقيا لليد للرجال لا امم يد لا رجال. بطوله الافريقيا للباسكت كانت برضه شركه برزنتيشن واخدها اه. وبطوله افريقيا للرجال كاس السوبر يد وبطوله ابطال الكؤوس يد كان برضه برزنتيشن واخدها حصر شركه برزنتيشن. والحقيقه استاذ محمد كامل ما بيتاخرش لما بيعرف. النهارده البطوله دي من غير ما نطلب بطولات العالم اللي اتكلمنا عليها في مصر السله والطايره كانوا وزعوها كمان وامم افريقيا لليد اللي كانت مؤهله لبطوله العالم صحيح برضو صحيح. فلا كان في نشاط كبير على مستوى امم افريقيا امم افريقيا صح امم افريقيا دي المنتخبات ايوه. فانا قصدي اقول لك ان دي مش اول بطوله يعني دي بعد خمس ست بطولات يمكن دي اشهرها شويه عشان الحضور الجماهيري مكثف. وخلينا نقول ان البطولات الاربع بطولات خمس بطولات افريقيا اللي جايين طايره ولاد وسيدات وكاس السوبر الافريقي اكيد برزنتيشن. وكمان يعني بتهيألي بطولة اليد كأس السوبر وبطولتين اليد افريقيا ابطال الكؤوس برضه خدتهم اللي هتبقى استاذ عبد الله الفيصل. فقصدي اقول ان التسويق الرياضي ده برضه حاجة ايجابية. ما كناش بنشوف المنظر ده أكيد. يعني ما كناش بنشوف ان بيبقى في شركات بتدفع ملايين عشان تاخد بطولات. كان كل واحد يقول لك لا انا ادفع الملايين دي في الكورة. ولا ايه رأيك يا كابتن؟ صحيح اكيد يعني كنا بنعاني الكلام ده اكيد ما اتكلمنا في هذه المساله وقلنا التغطيه الاعلاميه والبث التلفزيوني وقوه التسويق بتعمل رواج كبير جدا وبتعمل انتشار للبطولات. يعني انا لما ببقى بلعب بطوله ما حدش حاسس بيا غير لما بلعب بطوله مصر كلها شايفاها والعالم كله شايفها وقيمه كل شيء بيزيد مع النقل التلفزيوني. وخليني برضو انوه على الساده المشاهدين ان بكره ان شاء الله هيكون معانا فريق كابتن حمدي الصافي والفريق بالكامل من الساعه 9:30 ان شاء الله للساعه 12. تاني بنوه بكره باذن الله سيكون كابتن حمدي الصافي ضيفنا طبعا والفرقه والابطال وفتيات الذهب بالكامل ان شاء الله هيكونوا معانا بكره في قناه النادي الاهلي بالكاس والكؤوس طبعا الثلاثه اللي حصلوا عليها آية الشامي وفريد العسقلاني ومريم متولي هيكونوا معانا كل الكؤوس حتى وهم ماشيين مش هياخدوهم هناخدهم معانا. هي مريم مصطفى بس مريم مصطفى طبعا متهيألي بعد المنظر بتاع الجمهور ده والشكل العام للبطولة هتبقى شركة برزنتيشن مش هتسيب مسابقة أكيد إلا ما تشارك فيها أكيد لأن شافت الجمهور والوضع حاجة جميلة وحاجة مشرفة جدا هتخليهم
يسعوا ان هم ياخدوا البطولات ديت. تشجعهم جدا. وبعد كده انت عندك بطوله افريقيا رجال وسيدات برضه هيبقى نفس الوضع بتاع الجمهور ده، لان النادي الاهلي مشترك في الاثنين. صحيح. والهاندبول نفس الكلام. فهيبقى في كم كبير جدا من الجمهور. وعارف اقول لك على حاجه برضه استاذ محمد كامل، الحقيقه حاجه تتحسب له يعني، انه قال كان ليله البطوله دي احنا كان شركه برزنتيشن خدت حقوقها وما كناش عارفين هنذيع ولا لا، ولكن هو يعني بحقيقه اصر بامانه انه تذاع بالكامل، حتى المباريات اللي النادي الاهلي مشترك فيها تذاع على قناه النادي الاهلي. والحقيقه احنا بنشكره على ده، وكمان احنا اجتهدنا جامد جدا في قناه النادي الاهلي ان احنا يبقى المشهد على قدر المسؤوليه، ان احنا بنغطي البطوله، لان نجاحها هيفتح بطولات كتير. جهد مشكور جدا 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 من القناه ومن شركه برزنتيشن، ومجهود عالي جدا 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 ان القناه والشركه تنجح ان هي تنقل كل الماتشات وكل المباريات على الهواء مباشره، واستوديو تحليلي وتعليق وكل شيء، متابعه كامله للبطوله. صحيح. وخلينا برضو ناكد كباتن بكره ان ماتش الاهلي وسبورتنج سيدات لكره السله المباراه الختاميه في دوري المرتبط هيكون معانا على الهواء الساعه 6 ان شاء الله باستوديو تحليلي الساعه 5، وهيكون معايا طبعا في الاستوديو التحليلي الكابتن سيد صابر، وكمان هيبلغوني في الاعداد مين كمان معانا في الاستوديو التحليلي، بحيث ان احنا بكره ننقل لكم احداث المباراه بشكل مفصل. والنادي الاهلي اقترب بشكل كبير من دوري المرتبط، فان شاء الله بكره يا رب يا رب نحتفل برضو ببطوله جديده. وبعد المباراه على طول ان شاء الله هيكون معايا فريق طبعا الكره الطائره الابطال اللي كانوا بيتوجوا النهارده بالبطوله العربيه، هيكونوا ان شاء الله ضيوفنا بكره من الساعه 9:30 للساعه 12. طب خلينا يعني نبدا. انا عايز اقول كلمه بس، عايز اشكر مجلس اداره نادي سبورتنج على مشاركته في البطوله دي. هيت اول بطوله يشترك فيها، واظن ان دي مش هتكون اخر بطوله، يعني هم شافوا التنظيم عامل ازاي والاستفاده اللي استفادها الفرقه بتاعتهم. واكيد ان مجلس الاداره والمسؤولين عن الكره الطائره في نادي سبورتنج هيبداوا يسعوا من الان ان هم يجيبوا حد محترف معاهم ويشترك في البطوله الجايه، لان البطوله دي مش هتتوفر لهم كل يعني غير كل سنه، ودي هتساعد الاجيال بتاعتهم بتاعت الكره الطائره ان هي تتقدم لقدام. لان انا النهارده بعمل قطاع ناشئين وناشئات عشان اعدهم لمنتخب مصر وعشان اعدهم للدرجه الاولى. بدون مسابقات دوليه وماتشات دوليه للفرقه يبقى ملهاش اي قيمه للرياضه. صحيح. فلازم نادي سبورتنج يحاول من النهارده انه يدعم فرقه بحيث انه يقدر يشترك البطوله الجايه، ولو يقدر خلال سنه او اتنين يشترك في بطوله افريقيا برضه لو اللوائح تسمح يكون حاجه كويسه جدا لنادي سبورتنج وللكره الطايره في مصر والمنتخب المصري كمان. والكسبان منتخب مصر. بالظبط. يعني مهندس خالد نصر. والكره الطايره داخل نادي سبورتنج هتستفاد. لان هما دلوقتي قطاع الناشئات والناشئين عندهم شايفين ان الدرجه الاولى عندهم بتاعت البنات بتلعب في بطوله عربيه. فريق سبورتنج قاعد بيحضر الماتش، ما سافروش اسكندريه. يعني الناس دلوقتي زي اللعيبه الصغيرين بتوع النادي الاهلي شايفين الدرجه الاولى بتاعتهم بتتوج، ولاعبات بتاخد احسن لاعبات نادي سبورتنج. النهارده اللعيبه بتاعته واللاعبات بتاعته شايفه ان عندهم لعيبه فرح واخده كاس، والفرقه بيتفرجوا عليها في التلفزيون. دي بتشجع اللعيبه ان هي تستمر وتقعد وتكافح، عايزين يوصلوا عندهم مثل اعلى جوه النادي بتاعهم. مجلس اداره نادي سبورتنج اللي فاز في الانتخابات الاخيره يعني الحقيقه اغلبهم رياضيين، يعني كريم سرور طبعا باسكت، الاستاذه مدام دينا منستلي عندها بنتين بيلعبوا في الفرقه، يعني مجلس اداره رياضي. بالظبط. يعني بيتهيألي فعشان كده انا واثق ان هم مش دي هتبقى اول واخر مره، لا دي هتبقى بدايه اشتراككم في البطولات العربيه والافريقيه، يعني هم داقوا طعم ازاي ان انا اشارك في بطوله دوليه في بطوله عربيه. ثلاث سيدات في المجلس كمان الجديد لسبورتنج، فهيكون دعم حاجه يعني. برافو. دعم للرياضه النسائيه كمان. مين هم غير لا من الاسماء مش فاكراها بس يعني طبعا بتذكر دينا المنستيرلي لانها صديقه وموجوده على طول في ملاعب الكره الطايره، وبناتها من نجمات نادي سبورتنج. بس طبعا بتمنى التوفيق. نادي سبورتنج كده نادي شياكه وبتاع وكده، تحبي تروحي تفطري فيه الصبح؟ انت كنت وانت ايام المنتخبات في اسكندريه كنت بتحبي تروحي تفطري في سبورتنج زينا كده الصبح؟ انا ليا اصدقاء يعني من اعز اصدقائي من نادي سبورتنج، وكنا بنقعد مع بعض في فتره من الفترات كمان في نفس الاوضه. فيعني واجيال كتيره خرجت من نادي سبورتنج مميزه. عارفه اقول لك على حاجه، انا وانا صغير كان في كابتن علان عطله
كان ده بيلعب باسكت، هو تقريبا في السويد دلوقتي، السويد ماسك منتخب السويد ومع الجنسيه. كابتن لنا عطا الله ده كان اسطوره صحيح، يعني انا بقول لك بس من ضمن الحاجات اللي يعني عطا الله وكارولينا عطا الله، كارولينا عطا الله اخته صح، فهو كانوا يعني نادي سبورتنج خرج ناس كتيره جدا وعظماء في الالعاب، فانا كنت بستغرب بقول باسكت بيجيبوا اجانب ومحترفين، وكابتن احمد مرعي طبعا مدير فني منتخب مصر فتره من الفترات وخد مع سبورتنج ماتشات كتير في كره السله، بطولات كتير اسف، وكنت بستغرب ليه البنات وبنات الباسكت كذلك كويسين جدا، بنات الطايره كنت دايما اقول يا ربي هم ليه ما بيهتموش بيها. لا بس لا في بس بنات في منتخب في المنتخب في كذا بنت من أيوة بس من سبورتنج كابتن، بس وفي لعيبه رجال في منتخب مصر، عطيه السيد، عصام السيد، خالد عبد الهادي، الناس دي أفراد. كلها بص يا كابتن أفراد. افراد انا بتكلم يعني انجي فاهم انا يعني كابتن بس زمان يعني من فتره كان في ثلاث اربع لا يعني مثلا من خمس ست سنين كده كان زمان قوي. لا كان في عندهم جيل حلو جدا جدا يعني ترجم ده البطولات يعني هم كانوا تالت تاني تالت برضه لا مش ده سبورتنج يعني كان يعني قبل كده من وانا صغيره شويه كان ممكن سبورتنج تاني على طول يمكن قبل الشمس كمان سبورتنج كان عنده فرقه كويسه جدا ايوه بس قصدي اقول انه مثلا ما شفناش سبورتنج بيدعم باجانب لا عشان دي سياسه النادي معلش مع احترامي دي سياسه النادي عندهم يعني نادي سبورتنج يعني يقدر ياخد بطولات يا جماعه يعني انت فاهم انا قصدي اقول ايه يا كابتن انا بقول ان هو نادي سبورتنج عنده الامكانيات امكانيات كوادر وامكانيات ماليه ما شاء الله الاشتراك هناك بقد كده والتجديد بقد كده فعندهم ميزانيه يقدروا يصرفوا يعني لما يجيبوا اثنين اجانب في فريق الطايره بنات اي نعم هيبقى منافسه النادي الاهلي والناس تقول لك لا هم مهتمين شويه بالولاد اكتر من البنات صح هو اهتمامهم بالباسكت الاسماء اهو يعني اسماء عضوات مجلس اداره نادي على طول كده يا كابتن طبعا طيب قولي لي عشان ما ينفعش ما نقولش قولي لي هو في اربع سيدات ثلاثه فوق السن وواحده تحت السن علا ابو سمره دينا المنسترلي ورانيا الجزائرلي فوق السن ومهينور سرور تحت السن لا ده احنا بقى ايه يعني هنحاسبهم يعني المفروض بقى الرياضه النسائيه تعمل بص انت كده انت كده حطيتيهم زي ما بيقولوا في خانه اليد يعني لما بقى في اربعه صح يا كابتن؟ اربع سيدات في مجلس اداره نادي سبورتنج وعايزين لا عايزين نشوف فرق السيدات على منصات التتويج يبقى امانه انا ما اعرفش انتوا هتتحاسبوا يعني هتتحاسبوا والله العظيم ربنا يعني اربع في نقطه هم عندهم مدربين والمدربين لا في مدربين يعني مثلا هم مهتمين بالباسكت جدا عن بقيه الالعاب الباسكت بتصرف عليه ثلاث ارباع ميزانيه الرياضه في نادي سبورتنج والربع بقيه الالعاب كابتن في الباسكت يا كابتن معلش معلش يا كابتن كل واحد بيدافع عن لعبته فالنهارده لو نص الربع الامكانيات دي توجهت للكره الطايره يعني انا لما ادي مدرب مبلغ قد كده كراتب في الباسكت او في اي لعبه من الالعاب نص المبلغ ده يجيب لي واحده اجنبيه توقف فرقه على حيلها زي فرقه الفولي هيجيبها يا كابتن هيجيبها انا كابتن. اتمنى وانا واثق ياخدوا حاجه من الباسكت يا كابتن لا انا واثق لا انا واثق ان هم اما شافوا الوضع ده هوت والفرقه بتاعتهم احتكت وظهرت في التلفزيون هيبقى في دفاع عن فرقه صح. البنات وهيجيبوا ناس تلعب وهنتابع خلينا يا كابتن نروح لقاء مهم عمله طبعا مراسلنا عملوه مراسلنا في صاله 2 في استاد القاهره مع اللي احنا قلنا عليه هو مخرج هذا الحدث يعني او كان له دور كبير جدا في العاب الصالات ودعمها كابتن عاصم السعداني مدير النشاط الرياضي خلينا نشوف اللقاء المهم ده وارجع لحضراتكم تاني. عقب نهايه المباراه بفوز الاهلي بثلاثه اشواط على المجمع البترولي الجزائري في البطوله العربيه للانساء للكره الطايره حقق الاهلي البطوله كل المباريات فوز بدون هزيمه في اي شوط وده رقم قياسي بالنسبه لفريق النادي الاهلي في هذه البطوله. معايا في هذه اللحظات الكابتن عاصم السعداني مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي كابتن عاصم بقول لك مبروك كل مشاهدي قناه الاهلي بيتابعوا البطوله على قناه الاهلي فمبروك هذا الانجاز والفوز بالبطوله العربيه لفريق وبطل افريقيا. الف مبروك للنادي الاهلي ولجماهيره شايفين الجماهير عاملين ازاي مش ممكن ولادنا يلعبوا في وسط الجمهور ده الا ويكسبوا ان شاء الله. مبروك لفرقه الفولي مبروك للنادي مبروك لحمدي الصافي تاني مره على التوالي بطل العرب في نفس الملعب ده وان شاء الله بطوله افريقيا في شهر 3 ان شاء الله يستعيد اللقب بتاعها الف مبروك للاهلي. مستوى البطوله والتنظيم والاجراءات والشكل الجميل الكرنفال اللي في النهايه ده تقول عنه ايه يا كابتن عاصم؟ ده الطبيعي بتاع التنظيم في مصر ده الطبيعي بتاع التنظيم في مصر واللي بيحليه الجمهور وبيتوجوا المكسب بتاع الولاد ومجهودهم الحمد لله ربنا دايما بالافراح ودايما بالفوز كده ان شاء الله.
هذه البطوله كابتن حمدي الصبي كان بيقول لك احنا بنحضرها لبطوله افريقيا، خاصه ان معاك بطل الجزائر وبطل تونس. صحيح، هم دول تقريبا المنافسين في افريقيا، يضاف ليهم الفريق الكيني فريق كاميروني، هي دي الفرق اللي بتنافس في افريقيا، فهو عنده حق 100%، ده اعداد جيد جدا جدا لافريقيا، بالاضافه لان هي بطوله كبيره. بالتوفيق يا كابتن عاصم، مبروك. مبروك مبروك، الف مبروك. زي ما شفنا ده لقاء مع كابتن عاصم السعداني مدير النشاط الرياضي، وزي ما انتم شايفين الجماهير بتحتفل مع انسات الكره الطايره، احتفالات كبيره جدا، البطوله العربيه للعام الثاني على التوالي، واستعداد جيد للبطوله الافريقيه في مارس ان شاء الله في مقر النادي الاهلي في الجزيره، صاله الامير عبد الله الفيصل. اليك الكلمه كابتن هيثم السعيد. الحقيقه عشان نبقى حقانيين، كابتن عاصم السعداني منذ توليه المهمه منذ تقريبا عام او عام ونصف، الحقيقه دخل بطولات محليه واقليميه كمان كتير وقاريه كمان. ده نتيجه مش بس شغل كابتن عاصم، اكيد نتيجه مديرين نشاط رياضي جم قبل منه كتير، يعني عملوا اللي عليهم، لان النادي الاهلي بناء يعني زي ما بيقولوا طوبه فوق طوبه، ما حدش بيجي يهد اللي عمله اللي قبليه، لا بيجي يبني على اللي وراه. وزي ما شفنا حتى في كل المجالات، حتى في على مستوى مجلس الاداره، على مستوى الفرق، اي مدير فني بيجي بيشكر اللي قبله وبيحاول يبني على اللي بناه المدير الفني. بس في حاجه الاول انا عايز اقولها، لان احنا كنا بنتكلم فيها نادي سبورتنج ونادي الاهلي، نادي الاهلي ونادي سبورتنج في كده زي ما بتقولوا توامه، يعني حتى عندنا كابتن انجي معانا في الاستوديو، زوجها طبعا كابتن احمد شعبان كابتن فريق نادي سبورتنج للرجال، وطبعا يعني زي ما بيقولوا يعني في توامه ما بين الاثنين. احنا بنتكلم عن السيدات دلوقتي، اللي جاب السيدات برضه، اللي جاب الرجال، السيدات برضه يا كابتن، اللي جاب الرجال كابتن احمد. لا ما ممكن لا انا بقول ليه كده، بقول ان كابتن احمد شعبان ممكن يتضايق منا ان احنا بنقول الدعم للسيدات، الدعم للسيدات، بيقول لك طب وفين الرجال في سبورت يعني اكتفاء بالقصد ده. ايوه طبعا يا كابتن. فهو لا يعني اكيد بتبقى اسره واحده، وطبعا يعني يبقى الموضوع انتوا عارفين اللي بيحصل في نادي سبورتنج، وعارفين اللي بيحصل في نادي الاهلي. طبعا طبعا. وسبورتنج رجال عاملين ايه؟ كويسين، كسبوا النهارده، كسبوا النهارده الزمالك 3-2. 3-2 ها؟ مبروك يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. لا كان هنا في الزمالك. كان هنا في الزمالك يعني الماتش كان مهم. طب ماشيين ازاي في الدوري الرجال؟ كويس، هم خسروا بس ماتش وكسبانين ماتشين. الاهلي ولا ماتش تاني؟ يعني لا مش هم مش في الاهلي، مش مع مجموعه الاهلي يعني ممكن نشوف سبورتنج السنه دي زي الطيران قبل كده لما عمل مفاجاه وخد ثالث، وزي ممكن يشوف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فرقه كويسه وطلع بس عشان احمد ما يزعلش، احنا مش بنقول اهتم بالسيدات بس، احنا بنقول اهتموا بالرجال كمان الطايره كلها عشان ما حدش يزعل. لا بس احنا ليه بنقول السيدات؟ لان دايما تحس ان هو يعني كابتن مظلومين شويه يعني حتى العقود يا كابتن منى صحيح مش زي عقود الرجال، صح؟ صحيح اكيد، بس هي يمكن برضه مرتبطه بانه عدد السنين اللي بتلعبها البنت مش يعني بالنسبه لنا، بالنسبه لحالتنا مش زي عدد السنين اللي بيقعدها اللاعب في الملاعب. بتبقى يعني ممكن تكون الجماهيريه اكتر، تسويق بطولات بس بعد بطوله زي دي لا خلاص بتهيألي البنات زي الولاد في نفس بعدين الجماهير. السيدات صحيح. نص الرجال كيف. فلازم ما يتساووش. لا ده انت شغال بمبدا تاني بقى. مش لازم يتساووا يعني. بس هي لا انت شغال بمبدا تاني، ده مبدا الميراث. ايوه. للذكر ضعف حظ او يعني ضعف حظ ولكن احنا في الرياضه موضوع تاني يا كابتن. يعني طب انا عايز اقول لك حتى يعني كاترينا برضو محترفه بنت. يعني قصدي اقول لك ان ونفسي اشوف محترفات من عندنا بيطلعوا، عندنا امكانيات تقدر يعني بتهيألي ايه تقدر تلعب بره. هي جات لها كذا حاجه بره، بس هي مشكله بتبقى في مصر عامه، فبتبقى دراسه وبرده موضوع البنت تطلع بره بتبقى صعبه شويه. متهيألي دلوقتي الموضوع بقى غير شويه، بس هي بس موضوع الدراسه واللي احنا بتبقى مرتبط شويه، اللي هي تخلص دراستها وبعدين تسافر او تروح اي مكان هي عايزاه. هي المحترفه بتاعتنا بتاعت النادي الاهلي. انا مسميها المحترفه بتاعتنا، بس عايزينها تبقى المحترفه في الخارج ايضا، وفي مجموعه ناشئات هيبقوا ممكن يحترفوا. في كتير، فريده، نور ياسين تحترف. لا في مجموعه ممكن تحترف، ولازم يبقى ده فكر البنات الحقيقه. يعني لازم العادات والتقاليد هي المشكله. لا انها هتسافر ازاي وهتقعد لوحدها ازاي في بلد لمده سنه، الموضوع برضو صعب.
بس اتغير دلوقتي مش زي الاول. لسه مش زي الاول مش زي الاول، بس هي القصه بس اللي يعني انا بابا مثلا مش معترض خالص على موضوع سفر اي او هي تحترم، هي بس دراسه هي ممكن بالنادي النادي برضه مصر زي ما قلت النادي الاهلي ولازم تقعد في النادي. لا انت عارف اقول لك على حاجه، هو الفكره كلها انه النادي الاهلي ثقه يعني قولا واحدا، عمره ما بيقف في طريق حد لو جاله فرصه. طبعا يعني انتوا متفقين معايا، شفنا كابتن حمدي الصافي، شفنا محمد، شفنا عبد الله عبد السلام شفنا محمد صلاح لما كان موجود. على فكره تهاني توسن احترفت بره برضه، احترفت يعني لعبت في تونس وجالها عقود من صربيا وعقود من تركيا، يعني الموضوع مش جديد. صحيح. والنادي الاهلي لما بيجي له حد عرض يليق بالنادي الاهلي، وندى معوض بتدرس في امريكا وبتلعب في امريكا دلوقتي في نادي الشمس، ومساعد المدرب بفرقه السيدات ياسر كان بيلعب في لبنان. يعني الموضوع مش غريب، فاحنا محتاجين نسوق بس الموضوع شويه، يبقى في شويه ايجنتس تشتغل على الموضوع ده زي الباسكت زي اليد دلوقتي عندنا لعيبه بتلعب يعني رجال من مصر بيلعبوا في بطل اوروبا، فاحنا عندنا لا نقدر ولازم البنات يبقى عندها الطموح ده ان هي تسافر بره وتحترف بره. انتوا في جيلكم ما كانش غير تهاني بس يا كابتن صح؟ لا تهاني بس هي اللي جالها عقود وخاضت التجربه، ولكن الحمد لله يعني كنا يعني ما عندناش المشكله بتاعت فكره ان انا يعني بنت ما اقدرش اعمل، لكن كنا بنتمرن جامد، كنا بنشتغل جامد، نسافر بره ممكن السنه يعني ممكن 9 شهور في السنه مثلا قاعدين بره البيت في معسكرات وسفريات وبطولات، ما كانش جالنا كده خالص. بس هي تهاني هي اللي خدت التجربه بره مصر. طب انجي يمكن عشان انت لسه يعني سايبه الملاعب قريب جدا وكنت يعني قريبه من اللعيبه او اللاعبات، العقود الاحتراف فعلا في عقود احتراف للاعبات؟ يعني انتوا فعلا بتوقعوا عقود لو اللاعبه عقدها خلص من حقها تتنقل لنادي تاني ولا لا؟ يعني كلميني عن الموضوع ده ابديت اخر حاجه. هو طبعا في عقود في النادي عندنا، وعامه هو كان المفروض الاتحاد المفروض عامل عقود للاعيبه الدوليين كمان اللي هم ما يعرفوش يتنقلوا في اي حته غير اللي هو العقد، لازم يكون العقد انتهى. دي شغاله لغايه دلوقتي. لا يعني اللعيب الدولي ليه عقد مختلف، اللعيب اللي بيلعب مع المنتخب او اللعيبه اللي بتلعب مع المنتخب ليها عقد غير اللعيبه؟ لا هي بتبقى عقود حسب الانديه، يعني النادي هو اللي بيحطها بس بتبقى بشروط معينه. يعني احنا عندنا في الاهلي لينا عشان فئات، في كل فئه ليها شروط معينه متوفره في اللعيبه دي بتاخد. فهي بتبقى هي مجرد العقد بينتهي حق اللعيبه اللي ممكن تروح اي نادي تاني، بتبقى ليها حاجات معينه في الاتحاد اللي هي ما ينفعش تتنقل غير لو هي لعيبه دوليه يبقى ليها حاجه معينه، رسوم معينه تدفع، حاجات كده. بس صحيح. في احتراف يعني انت لو عقدك خلص مع النادي الاهلي مش انت يعني اي شخص. انا عقدي لسه شغال على فكره. عقدك شغال؟ اه والله. هو لسه ما هو انت قررتي الاعتزال، كان برضو مفاجاه لينا كلنا يعني. هو انا عقدي لسه شغال. ممكن ترجعي في اي لحظه. ايوه. طيب لا انا بتكلم على ايه، ان هو انت لو فرضا يعني عقدك خلص مع النادي الاهلي. سيبك من عادك شغال، ده موضوع تاني. ان انت عادك خلص معاك، تقدري تتنقلي نادي تاني ولا في لوائح تانيه؟ يعني مثلا في العاب بتمضي عقد مع النادي، ولكن انت حتى لو العقد ده خلص مش من حقك تتنقل. لا ما احنا مفيش كده. لو يعني خلص العقد خلص ممكن تمشي. لو عقدك يعني لذلك انت اي نادي قبل ما عقود لعيبته بتنتهي بيبدا يجدد معاهم. طب ده اللي حصل مع ايه؟ مع ايه في الشمس العقد انتهى، فهي فضلت اللي هي تتنقل. يعني هي عقود كده. انا بعرف منكم اكتر من الساده المشاهدين. لا هي عقد انتهى تمشي. طيب خلينا في تقرير مجهزينه قناه النادي الاهلي في ارض الملعب مع مراسلنا هناك مع مريم متولي، طبعا احسن ليبرو. خلينا نشوف التقرير ده ويرجع مصطفى. مريم مصطفى، انا اسف دايما اقول مريم متولي بس مريم مصطفى طبعا احسن ليبرو، وارجع لحضراتكم. مغطاة باستاد القاهرة، ومعي في هذه اللحظات كابتن مريم متولي لاعبة النادي الاهلي الكرة الطايرة. مريم الف سلام عليك، ما شاركتيش في البطولة بس عايزين نطمن عليك، وشفت البطولة ازاي؟ الله يسلم حضرتك. طبعا انا عملت اصابتي في كتفي، لسه بأهل تحت مرحلة التأهيل، وطبعا الفرقة كانت كويسة جدا في البطولة وكل الفرقة لعبت حلوة قوي، وما كانش فيها اي تأثير من اي حد، والبطولة طبعا كانت كويسة، فرق كلها محترمة بتلعب حلو، والحمد لله ان احنا قدرنا نكسب. يعني ايه طبيعة الإصابة اللي عندك لمنعتك من المشاركة خالص؟
عملت عملية في كتفي من 5 شهور ولسه تحت مرحلة التأهيل، فإن شاء الله قريب شهر أو أقل بالكثير وأنزل ألعب إن شاء الله. يعني مع التأهيل والمراجعة والوقت رح في بطولة أفريقيا بإذن الله في مارس. إن شاء الله إن شاء الله. مستوى البطولة ديت وأنت شاركتي في بطولة العام الماضي وكان برضه الفاينل لما ضربوها مع الجزائري، شايفة إيه الفرق؟ المستويات بتتقدم والخريطة بتتغير في المنطقة العربية والإقليمية ولا الوضع إزاي؟ البطولة دي اقوى من اللي فاتت بكتير لان دخل فيها فريق سبورتنج المصري وصفاقسي التونسي وطبعا المجمع البترولي الجزائري، انما السنه اللي فاتت كان هو البطوله الفريق القوي بس فيها كان المجمع البترولي الجزائري، فنتمنى ان كل نسخه من البطوله يبقى يشترك فيها كل العرب ان شاء الله. كون انك تفوز بكل مباريات بلا خساره شوط واحد ده ليه معنى؟ ليه شغل؟ عايزه تقول ايه؟ ده طبعا يرجع للاعداد للجهاز الفني كله، كابتن حمدي وكابتن ياسر وكابتن رانيا وكل حد في الجهاز، والفرقه ما حدش اثر فيها طبعا فتره الاعداد والمعسكر وكل حاجه، فهو دايما احنا بنلعب على اننا ما نخسرش شوط مش ان احنا ما نخسرش ماتش. اخر سؤال، كابتن حمدي الصافي كان بيقول لكم ايه بالنسبه للمباريات والاهميه والشغل الفني؟ كابتن حمدي دايما يقول لنا احنا بنلعب باسم النادي الاهلي، ما ينفعش ابدا ننزل نبص على الفرقه اللي بتلعب قدامنا، لو فرقه ضعيفه لازم برده نلعب بنفس المستوى لو بنلعب مع فرقه قويه، ودايما يقول لنا ان احنا فريق كبير ما ينفعش ابدا نخسر اي حاجه، احنا فريق بطولات. بالتوفيق يا مريم. دخل القلم مريم متولي احد لاعبات فريق النادي الاهلي اللي ما شاركتش نتيجه الاصابه، لكن الكل كان تيم واحد في هذه البطوله. اليك الكلمه كابتن هيثم السعيد. لقاء مهم مع معالي متولي، ربنا يعني يتم شفاها على خير. لو في البطوله اكيد كانت هتبقى ليها شان تاني لانها لعيبه مهمه ولعيبه مهمه في المنتخب. الحقيقه كابتن منى احنا في برضو جهاز الفني النادي الاهلي بالكامل كان ليه دور كبير، محتاجين نذكرهم كلهم. قائمه الشرف طبعا على راسها في الجهاز الفني كابتن حمدي الصافي مدير فني، الكابتن ياسر صلاح مدرب، الكابتن ايمن فؤاد مساعد مدرب، الدكتورة إيمان كامل طبيبة، رانيا عبد العزيز أخصائي إعداد بدني، وسيد سليم علاج طبيعي، الكابتن ممدوح نور المشرف على الجهاز، الكابتن مجدي بيبو المدير الإداري، والكابتن ياسر عبد المنعم، إيهاب عبد المنعم، إيهاب وياسر إخوات، إيهاب عبد المنعم الإداري. الحقيقه النجاح مش هيجي يعني كابتن حمدي الصافي اذا كان بيعمل يعني تيم كامل، كل الشكر والتقدير ليهم. الحقيقه يعني شرفتونا واحنا عارفين قد ايه الموضوع كان متعب، يمكن اصابه ايه برضو بكسر في الصباع ان الجهاز الطبي يقدر ياهلها، وشجاعه بصراحه ايه انها تلعب وايديها مكسوره ده برضو محل تقدير منا كلنا، ويعني حقيقه اقل حاجه انها تاخد يعني كاس احسن لعيبه. فطبعا كل الشكر والتقدير يا كابتن منى يعني ان احنا الجهاز الفني بالكامل، لان هم الحقيقه كلهم نجوم اكيد وكلهم يستحقوا الاشاده مجهود وتعب. لازم اتكلم عن كابتن مجدي بيبو. خدي راحتك يا كابتن مجدي بيبو، اصله يعني ايه حبيب الكل، وبعدين من النوع اللي هو ايه يرفع معنويات اللاعب قبل ما يدخل التدريب، اللي هو كان لابس كاب ويدخل الماتش كان لابس كاب اسود على البنش صحيح. ويمكن ايام ما كنا بنلعب ونسافر المعسكرات كنا بنسافر مع فريق الرجال، كانت بطولاتنا على طول في نفس التوقيت في كل حته، فكان كابتن مجدي بيبو مش هنروح مش هتيجي معانا التمرين النهارده، يقول لا انا قاعد هطبخ لكم. هو اللي كان هو اللي بيطبخ والله، اللي كان بقى في طباخ وفي حتت بقى ما فيش بيبقى فيها اكل كويس، هتعمل لنا ايه يا بيبو؟ بس قول هعمل لكم محشي النهارده. فالمحشيه بتاعت بيبو بقى هو كل واحد محشيايه قد كده، مفيش وقت كل واحد محشيايه واحده بس كبيره. ده حقيقه. وعايز اقول لك كمان ان هو يعني كنت بتاكله ولا كنتوا بتجامله؟ لا كنا بناكل بس من الجوع، من الجوع كان بياكل من الجوع. صحيح. وخلينا بس انسان جميل، هو جميل طبعا الشخصي وكان ضيفنا في الفريق. وإيهاب عبد المنعم برضه، إيهاب من الشخصيات الجميله جدا جدا جدا. خليني برضه عايز اعلق على مشهد النهارده كان مهم، يا ريت برضه هنا عندنا في الكنترول كابتن محمود الخطيب والجماهير بتنادي عليه الحقيقه وهو بيروح لهم. انا برضه حابب المشهد ده نعيده تاني لانه برضه المشهد ده فيه حاجتين انا حابب علق عليهم، هو استجابه كابتن محمود الخطيب السريعه للجمهور وهو بينادي عليهم، وان هو راح بنفسه وخرج من طبعا من الصف كبار الشخصيات وراح يحيي جماهير النادي الاهلي، وفي نفس الوقت جماهير النادي الاهلي اللي كانت في غايه الالتزام بالرغم ان كابتن محمود الخطيب معشوق الجماهير
لم تغادر اماكن المدرجات او نزلت ارض الملعب عشان تلتقط الصوره التذكاريه معاه، في حين ان ما فيش اي فرد امن موجود على ارض الملعب يمنع الجماهير من النزول. فده كان التزام ادبي وشخصي من كل فرد في جمهور النادي الاهلي. الحقيقه المنظر ده هو المنظر اللي اتمنى يبقى عالق في ذهن جماهير النادي الاهلي ومشاهدينا، لانه هو ده ليه انا بقول كده، لانه مش بس يعني هنا دي اللحظه اهي وهم بينادوا على كابتن محمود الخطيب وفضل انه يروح لهم، كان ممكن يكتفي انه يحييهم من عنده، ولكن هو اكيد الكابتن محمود يعني فاهم ان الالتزام الجماهير ده لازم يقابل بتواضع اكتر، لان الحقيقه الجماهير ما حدش نزل شايفين، يعني شايفين بس انا عايز المنظر حتى نقف عنده شويه، ما فيش حاجه تمنع الجمهور ينزل خالص، بالعكس انت لو تاخد بالك هتلاقي في ناس مديه ظهرها للملعب وبتدفع الجماهير اللي محدش ينزل، يعني لو خدتوا بالكم هتلاقوا في ناس والجماهير بتتسابق يعني بتتسابق انه يسلموا على كابتن محمود الخطيب، ما شفناش حد تدافع من ورا وزق او نزل او نط او يعني تدافع انه يحضن كابتن الخطيب او ياخد معاه صور تذكاريه. الحقيقه المنظر ده يعني وما فيش حد خالص من الامن او من امن يعني امن يعني او الجهات الامنيه او اي جهات شرطيه او اي شركه امن خاصه حتى بيمنع الجمهور انه ينزل. الحقيقه دي حبيت اختم بيها الحقيقه النهارده هذا المشهد، لانه مشهد رائع ان دل فيدل على التزام النادي الاهلي من اكبر شخص جوه النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي الى اصغر فرد واقف في جمهور النادي الاهلي. الحقيقه في نهايه الاستوديو التحليلي لا يسعني غير ان اشكر طبعا ضيوفي اللي شرفوني واللي احنا تعبناهم معانا، طبعا كابتن منى تعبناكي معانا كتير وبشكرك. انا نفسي سعيده جدا ان انا في الاستوديو التحليلي النهارده في يوم تتويج النادي الاهلي بالبطوله العربيه، وسعيدة مع كابتن هيثم السعيد واحد من ملوك الصلاة في النادي الأهلي والمنتخب، وسبت بصمات كبيرة على كرة السلة، ودايما وشك حلو على ملوك الصلاة زي ما انت قلت. ان شاء الله خير دايما بإذن الله. شكرا يا كابتن، متأسف لو كنا طولنا لحضراتكم، بس ده يعني بيتكم ودي قناة النادي الأهلي قناتكم. أكيد أكيد انجي بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني، تعبتك معايا ووجودك نورني وشرفني، والف مبروك لايه المره الثانيه على حصول على احسن. ربنا يخليك كابتن، شكرا لحضرتك. طبعا انا مبسوطه جدا انا كنت مع حضرتك النهارده، وببارك للنادي الاهلي والمجلس الاداره والجماهير، والحمد لله اللي احنا كنا موجودين مع بعض هنا في تتويج النادي الاهلي. وسلامنا لاحمد شعبان. حاضر. كابتن محمد بشكرك، كابتن محمد شعبان رئيس قطاع الناشئات طبعا في النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي السابق كره الطائره، بشكرك شكرا جزيلا. ودموعك كانت عزيزه علينا كلنا، لانها طلعت من دموع يعني محب للنادي الاهلي، دي حاجه غصب حاجه غصب عن الواحد والله. اكيد اكيد انت عارف الواحد عاش في النادي الاهلي فتره كبيره جدا، والحاجات دي بتهز بني ادم. صحيح. فانا بشكرك على وجودنا معاك، وبحيي جمهور النادي الاهلي العظيم، وبحيي مجلس اداره النادي الاهلي، النشاط الرياضي، الجهاز الفني للفرقه، وان شاء الله نلتقي في بطوله افريقيا رجال وسيدات ان شاء الله، ونبقى قبل كده في الدوري المحلي اكيد هنزيع ان شاء الله. بس انا اتمنى ان في افريقيا عشان نقعد نفس القعده ديت ونبارك ونحضر نفس الوضع ده ان شاء الله. شكرا كابتن، ربنا يخليك كابتن هيثم، بس ده بيتك ودي قناتك. ربنا يخليك كابتن هيثم، ربنا يخليك كابتن هيثم، العفو عليك يا فندم، ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، الشكر كل الشكر لجمهور النادي الاهلي، فهو صاحب يعني زي ما بيقولوا الانجاز الكبير، هم صاحب الانجاز الكبير، لان الحقيقه النهارده الالتزام. ولو انا اقدر اقدم الشكر لواحد واحد من جمهور النادي الاهلي على التزامهم النهارده كنت عملت كده. شكرا جزيلا ليكم، اسعدتونا بالتزامكم بحضوركم الجماهير العريض لالعاب الصالات. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، ويا رب يا رب تكون قناه النادي الاهلي قدرت تلبي طموحاتكم في تغطيه البطوله العربيه لكره الطائره سيدات 19، والف مليون مبروك للنادي الاهلي ومجلس ادارته والجهاز الفني واللاعبات. نشوفكم بكره ان شاء الله في مباراه كره السله الاهلي وسبورتنج، وكمان نشوفكم بكره مع استضافه فتيات الذهب مع كابتن حمدي الصافي بكره في قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا وتصبحوا على خير.